مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم. حلقه الاهلي الليله الاحد 2 ديسمبر بنبداها مع حضراتكم، بسعد بصحبه حضراتكم، معايا زملائي امير هشام وخالد العوضي وفقره دايما الكابتن خالد اللي بتكون مختلفه وبيغطي من خلالها كل النشاط وكل الجهود المبذوله على مستوى النادي الاهلي على مستوى كافه الرياضات بعيدا عن عالم كره القدم، وايضا حوار وتغطيه اخرى وفقره خاصه بيقدمها اليوم زميلنا العزيز امير هشام، والتفاصيل دي هتتعرفوا عليها بعد قليل من زميلي امير هشام. لكن لابد ان نبدا بمجموعه من الاخبار الايجابيه والمؤشرات اللي هتسعد كل جماهير ومحبي النادي الاهلي ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان داخل وخارج مصر. الحمد لله كل الامور بتسير في اتجاه الافضل ان شاء الله في الفتره الجايه. اهم خبر معانا واللي طبيعه الامور بتقول اننا لازم نبدا بهذا الخبر لانه يهم كل محبي النادي الاهلي وكل محبي هذه الاسطوره او هذا النجم الكبير رئيس مجلس الاداره الكابتن محمود الخطيب اللي هيعود باذن الله، يعود بسلامه الله الى ارض الوطن ويصل بعد قليل الى مطار القاهره ويبدا بعد رحله علاجيه خضع خلالها لجراحه طبعا مهمه جدا لازاله ورم على الحبل الشوكي، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتم عليه نعمته وشفاؤه الكامل ويزاول مهامه ونشاطه، وهو بالتاكيد له بخلاف منصبه كرئيس لمجلس اداره النادي له قيمته وتاريخه وهو رمز، ووجوده ومزاولته لعمله بيدي دفعه معنويه كبيره جدا للنادي الاهلي على مستوى كافه الانشطه الاداريه والكرويه، طبعا نتيجه لاسمه واسهاماته الكبيره في عالم الرياضه وكره القدم المصريه والعربيه والافريقيه. نتمنى انه يكون عودته ان شاء الله تكون قوه دافعه لكل المسؤولين في النادي لمجلس الاداره للاجهزه الفنيه لانطلاق النشاط قوة للأفضل ولمزيد من الإنجازات إن شاء الله في الفترة القادمة ولعودة النادي الأهلي إلى سابق عهده على مستوى كافة الرياضات وليس فقط كرة القدم. أخبار كمان إيجابية جدا إن النادي الأهلي ما التفتش كتير لفكرة التوقف أو التفكير بشكل سلبي أو الحالة اللي كانت فيها نوع من الإحباط عند بعض الناس نتيجة لبعض الإخفاقات أو النتائج اللي ما كانتش مرضية على مستوى المنافسات المحلية والدولية في الفترة اللي فاتت. مجلس الإدارة بدأ يتحرك، المسؤولين في النادي، الكابتن الخطيب، وحتى المتابعة والاتصالات اللي دارت وكان فيه اهتمام كبير بالتواصل معاه من أجل الوصول إلى أفضل القرارات خلال رحلته العلاجية وخلال فترة وجوده خارج مصر من أجل خضوعه لهذه الجراحة، لكن كان بيتوقف مع مجلس الإدارة والمسؤولين في النادي وضع سياسات واستراتيجية عمل الفترة الجاية عشان تحقق أهدافها بالشكل الأمثل، وإن شاء الله ده ينعكس على الشغل اللي هنشوفه في النادي الفترة الجاية لأن النادي اتحرك بسرعة جدا وبشكل إيجابي في قرارات التعيينات والتعاقدات اللي جاري العمل عليها وبدأت بالفعل والصفقات الجديدة والعمل على تجهيز النجوم والقوة الضربة للفريق اللي كانت غائبة للإصابات خلال الفترة اللي فاتت، وهنتعرف من خلال تغطية أمير هشام بعد قليل على عودة المصابين والتجهيزات الموجودة في النادي واستعداداتنا بالشكل الأمثل للارتباطات القادمة، ومنها طبعا النجم الكبير أجايي وهو من العناصر المؤثرة جدا في الفريق واللي في أخبار كمان إيجابية عنه وعن مشاركته مع الفريق في التدريبات. النادي الأهلي دايما ما بيتوقفش عند الجانب السلبي، بيتجاوز وبيقفل أي صفحة فيها أي نوع من عدم التوفيق أو الإخفاق أو الإحباط، لكن بينطلق للأفضل وبيتحرك بسرعة بشكل علمي وعملي وإيجابي جدا عشان يحقق المطلوب ويعالج القصور اللي بيبقى مجلس الإدارة والمسؤولين في النادي بيلتفتوا إليه ومدركين أنه موجود تماما، عشان كده بيبحثوا عن أفضل وأسرع وأكثر الحلول تأثيرا سواء في التعاقدات الجديدة أو في إصلاح المنظومة نفسها من الداخل والاستفادة بالشكل الأفضل من الكوادر الكبيرة الموجودة في فريق الكرة وفي الجهاز الفني. أيضا أمر بيسعدنا دايما في النادي الأهلي أنه ولاد النادي الأهلي المحبين الحقيقيين لهذا الكيان الكبير، البيت الكبير، النادي الأهلي بيخدموا النادي في أي مكان، سواء كان لهم موقع رسمي موجود وموثق على الورق أو ما كانش لهم أي صفة رسمية، الكل بيتسابق لخدمة هذا الكيان الكبير والكل بيقدم مجهوداته، حتى لو البعض ركز أو اجتهدت بعض وسائل الإعلام في وقت من الأوقات إن في خلافات، فلان زعلان أو فلان غاضب أو فلان غير راضي عن هذه الهيكلة أو هذه القرارات، لكن في النهاية حب النادي الأهلي والانتماء للنادي الأهلي بيكون هو اللي له السبق وله الغلبة على كل المشاعر أو الحسابات الشخصية لأي واحد من أبناء النادي الأهلي ومن محبيه، عشان كده بنقول الأهلي فوق الجميع إن هذا الكيان الكل بيضعه في المقدمة وقبل الحسابات الشخصية والكل بيعمل من أجل هذا الكيان، وبنشكر كل واحد من نجومه ومن أبناء النادي الأهلي بيبذل جهد عشان يخلي الفترة الجاية أفضل إن شاء الله، وخلونا نتكلم عن ده في الفترة الجاية بأسماء ونشيد بهذه الأسماء بعد ما تتم كافة الخطوات المطلوبة لإتمام التعاقدات سواء مع المدير الفني الجديد اللي هيعلن قريبا جدا إن شاء الله، وأيضا الصفقات الجديدة بعد توقيع محمد محمود نجم نادي وادي دجلة اللي انتقل للأهلي وعقده مع النادي، وإن شاء الله يكون إضافة كبيرة ونستفيد بيه مع الفريق ومع نجومنا في الفريق الأول بالشكل الأمثل.
كمان كان فيه اهتمام من الدولة ومن كل المسؤولين ومن القيادة السياسية بمتابعة الحالة الصحية والاطمئنان على الكابتن محمود الخطيب، وده أمر طبعا مش مستغرب، أمر كنا متوقعينه. الكل بالتأكيد بيحمل مكانة خاصة جدا ويقدر الكابتن الخطيب حق قدره، وبالتأكيد كل رموز الرياضة المصرية وكل الكوادر الكبيرة في الأندية المصرية وفي مقدمتهم كابتن الخطيب أكيد محل اهتمام وتقدير من الدولة اللي بتحاول إنها تطور منظومة الرياضة أو تنهض بشؤون الرياضة وكرة القدم بشكل عام. هترك حضراتكم سمير مع زميلي أمير هشام، يكلمنا عن مجموعة من الأخبار ويتوقف مع مراسلنا كمان من داخل النادي الأهلي لمتابعة أخبار الفريق الأول لكرة القدم. مساء الخير يا أمير، اتفضل، احنا سامعينك. مساء النور عليك يا أستاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة وعديد طبعا من الفقرات اللي هتكون معانا النهاردة إن شاء الله. لكن بكل تأكيد الشغل الشاغل بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي هو الفريق الأول لكرة القدم، والأمور خلاص بالنسبة له ابتدت يعني تبتدي في الطريق الصحيح من خلال انتصار كان مهم جدا بالأمس طبعا، ومباراة كانت مهمة أمام فريق بتروجيت وفوز بنتيجة 1-0 لأحمد الشيخ وأحرز الهدف. الأداء ممكن ما يكونش مرضي بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، لكن احنا في مرحلة مهمة جدا ان انت تجمع فيها أكبر قدر من النقاط. الشهر ده كله عندك مباريات كتيرة جدا وتحديات مهمة جدا، أهم حاجة انك تجمع نقاط كتير عشان تقدر تنافس على بطولة الدوري في ظل منافسة قوية جدا مع أندية كبار زي نادي الزمالك أو فريق بيراميدز. فبالتالي كان انتصار مهم جدا وبداية لعودة النادي الأهلي انتصارات بعد فترة يمكن كانت صعبة شوية. طيب قبل ما نتكلم عن أخبارنا كلها نروح سريعا لمراسل قناة الأهلي شريف شعبان واللي كان متواجد في مران الفريق النهاردة. يا شريف مساء الخير عليك. نور عليك يا زميلي أمير، تحياتي لحضرتك وتحياتي للأستاذ أستاذ محمد ولكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أخبارك يا شريف، كله تمام؟ تمام الحمد لله، ربنا يخليك. طمنا على الفريق خصوصا بعد الفوز المهم امبارح، الأمور ماشية إزاي؟ المران كان إمتى النهاردة؟ آخر الأخبار اللي كانت في المران. خليني اقول لك ان التمرين كان في الرابعة عصرا، يمكن قبل بداية التمرين كان في اجتماع مع اللاعبين، الكابتن محمد يوسف المدير الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمدة حوالي 10 دقائق اتكلموا فيها عن مباراة الامس، غلق مباراة صفحة مباراة الامس، التركيز فقط في مباراة الجونة المقبلة الاربعاء القادم. لازم يكون في اداء احسن من كده، لازم المحافظة على نغمة الانتصارات، الحصول على الثلاث نقاط، الفترة المقبلة لا تحتاج اي او لا تستحمل اي تعثرات، لا تستحمل اي حاجه غير سوى الثلاث نقاط، الاداء ثم الاداء ثم الاداء مع الحفاظ على الانتصارات والحصول على الثلاث نقاط. يمكن اللي شاركوا في مباراه امس كان بيجروا تدريبات استشفائيه ثم غادروا النادي على الفور، يمكن باقي اللاعبين كان في تمرينات شاقه جدا، تمرينات بدنيه قويه جدا مع الكابتن حسين عبد الدايم. يمكن السعيد لجماهير النادي الاهلي ان يشارك في كل التدريبات البدنيه اللاعب اجايي، يمكن ادها كلها بقوه، شارك فيها بكل قوه من اول تمرين لحد اخر التمرينه عند بقى اللعيبه التدريبات البدنيه الاجايه. يا شريف التدريبات البدنيه الاجايه من خلال مران جماعي مع الفريق ولا كان ليه تدريبات بدنيه خاصه بيه وتاهيليه خاصه بيه؟ مران جماعي مع اللاعبين. طب كويس، ده خبر مهم جدا. طبعا اداها بصفه يعني رائعه جدا. عندي بقى انخراط اللاعبين بقى في باقي بعد التدريبات البدنيه في تدريبات بالكوره، التدريبات الجماعيه بالكوره وتقسيمها بالكوره، فضل الجهاز على طول رائع يعني طبيعي. خروج اجايه من هذه الالتحامات ما ينفعش يلتحم في هذا الوقت، وفضل الكابتن حسين عبد الدايم ان ياخده على جنب خالص على جنب من الملعب وعمل تدريبات بالكوره ايضا ولكن لوحده. التأهيل مستمر لعلي معلول وكان الشناوي، التمرينات مستمرة، يمكن صالح جمعة كان بيجري أيضا التدريبات تأهيلية ليه، يمكن مدرب الحراس الكابتن طارق سليمان كان حريص يكون ينفرد به الكابتن علي لطفي ومصطفى شوبير لإجراء التمرينات القوية جدا والتكتيكية جدا. يمكن كابتن محمد يوسف أثناء التمرين كان حريص يبقى فيه جلسات مع مؤمن زكريا، يمكن لمدة يمكن السلية الشناوي الشيخ كل واحد على حدة، أيضا عادل مصطفى كان حريص هو الآخر بعقد جلسة في الملعب سريعة مع اللاعب ناصر ماهر. يمكن حضر التدريبات من مجلس الإدارة الأستاذ محمد سراج، وحضر أيضا من اتحاد الكرة المصري الكابتن أحمد شوبير. خليني أقول لك إن التركيز باين على وجوه اللاعبين، خليني أقول لك إن الإصرار عندهم باين في التمرين،
الكل مصمم ان الفتره القادمه يكون فيها انتصارات، الكل يتعهد على ان الفتره القادمه تكون فيها انتصارات. خليني اقول لك كمان ان النهارده وليد سليمان اعتذر عن تمرينه اليوم، يعني كان في اذن طبعا بعد الرجوع للكابتن سيد الحفيظ، قال لك هو استاذن مني امبارح ما يجيش النهارده التمرين. يمكن دي كانت ابرز كل كواليس تمرين زميلي امير. فيما يخص حسام عاشور تعرض لاصابه في مباراه الامس، محمد شريف محمد نجيب موقفهم ايه يا شريف؟ محمد نجيب مستمر في التأهيل، محمد شريف النهارده شارك في التقسيمه بكل قوه وهو عنده دور برد، ويمكن نزل النهارده التقسيمه وشارك فيها وظهر فيها بشكل ممتاز. حسام عاشور هيعمل اشاعه او عمل اشاعه النهارده، والنتيجه بكره هتظهر بكره باذن الله، بس باذن الله يكون خير ويكون المده قليله باذن الله ان شاء الله. شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله المهمه جدا واللي قال فيها العديد من الاخبار الهامه والسعيده كمان بالنسبه لجمهور النادي الاهلي فيما يخص عوده بعض المصابين، وده المهم جدا بالنسبه للفريق في الفترة الحالية. احنا عارفين النادي الاهلي كان بيمر بظروف صعبة، عنده بعض الاصابات اللي اثرت عليه سواء في البطولة الافريقية والنهائي بالتحديد، ومباراة الاياب امام الترجي، ايضا مباراة البطولة العربية امام الوصل، كمان مباراة المقاولين العرب وخسرنا 1-0، لكن البداية ابتدت من مباراة الامس امام بتروجيت من خلال عودة بعض المصابين، تركيز الفريق على اهمية هذه المرحلة واهمية جمع اكبر قدر ممكن من النقاط خلال هذا الشهر بالتحديد، وكمان ده هيكون شيء مهم جدا في تواجد بعض اللاعبين المهمين جدا، واحد تلو الاخر ان شاء الله بيعودوا، عندنا اجاييه علي معلول، كل الامور ان شاء الله هتمشي بشكل جيد بالنسبه للنادي الاهلي، خصوصا التعاقدات اللي هي خلاص ابتدت من خلال امبارح باعلان رسمي، يعني الامور كانت منتهيه تقريبا بالنسبه لمحمد محمود بقالها فتره، لكن الاعلان الرسمي تم من خلال النادي الاهلي بالامس بعد المباراه الساعه 11 او 11 وشويه، كان النادي الاهلي اعلن عن تعاقد مع محمد محمود، ودي بدايه الصفقات يا جماعه، لسه في عدد كبير من الصفقات، مش عايزين نقول كبير قوي، حوالي 4 أو 5 صفقات ان شاء الله هيكونوا يعني اضافه قويه جدا للنادي الاهلي. دي صور التوقيع بالنسبه لمحمد محمود في تواجد كل من الكابتن محمد فضل، الكابتن حسام غالي، نادر شوقي طبعا وكيل اللاعب، وايضا الكابتن عدلي القيعي، فبالتالي اكيد ده كان شيء مهم واضافه قويه جدا لاعب دولي سواء مع منتخب الاولمبي او حتى المنتخب الاول، راجل متواجد وفي اقتناع تام بيه جدا من قبل المسؤولين في النادي الاهلي وكمان من قبل الجهاز الفني لمنتخب مصر. والمهم في محمد محمود ان هو هيكون اضافه سريعه بالنسبه للنادي الاهلي، ممكن الناس بتقول ده لسه صغير عنده 20 سنه كمان من ده، لكن النادي الاهلي عارف ان هو جايبه عشان هيستفاد منه سريعا، مش هيكون محتاج وقت كبير جدا ان هو يتاقلم مع الفريق ان شاء الله. في عدد كمان من الصفقات، الاهم كمان من الصفقات وده شيء مطلوب جدا من مجلس اداره النادي الاهلي، هو اعلان عن المدير الفني الجديد في اسرع وقت ممكن، وده هيكون شيء هام جدا بالنسبه للفريق عشان الامور يعني تسير في الوضع الصحيح بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خلينا اقول لكم ان فور وصول الكابتن محمود الخطيب بعد حوالي اقل من ساعه ان شاء الله المطار القاهرة الدولي، ممكن يعني خلال بكرة يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد بالنسبة للنادي الأهلي، وده هيكون شيء مهم جدا بالإضافة لبعض الصفقات اللي هتكون على مدار هذا الشهر وشهر يناير إن شاء الله بإذن الله. يعني معظم الأخبار اللي معانا قالها لنا خلاص شريف شعبان، وده أكيد هيكون شيء مهم بالنسبة للفريق، نتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله في مباراة الجونة يكون النادي الأهلي موفق ويستمر في الانتصارات بعد الانتصار بتاع الأمس. طيب خلينا سريع حلقه الاهلي الليله النهارده، الفقره الاولى هتكون من خلال زميلي العزيز استاذ محمد الجندي، وهستضيف فيها الكابتن خالد متولي المدير الفني السابق لفريق انبي للحديث في العديد من الامور الهامه بتخص الدوري المصري. كمان الفقره الثانيه هكون معاكم وهنستضيف الاستاذه هاجر مقبول عضو اللجنه العليا للجان بالنادي الاهلي والمشرفه على لجنه الطفل، وكمان الدكتوره دينا محسن عضو لجنه الطفل للحديث عن ماراثون والندوه الخاصه بالتنمر واللي اجريت في النادي الاهلي الجمعة الماضي. وكمان هيكون الفقرة الأخيرة من خلال الكابتن الكبير كابتن خالد العوضي، وهيستضيف فيها كابتن ولاعبة نادي نيس الفرنسي ومنتخب مصر كرة اليد مروة عيد، وهيكون أيضا أو هتكون فقرة هامة ومميزة جدا. بعد الفاصل إن شاء الله نرجع مع أستاذ محمد الجندي والكابتن خالد متولي المدير الفني السابق لفريق إنبي، استنونا بعد الفاصل. أه
لماذا استقال المدير الفني السابق لفريق إمبي الأول لكرة القدم، وما هو تقييمه لهذه التجربة والتجربة التي قضاها والفترة التي قضاها كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم في نادي إمبي، ورؤيته للإمكانات الموجودة لدى هذه المنظومة بشكل عام؟ إمبي من وقت ما ظهر في الدوري الممتاز المصري وهو من الفرق اللي ارتبط اسمها بأنها منظومة لها قدرات إدارية، لها قدر كافي جدا من التمويل، عندها إمكانات، خرج منها أكثر من لاعب متميز، انتقلوا لأندية كبيرة في مصر، تجربة من التجارب اللي تعد ناجحة في عالم كرة القدم المصرية. كيف يرى تجربته الشخصية مع هذا الفريق وتقييمه لأداء الفريق ونتائجه خلال الفترة اللي فاتت، وأيضا توقعاته المستقبلية لفريق إمبي ومكانه وفرصه هذا الموسم في الدوري الممتاز أو في أي بطولات أو منافسات دولية يتأهل للمشاركة فيها خلال الفترة المقبلة؟ وأيضا هننتقل مع ضيفنا لقضايا مهمة جدا تتعلق بمستوى المنافسة في الدوري المصري والمعوقات اللي بتمنع الوصول لأعلى مستوى فني وبدني ممكن للاعبينا، وده طبعا له تأثيره على منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم. موضوعات كثيرة كمان تخص التحركات في نادي الأهلي والتطوير والتعاقدات الجديدة والمدير الفني المرتقب الإعلان عن اسمه قريبا بعد إنهاء التعاقد معه رسميا. كل ده هنتكلم عنه مع ضيفنا في الأهلي الليلة، الكابتن خالد متولي المدير الفني السابق لنادي إمبي. كابتن خالد مساء الخير. مساء الخير. أهلا بحضرتك وسعداء بوجودك معنا النهاردة. ربنا يخلي حضرتك. أنا سعيد طبعا بوجودي والأول مرة في قناة النادي الأهلي، فده طبعا شرف لينا جميعا. طبعا نادي القرن ونادي بنحترمه جدا، فانا لله كل الشرف ان انا مع حضرتك. يعني سعداء جدا بوجودك معانا، وان شاء الله يبقى اللقاء ده يتكرر على شاشه قناه الاهلي ان شاء الله باذن الله. بدايه، لماذا استقلت من منصب المدير الفني في نادي إمبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله إمبي طبعا ده بيتي، واخد بال حضرتك، لاني طبعا يعني الهيستوري بتاع الواحد. انا على فكره كنت من اشبال النادي الاهلي تحت 14 سنة مع كابتن عبره والمجد، وانتقلت بعد كده لنادي الزمالك، لعبت في نادي الزمالك لغاية ما بقيت كابتن تيم في نادي الزمالك، ورحت الاتحاد السكندري دوري ممتاز، لعبت طبعا في جيل العمالقة طبعا كابتن بوب والبابلي والجارم، الحمد لله يعني قعدت حوالي 7 سنين. وبعد كده طبعا انتقلت هذه فترة مميزة جدا في تاريخ نادي الاتحاد. طبعا وكانت لعيبة على أعلى مستوى طبعا، وعصر طبعا الكابتن طلعت يوسف كان برضو في الملاعب، كابتن يعني كان مجموعة محترمة جدا، محمد عمر، حتى خرجت نجوم، مش بس كان نجوم كورة، نجوم في عالم التدريب يعني. كابتن طلعت يوسف طبعا من نجوم المجال ده في مصر طبعا، كابتن محمد عمر طبعا ومحمد نور، فالمجموعة كلها طبعا محترمة. وبعد كده طبعا كنت سافرت سفرية ورجعت، وبعد كده طبعا جيت إمبي. كان في طبعا تكوين فريق لكرة القدم عن طريق طبعا اللي هو له فضل علينا وعلى منظومة نادي إمبي، كابتن صلاح مصلحي هو اللي أسس الكورة في نادي إمبي. فالحمد لله يعني تواجدنا في شركة إمبي كشركات، وبعد كده عملنا نادي. النادي دوت يمكن كنت انا كابتن التيم من ثالثه، كسبنا على طول اول، ثانيه اول، طلعنا درجه اولى، فكانت يعني وكان مستواكم باين ان الفريق مميز، وكان طبيعي يتاهل من الثالثه للثانيه للدوري الممتاز بسرعه، لان حتى مشاركاتكم الاولى في الدوري الممتاز كانت قويه. بالظبط، الاول كان قوي، وكان كان برضه عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان كان المنظومه طبعا كانت ولا زالت يعني المنظومة كانت متكاملة طبعا تحت قيادة الوزير الأسبق الباشمهندس سامح فهمي، اللي هو كانت كل الرعاية وكل الاهتمام بتيم نادي إمبي، وبعدين طلع معانا نادي بتروجيت، فكانت كان هو الأب الروحي لينا جميعا، فكان في رعاية وكان في اهتمام جامد جدا. وكنا كمان موجودين مع طبعا مدرب أنا بالنسبة لي أثر فيا تأثير غير عادي، بعتبره طبعا المثل الاعلى في كل شيء سواء فنيا او اخلاقيا، كابتن طه بصري طبعا. كابتن يحيى اسماعيل اشتغلت طبعا معاهم. كابتن طه بصري كان له تجربه مميزه الوقت اللي كان فيه كمان متولي المهمه في نادي إمبي، كان مميز جدا اكيد. وبعدين كابتن طه قعد حوالي 6 سنين في نادي إمبي. هو اللي حضرتك قلته ده مهم كابتن خالد، لانه كمان انطلاقه بتروجيت اكدت للناس انه الكيانات الرياضيه التابعه لقطاع البترول او لشركات البترول بتولد عملاقه،
بالزبط. حتى لو عندها مشكلة ان اندية الشركات ما عندهاش جماهيرية كبيرة او ما لهاش جمهور كبير، ولكن عندهم الامكانات، عندهم النسق والنمط الاداري، وبيقدروا يوصلوا لعناصر فنية مميزة. وده شفناه مع الفريقين بس استمرته اكتر شوية من بتروجيت في المستوى المتقدم في الفريق. لا عشان احنا مشاركتنا كمان كانت افريقية عربية، فده اللي فرق طبعا. فده مهم جدا، حتى يمكن كلام حضرتك كلام محترم جدا، ودوت اللي انا كنت بقوله للعيبة لغاية يمكن الاسبوع اللي فات. بقول لهم ان بيتولد كبير فهيفضل طول عمره كبير، فهو كبير بالمنظومة الادارية، لان حاليا دلوقتي عندنا مجلس ادارة على اعلى مستوى، وانا طبعا من خلال قناة النادي الاهلي وخلال حضرتك انا فعلا ببعت كل الشكر والاحترام والتقدير لمجلس الاداره تحت قياده الباشمهندس علاء خشب، استاذ زكريا، استاذ مصطفى الامير، الشريف ابو الغيط، عصام زيدان، الناس المحترمه دي كلها وقفت وساندت خالد متولي مسانده غير عاديه في خلال المرحله اللي انا فعلا توليت فيها المسؤوليه، وده كان شرف ليا. والحمد لله اني انا يعني ده مش جديد عليا، يعني في ام بي انا مش جديد عليا. ده المقدمه دي كلها يا كابتن خالد هتخلي اللي بيتابعوك دلوقتي يتمسكوا اكتر بالاجابه عن سؤال، لماذا استقلت طالما الامور كانت بهذا الشكل؟ وفي الروح دي كمان الايجابيه اللي عندك حتى في تقدير كل المسؤولين. لا طبعا لا لا، وانا كنت سعيد جدا. انا كنت حضرتك انا كنت هستقيل من حوالي 3 اسابيع. كانت في ضغوط، كان في عدم توفيق. هو المشكله ان انا صادفت عدم توفيق. عدم التوفيق دوت طبعا ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ولكن الحمد لله احنا اجتهدنا كجهاز فني، اشتغلنا على اعلى مستوى. يمكن كانت بعض المشاكل اللي كانت قابلتنا ان كان في بيع بعض اللاعبين، طبعا ده اللي اثر على التيم شويه. يعني علي لطفي طبعا راح النادي الاهلي، صلاح محسن راح النادي الاهلي. كان في بدايه الموسم كان يمكن اخويا وصديقي وحبيبي قوي يعني كابتن علي عبد الصادق، طبعا رمز في النادي الاهلي وكان رمز في انبي، برضو كانوا يكلمونا على حمدي فتحي. فانا بامانه يعني كنت انا متمسك بوجود حمدي، لاني حضرتك انت كده العمود الفقري بتاع التيم، سواء حراسه مرمى سواء ومشي طبعا مجدي قفشه واخد بال حضرتك وصلاح محسن، فكل ده العمود عدد كبير مؤثر طبعا مؤثر تماما يعني. وبعدين كان صلاح هداف التيم، مجدي قفشه صانع العاب التيم، وكان رامي صبري برضو كان احتمال كان هيروح نادي. بدأت بقى يبقى هنا في رؤيتين، رؤيه مجلس الاداره لان ده نجاح في الصفقات ونجاح استثماري ومالي للنادي وتسويقي، ورؤيه الجهاز الفني اللي شايف ان ده بيدور الفريق فنيا بالظبط. فعشان كده انا تمسكت بوجود رامي وحمدي، وبعنا مجدي قفشه وكان قبله صلاح محسن، فاتبعوا طبعا للنادي الاهلي على اساس ان احنا نعدد التيم ببعض العناصر وكده. فالحمد لله يمكن برضو جددنا في التيم، بس طبعا المجموعه اللي جت 9 عناصر او 10 عناصر كتير جدا في التيم، علشان يخشوا في الكومباينيشن والتكيف بتاخد وقت، بالاضافه طبعا للاصابات اللي كانت فرقت معايا جدا. اصابه بكر ديارة كان كسر في الشظيه، فقعد حوالي اكتر وقت طويل 7-8 شهور. لما عرف السيد في بدايه الموسم تعرض لرباط صليبي، وكنت بعتمد اعتماد يكاد يكون كليا على عرفه كراس العناصر اللي كانت بالظبط العناصر المميزه ومؤثره في التيم. فكل ده طبعا فرق معاك، بالاضافه انت بتطلع مجموعه من الشباب. وهو ده اللي كنت هسالك عنه يا كابتن خالد، كانت الرؤيه المشتركه بينك وبين المسؤولين في النادي لاحلال وايجاد عناصر بديله للصفقات اللي تركت او اللاعبين اللي تركوا النادي تمام، كانت من الشباب او قطاع الناشئين، لان ام بي مميز في نتائجه على مستوى الشباب والناشئين حاليا باجماع الاراء وبينافس بقوه في المنطقه دي تمام. ولا كانت الصفقات الجديده كانت تركيز على مزيج من الاثنين، ولا سريعا ان انا اجيب مزيج؟ لا مزيج طبعا من الاثنين، لان انا برضو انا مسكت يمكن بعد ثاني مباراه في الموسم الماضي، والحمد لله كانت نتائجي كلها ايجابيه. يعني الحمد لله يمكن انا مسكت 11 مباراه السنه اللي فاتت، ما اتغلبتش غير مباراه واحده من النادي الاهلي 1-0. فده كان طبعا ان انا مع تيم وداخل على فرقه، كان طبعا من بعد الكابتن ايهاب جلال والكابتن طارق عبد الله سابوا التيم،
فانت داخل طبعا كان في ظروف نفسيه، في احباط، في فابتديت تشتغل على النواحي المعنويه والنواحي النفسيه، بترتقي بالنواحي البدنيه والفنيه، بتضخ بعض العناصر الشابه في التيم. فده كان حضرتك كان بيحتاج لتعب، بيحتاج لتركيز غير عادي. فالحمد لله احنا صمدنا اشتغلنا. انا كنت يعني كان ليا طموح. ايه المشكله؟ كان ايه الفجوه؟ وايه المطلوب من وجهه نظرك كمدير فني عشان تبدا الموسم الجديد بشكل مشابه للشكل اللي اختتمت بيه الموسم اللي فات؟ صفقات جديده؟ هل ما كانش في استجابه؟ لا كان في استجابه برضو. لا كان مجلس الاداره كان مستجيب تماما. ولكن حضرتك ايه، يمكن كان احنا يمكن الـ عدم القدره على 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 الحصول على يعني مهاجم متميز، فكانت في بطء سنه شويه، ده اللي فرق معانا. لكن لو انا كنت يعني كنا جبنا او يعني حاولنا احنا نجيب فرود على اعلى مستوى افريقي او عربي، فاللي جولنا كلهم البوزيشن بتاعتهم اطراف ملعب. فطبعا كنا عايزين مهاجم صريح، مهاجم صريح، سترايكر صريح، بالاضافه لصانع لعب، بالاضافه الى ما كنتش لاقي ده في اللاعبين المصريين. لان بيقال نقاد دلوقتي الاعلام الرياضي بيقول ان دي مشكله كبيره في الدوري المصري، ندره اللاعبين المتميزين في مركز الفرود. يمكن بتيجي فترات كده وخبر حضرتك موسميه في الدوري العام، بتلاقي ندره في 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 المساكين في توقيت معين، بتلاقي فيه كثره في لعيبه نص الملعب، بتلاقي فيه نظره في الفراوده الهدافين. لكن الهداف ده هو اللي بيترجم لك كل شغلك. انت حضرتك بتعمل فتره اعداد كامله، بتكون تيم علشان واحد يجيب لك جول، بتعمل تكتيك وبتعمل اسلوب لعب وطريقه لعب عشان الكوره تخش الجول، عشان تقدر تتفوق على التيم اللي قدامك وتقدر تمشي في الخط بتاعك. فده طبعا ايه، ده اللي فرق معانا في خلال المرحله اللي هي اللي في الموسم دوت. ولكن كانت في بالاضافه الى احنا اعتمدنا على حراسة مرمى شباب. يعني احنا عندنا بلعوتي مواليد 97، مواليد حوالي 95 96، محمود جاد 99، برحيل عماد السيد الى نادي الزمالك تاني. فطبعا جبنا عمرو حسام، فالولد طبعا كان اضافة للتيم. ولكن برضو عمرو برضو قدامه وقت، واخد بال حضرتك، عشان يخش جوه التيم. فاعتمدنا على ففي الفترة الأولانية كنت أنا كان في معاناة من حراسة المرمى. يعني في بداية الموسم كان في معاناة من حراسة المرمى. مين اللي هيستقر في المركز ده؟ كان في تنافس بين العناصر الموجودة في المركز. وبعدين حضرتك اثنين عناصر صغيرين، وعمرو حسام يمكن برضه صغير، فهو اللي إلى حد ما عنده خبرة ما وفقش. لكن ما كانش معاك حارس واحد من الثلاثة صاحب خبرة كبيرة. لا، فده اللي فرق. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، انا بتكلم بامانه وبصراحه، كان برضو كان في يعني عدم ثبات النواحي الدفاعيه، المدافعين عدم ثبات المستوى. بمعنى ايه بقى؟ ايه السبب في تغير المستوى؟ هل نقص خبرات؟ لا، مش نقص خبرات. هقول لحضرتك احنا عندنا مثلا كان في عندنا رامي صبري، ابراهيم يحيى، صلاح سليمان كده. يعني لما نيجي نتكلم كده بمجمل وبكل صراحه وبوضوح، في بعض الاصابات المزمنه في بعض اللعيبه، فاحنا بنحاول نعالج، بنحاول نرمم، لان هم دول الموجودين معانا وهنشتغل بيهم. فانت بتطلع عناصر صغيره معاهم، العناصر الصغيره ديت شباب حيويه، لكن الخبره مش موجوده. فانت عايز تعمل مزيج من الشباب والخبره، لكن البوزيشن ده بيحتاج لخبره، بيحتاج يعني انا القدرات بتاعتي، لان الغلطه فيه بجول. لا آخر حضرتك بص، الفريق دايما يعني غلطته بمشكله. انا طبعا عشان كنت مدافع، فدايما المدافعين لازم يتميزوا بحاجتين، القوه والسرعه. فلما انت تكون بتجيب لعيب عنده قوام، عنده قوه وسرعه، تشتغل معاه. لكن السرعه بتفقد خلال مرحله معينه، بتفقد وخاصه مع الاصابات. فطبعا كان في اصابات، بالاضافه طبعا كان رامي كان برضه في دماغه ان هو عايز ينتقل للنادي الاهلي. فكل الحقيقه شويه تركيزه كلاعب متاثر شويه بفكره، فالبدايه ما كانتش موفقه، بالاضافه لضعف حراسه المرمى، واخد بال حضرتك. فكل ده اللي فرق مع العلم وبحكم الخبراء وبحكم المحللين، احنا كنا بنعمل اعلى اداء. يمكن انا بلعب ماتش بيراميدز انا المتفوق طول ال 90 دقيقة، طول ال 94 دقيقة. فعلا الكل اجمع انكم عملتوا مباراة جيدة. ولكن بفاول من خطأ دفاعي. ومهارة فردية للاعب اللي احرز الهدف. ومجدي قفشة مهارة فردية، واخد بال حضرتك؟ في نهاية انا مش عايز اقول لحضرتك، لا يمكن سموحة
يمكن الاسماعيلي هناك انا متفوق في الاسماعيليه جايب جولين في النادي الاسماعيلي برضو. ده اللي خلاك تقول يا كابتن خالد ان في عدم توفيق في بعض المباريات اللي شايف الاداء فيها كان ممكن يحقق لكم فوز او تعادل على اقل تقدير. انا بقول لحضرتك يعني فعلا لو احنا كنا مشينا بمعدل توفيق ربنا سبحانه وتعالى على الاقل انا رابع ثالث يعني. طب سؤال صريح بقى عن المدافعين في مصر، احنا عندنا ازمه على مستوى انديه مصر تقريبا، الناس بتقول انها ازمه عامه جدا في المنتخب وفي الانديه، ما بنعرفش نتعامل لحد دلوقتي مع الخبرات اللي عندنا مع الكرات العرضيه والكرات العاليه، وتقريبا هي 90% من الاهداف اللي بتدخل في مرمى الانديه المصريه في بطولاتهم الدوليه وفي المنتخب. المشكله دي بقت موجوده في السنين اللي فاتت، الناس مش عارفه ليه، ايه حلها من وجهه نظرك؟ المشكله الرئيسيه في قطاع الناشئين. مع احترامي اني ما ده المشكله برضو، اي لعيب دلوقتي بيبطل عايز يمسك فرقه كمدير فني يعني، خد بال حضرتك. اسماء كبيره ولها كل احترامها وتقديرها وادت وكل حاجه، ولكن حضرتك لازم انا اتعب من تحت، اتدرج شويه في الخير. لازم اتعب من تحت، لازم اشتغل مع اكثر خبره مني، اتعلم اتعلم منه. اشتغل ادرس اطور نفسي، احاول ان انا اعمل ديفلوبمنت لنفسي في دراساتك كمدير فني او مدرب. طبعا دراسات لازم اتابع، لازم اروح اطور نفسي، اشوف، لازم ابحث، واخد بال حضرتك. يعني احنا حضرتك لما كل شغلنا احنا من قطاع الناشئين، يعني انا اول ما اشتغلت ما كانش في قطاع ناشئين في انبي، فطبعا كان الباشمهندس شريف اسماعيل ربنا يديله الصحه كان سكرتير عام نادي انبي رئيس الوزراء الاسبق، وكان اخ كبير لينا كلنا، هذا رئيس الوزراء السابق على طول كمان قبل السابق قبل طبعا. الدكتور مصطفى مدبولي مباشره بالظبط كده، وده يعني ونعم الناس ربنا يشفيه ويعفو عنه، وان شاء الله ربنا يشفيه لانه طبعا مر بمرحله رحله علاج طويله وان شاء الله يتعافى طبعا. فهو اللي يعني كلفني ان انا اعمل قطاع ناشئين، ما كانش في قطاع ناشئين في انبي زمان، واخد بال حضرتك. فلما تيجي تعمل قطاع ناشئين في الهواء بعدك، وانت بتروح في النادي الاهلي عشان تاخد في اخر اختبارات في اخر اسبوع اللي هيمشي منه دول الخلاصه، بتروح نادي الزمالك بتاخد الخلاصه، نادي المقاولين عشان تشتغل، واخد بال حضرتك. بس اخترته صح ووفقته، بس انا عملت بلان يعني خطه مثلا الثلاثيه، ان انا عايز اول سنه مشاركه، ثاني سنه يعني الى حد ما لغايه ما توصل، يمكن انا قدر الحمد لله شكر لك يا رب، يمكن انا ثاني سنه طلعت ثاني دوري، واخد بال حضرتك. كان ايامها كنا لسه انبي في الدرجه الاولى، كان الكابتن محمد عامر كان ماسك مدير فني، كنا لسه ما صعدناش للدوري الممتاز، لان بعض المدربين الكبار مسكوا تيم نادي انبي امثال الكابتن محمد عامر امثال الكابتن رمضان السيد، ولكن ما وفقوش بصعود النادي للدوري الممتاز، اللي وفق الله يرحمه كابتن طه بصري، واخد بال حضرتك. فعملنا يمكن في مجموعه اربع خمس لاعبين اتصعدوا للدرجه الاولى ايام الكابتن محمد عامر ورمضان السيد من قطاع الناشئين، اللي هو ما كانش فيه غير فرقه واحده، عملوا فرقه 20 سنه لانبي، فجبت اعمار سنيه صغيره بحيث انها تخدمك بعد سنتين ثلاثه، واخد بال حضرتك. يعني كان في فكر وكان في استراتيجيه، واخد بال حضرتك، للنادي كنا ماشيين بيها. عشان كده يعني نادي انبي طول عمره منظومه محترمه بتمشي على تخطيط، واخد بالك، وخطه طبعا بنعملها طويله الاجل وقصيره الاجل. فكل القصص دي واخد بال حضرتك ان حطت انبي على المسار سواء في قطاع الناشئين او في الدرجه الاولى، فهو ده اللي ادى الصوره الجميله لنادي انبي طبعا تحت القيادات المحترمه اللي احنا كنا بنتعلم منهم وبنشتغل تحت قيادتهم، جميع رؤساء مجالس الاداره واخد بالك، واخرهم فعلا يعني اخويا الكبير باشمهندس علاء خشب، لان انا فعلا الراجل ده وقف جنبي اكتر، رئيس مجلس اداره وقف لاولاد نادي انبي هو باشمهندس علاء. ما كنتش راضي عن النتائج او حاسس ان التجربه مش موفقه؟ لا تعبت كتير يعني بذلت مجهود كبير ومفيش طبعا مردود، مفيش. وبعدين ما كانش فينا النتائج ماشيه معاكسه، واخد بال حضرتك. فيعني عارف لا كنت مضغوط يعني كنت مضغوط. فطبعا انا من ثلاث اسابيع كنت فعلا مقدم استقاله، بس بصراحه رفضوها والناس جددت الثقه فيا، فده كان يعني فخر فوق دماغي، فزاد المسؤوليه عليا. فمع اول اخفاق او مشكله، ولكن تانية يمكن يعني عايز اقول لحضرتك الحاجه، يمكن احسن ماتش اتلعب في الدوري كان ماتش المقصه وانبي، يعني ماتش 4-3، يعني هم يجيبوا انا اجيب، هم يجيبوا وهم يجيبوا انا اجيب، ماتش فيه منافسه وفي 7 اجوال، لكن الاداء جميع المحللين جميع الخبراء ما فيش ادنى مشكله، ولكن كان عندك قصور في ممكن قصور في النواحي الدفاعيه، في حراسه مرمى
عدم خبره واخد بال حضرتك. وبعدين اللي هقول له حضرتك كمان من النواحي الايجابيه في التيم الحمد لله يعني انا ثالث فريق في الدوري العام جايب اهداف فعدد الاهداف انك بتلعب كره هجوميه بتحرزها واخد بالك لكن اهداف كتير داخله فيك يبقى في هنا قصور دفاعي يبقى هنا في قصور في حراسه المرمى عشان كده كمان يمكن طبعا انا من منبر حضرتك انا ببارك لعلي ماهر علي ماهر. ده كان هيبقى سؤالي التالي رايك ايه وبتقول ايه للكابتن علي ماهر رايك ايه في التعاقد معاه وتكليفه بالمهمه واي رساله تحب توجهها للكابتن علي ماهر في بدايه مهمة. لا علي ماهر ده حبيبي يعني انا بحبه على المستوى الشخصي وهقول لحضرتك برده حاجه جميله جدا علي ماهر جاء لعب في نادي انبي وكنت انا مدرب لنادي انبي وكان هو لعيب في نادي انبي كان هو وياسر ريان واخد بال حضرتك يعني في لعبوا عندنا سنه تقريبا علي من الشخصيات الجميله جدا اللي انا يعني انا بحبها على المستوى الشخصي في فترته الاخيره كلاعب يعني كلاعب لا وهو طول عمره كان هداف حتى لما كان في الترسانة طبعا يعني يعني علي وانطلق مع النادي الاهلي انطلق قوي جدا بس الاصابه الشديده اللي تعرض لها وجاء لعب معانا سنه اثرت عليه بشكل كبير بالظبط كده ولعب معانا سنه وبعد كده طبعا طبعا هو طبعا اخذ طريقه وكده مسك الترسانة ومسك هنا ومسك هنا وعلي من المدربين اللي انا بحبهم وبحترمهم وبتمنى ليهم التوفيق ولكن طبعا يعني انا علي ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه ويكرمه ويكون التوفيق حليفه ودي اهم حاجه في مجال الكوره مهما بتشتغل مهما بتعمل طول ما معاك التوفيق فربنا هيكرمك ولكن التوفيق فعلا ما بيجيش غير بالتعب لكن انا بقول على المدى ان شاء الله تيم ام بس الكلام كله شخصيتك وتركيزك وخبراتك كابتن خالد مع نادي ام بي تخلينا نتوقع ان هيبقى لك دور مع النادي بشكل او اخر الفتره الجايه انك من ولاد النادي المقربين للمسؤولين وفي تفاهم وتنسيق بينكم ان هيبقى لك مكان مع النادي بشكل او اخر انك مش ممكن تبقى بعيد بشكل كبير عن نادي ام بي والله انا موجود انا موجود لنادي يعني انا عايز اقول لحضرتك برضو حاجه بامانه يعني انا يمكن امبارح وكيل من الوكلاء بيكلمني علشان حاجه معينه واخد بال حضرتك ولكن انا الفتره دي واخد راحه تماما يعني في تركيز في هدوء براجع حساباتي في اخطاء من خالد متولي يعني انا في اخطاء مني انا شخصيا في اخطاء مني انا اخطات عندك الحقيقه يعني ثقافه رياضيه وكرويه محترمه جدا يا كابتن الله يخليك مفتقدينها بنسبه كبيره قوي في المجال لا اصلي بص فكره شجاعه الاعتراف ان في اخطاء من عندي وانه المجلس ما قصرش معايا طبعا وان في ظروف عارف تشخصها بشكل لا عملي لاني انا حضرتك ده ناس كتير قوي ما بتتكلمش باللغه لا لا انا حضرتك عايشها قوي يعني انا عايشها قوي يعني عارف وتدرجت ومسكت فرق درجه اولى ومسكت فرق درجه ثانيه ومسكت قطاع شباب وقطاع ناشئين فحضرتك يعني عارف لا عندي يعني الحمد لله رب العالمين وعندي قناعه وعندي ايمان بالله سبحانه وتعالى طب اخد منك سبق بقى للبرنامج خلينا نعمل سؤال فيه ضغط شويه يا كابتن خالد اتفضل عايز اعرف خطا من الاخطاء دي بتعترف بيه على الهواء تقول انا غلطت فنيا في كذا كمدير فني انا عملت ده وبعترف انه كان وجهه نظر فنيه خاطئه لا انا برضو كان لازم يكون في تروي في اختيار الجهاز اللي معايا يعني في ناس محترمه جدا في الجهاز ولكن برضو كان ايه كان في لازم هدوء شويه في الاختيار برضو من ضمن انا صراحتي مع نفسي يعني بطبيعتي برضو لازم انا كان في بدايات كان في حاجات كنت المفروض اعملها ولكن انا بحكمي اني انا في المنظومه المحترمه دي تغاضيت عن بعض الاشياء في سبيل وجودي في هذا المكان المحترم اشياء كانت ضروريه للنجاح طبعا ففي بس دي بحتفظ بيها لنفسي لكن انا دي حطيتها في النوتة بتاعتي طب من غير ما نذكر اسماء حتى لا نتسبب في حساسية لاي لاعب او لاي مدرب او اي حد من الجهاز لو قلنا عنصر انا شايف انك متأثر جدا واضح انك متأثر وحزين جدا انك بتحب النادي ده جدا والكيان ده وحابب انك كنت تنجح معاه مع النادي فواضح انك متأثر جدا ان التجربة كلها ما نجحتش لسبب او اخر يعني بس قول لنا في عنصر ما كنت لازم اتمسك بعنصر من عناصر النجاح ما توفرش ليا وخطئي كمدير فني اني ما تمسكتش بوجود العنصر ده لا هو مش عنصر عامل من عامل لا هو مش عنصر انت لما بتيجي بتختار برضو بتيجي بتشكل جهاز الجهاز لازم يكون متكامل يعني الجهاز كله لازم يكون متكامل فممكن انت بس لحضرتك ايه يعني بتبقى التوقيت يعني لازم يعني التوقيت لما انا كلفت فلازم ابني الجهاز بتاعي عشان اشتغل وبعدين كان في ظروف عندنا في النادي فلازم انا اتواجد واخد بال حضرتك فابتدينا نشتغل ويمكن في البدايه احنا نجحنا لكن ممكن انت حضرتك برضو في البدايه ممكن تنجح
عشان في بوش وفي دفعه في روح جديده لكن انت لما بتيجي بتبص على المدى اخبالك انت النجاح ده لازم يكون في استمراريه وتناغم بين العناصر الموجوده معاك بالظبط. لا هو بص حضرتك انت كنت هل فرضت عليك مش هقول فرضت لا 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 هل لا. تم وضع عناصر للكابتن خالد النادي كان له رؤيه ان العناصر دي معاك في الجهاز وما حاولتش بقى تفتح انا بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه انا عايز اقول لحضرتك على حاجه انا برضو ايه انا ايه بحترم كل الناس بحترم كل الناس وبحترم افكار وقدرات كل الناس لكن ممكن افكار وقدرات كل الناس ما تتناسبش معك مع فكرك هي دي مش متناغمه معاك في اسلوب العمل ما ده مش انتقاص من قدر حد ممكن يبقى حد كويس جدا وممكن يكون احسن مني بس اسلوبه مع كابتن خالد مش ماشيين مع بعض لكن الفكر اخبار حضرتك ما تلقاش يعني كابتن خالد لم يشكل الجهاز بالكامل كما اراد يعني لا انا شكلته لا 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 بامانه انا شكلته لا لا, لا لا انا شكلته بس عايز اقول لحضرتك ايه اني انا كان في سرعه في التشكيل فده اللي انا خلاص انا اخدت درس عالي جدا ودي من يعني مثلا استجبت المطلب ان مطلوب منك خلال اسبوع مثلا تقدم خلال نهايه الدوري فطبعا ابتدينا ما خدتش وقتك في اختيار بالزبط. العناصر فكان ممكن اضافات بعض العناصر اللي كانت هتضيف تعمل فارق كبير طبعا ده اكيد فهو ده اللي فرق. طب خلينا نقول ده تجربه مهمه لاي نادي في مصر، ايه الحاجات اللي ممكن الجهاز الفني المعاون لاي مدير فني تعمل فرق فيها مع المدير الفني؟ لو اتفقنا ان في مدير فني عبقري، ايه الحاجات اللي ممكن تسبب له اخفاق لو جهازه ما عندوش القدرات المشابهه له، ولو جهازه مميز جدا هتضيف لشغله؟ انت حضرتك لما انت كانسان ليك عينين لما بيكون ليك 8 عيون احسن ما يكون ليك عينين. صح. هي دي مفيش سلبيه هتعدي على الجهاز، كل الناس هتلاحظ. بالاضافه الى لازم تكون في صراحه مطلقه ما بين كل الناس، الصراحه المطلقه هي اساس النجاح حتى لو هتزعلك. يعني مثلا مدرب عام ما يخجلش او يخاف ان له رؤيه فنيه مختلفه عن المدير الفني فيجامله يقول له تمام. يمكن انا بطبيعتي الصراحه والوضوح حتى في حياتي، يعني انا طبيعتي الصراحه والوضوح. يعني هل كنت تتمنى في بعض المواقف ان الجهاز المعاون يراجعك في بعض الامور ويقول لك رايه فيها لو مختلفه مع رايك؟ لا، وكان في اختلاف كان في اختلاف، بس ايه بص حضرتك ايه بس بتختلف الشخصيات يعني بتختلف الشخصيات، في خلاف لكن بتختلف الشخصيات. انا من نوعيه شخصيه قويه واخد بال حضرتك، فممكن ايه يعني ممكن بتبقى تكير من خالد واخد بالك، ولكن انا لا يعني حاجات كتيره جدا واخد بال حضرتك مش عايز اخوض فيها. يعني مدير فني شخصيته قويه بتبقى فرض شخصيتك بالكامل لازم اصل لازم. هل ده كان بيؤدي لبعض التخوف من عناصر مساعده في الجهاز مع كابتن خالد انها مش عارفه تقول رايها بصراحه، عندهم حذر مبالغ فيه شويه انهم يتكلموا معاك بصراحه في امور فنيه؟ والله احنا عايزين نقفل الموضوع ده. لا هنقفله والله. لا ما انا بقول لك لكن يعني هل كان اللي انا عايز اقوله ممكن تقول انك كنت تتمنى منهم الاوراق تبقى مفتوحه اكتر وانتم بتتكلموا؟ لا انا كنت اتمنى التعاون اكتر من كده. مفهوم. لكن بنختلف لكن كنت اتمنى التعاون يكون اكتر من كده. ليه؟ لان انبي ليه حق علينا. فبالتالي لازم نقدم، يبقى في تيم ورك اكتر، يبقى روح لازم نقدم لانبي كل ما فوق. بس اللي انا عايز اقوله بحكم الناس كلها، انا اخلصت الحمد لله بفضل الله تعالى، تعبت جدا ما يعني سهرت بقيت اخطط بقيت اشتغل على كل السلبيات علشان اطور من اداء التيم. بفضل الله تعالى الاداء كان محترم واخد بال حضرتك، بس كان عندك قصور دفاعي، حراسه مرمى مشكله مش جيده فرقت معاك يعني حضرتك. بس في مواقف في بعض المواقف بتيجي عليك مع حراس خبره ومدافعين على اعلى مستوى لا بتبقى في بتنتهي الهجمه لا بتنتهي الهجمه هنا لكن ما تنتهيش الهجمه جوه الجول. فهو ده اللي كان فرق معنا، لكن مواقف كتير جدا يعني خد بال حضرتك. يعني وبعدين الاخطاء عندك بعض نقاط الضعف في الفريق مؤثره بالظبط. فعشان كده انا بنصح علي ماهر وانا كاتب تقرير، انا بنصح علي ماهر لازم تدعيم الفريق على الاقل 3 عناصر على اعلى مستوى في عمق الملعب كمدافعين، واحد بلاي ميكر او مش بلاي ميكر، مفيش في الكره اسمها بلاي ميكر دلوقتي، لكن في راجل بيتحكم في الريتم
في رتم التيم، لعيب في نص الملعب اللي عاده بيبقى في منتصف الملعب في الثلاثه اللي بيلعبوا وسط مهاجم، ده بيتحكم في رتم التيم، امتى سرع الرتم، امتى قلل الرتم، واخد بال حضرتك؟ ده مهم جدا يا حضرتك، اللي هو العازف يعني، انت واخد بال حضرتك؟ هو ده المايسترو بتاع الفريق بالزبط. اللي بيوزع الملعب يعني، وهداف يترجم. لكن امبي تيم عناصر محترمه جدا، ضفنا عودة مارشال لعيب كبير يعني، انا اللي جايبه بفضل الله تعالى، لعيب كبير عنده سرعات مهاره، ولكن مش بص بتاعه مش سترايكر، لكن بيلعب تحت سترايكر. لو جبت سترايكر مع عودة مارشال، مع عودة بكر، مع عماد فتحي، طورت من ادائه، واخد بال حضرتك؟ عبد الرحمن عامر في نص الملعب، وعالجت المشكلات بعناصر جديده اللي قلت انها موجوده، سواء لدرجه مركز العرض فين بالظبط. انا لدرجه ان حضرتك انا في المشاكل الدفاعيه، خد بالك، بقيت العب باسلوب 3 4 2 1 عشان اقفل العمق، ان في مشكله طبعا. مع انت لازم تفكر، ما هو انت كمدير فني واخد بالك، لازم تقعد مع نفسك وتحل المشكله موجوده، لازم تحل. طب احنا عايزين ننتقل اولا، نتمنى تكون التجربه الجايه سواء طبعا ان شاء الله باذن الله في اي موقع تكون موفقه يا كابتن خالد، وبشكرك على صراحتك. احنا بنتكلم ان في اخطاء او اسباب للاخفاق شايفها من وجهه نظرك خارجه عن ارادتك، واسباب اخرى تتعلق باختيارات لك كمدير فني او مسؤوليتك الشخصيه عنها، ودي صراحه يعني طبعا بنحترمها في كلامك. عندنا مشكلات موجوده في الدفاع في مصر في الاهداف. تمام. لسه الفرق فكره الدفاع المساكين 4-3-3 4-2-3-1 كل ماتش فيها مشكله لسه عند المدافع المصري، عشان سرعات المدافعين، التفاهم، هل فيهم واحد قادر يعمل كنترول، عنده مهارات كوره اعلى من الثاني ولا لا، ولا الاثنين مساكين بيفكروا بنفس الطريقه اللي هي قوه والتحامات، فما فيهمش العقل المفكر في الاثنين، فبيبقى دفاعات الانديه بتتكشف بحاجات سهله جدا. ايه الازمه وليه مش قادرين نلعب الانديه بفكره ثلاثه بليبرو، رغم ان انجح الفترات لعدد كبير من الانديه والمنتخبنا الوطني في فترات كبيره جدا كان ساعات بيلعب بليبرو اثنين مساكين. 3 4 3 دي فتره النادي الاهلي اشتغل بيها وعمل نتائج غير مسبوقه في تاريخه كله. تمام. ليه ما بنلعبش كده؟ لا اصل حضرتك ايه، ليه ما بنلعبش او ليه نلعب؟ طالما انت جبت مسؤول فني واخد بال حضرتك؟ لا انا بتكلم بشكل عام، فكره هل المدافع المصري سواء في المنتخب او في الانديه، ما بتكلمش عن ما انا بقول لحضرتك، دي قادر انه يؤدي بشكل الافضل وهم اثنين مساكين بس، ولا بتشوف ان الاداء بيبقى افضل لو وراهم ليبرو بس؟ بتكون لازم تكون في مميزات وسمات، القوه والسرعه دي اهم حاجه في اللعب، وخاصه في السرد باكين، القوه والسرعه طبعا، بيكون عنده مهاره التسليم والاستلام دي مهمه جدا، ولكن القوه والسرعه بتشتغل لازم من قطاع الشباب او قطاع الناشئين، لازم بتشتغل. ما هي انا بقول لحضرتك برضو كم يعني كمالة لكلامي، ان اللعيب اللي بيبطل لازم يشتغل فتره. انا يعني اللعيبه النجوم طبعا عايز ابقى مدير فني، ومدير فني فريق اول، ما ينفعش. اسم كبير لكن مش شرط يعني، يمكن ربنا يديله الصحه ويشفيه ويعفو عنه كابتن محمود الخطيب، خير من انجبت الكره المصريه تمام ويرجعه بالسلامه. ما بقاش مدير فني لكن رئيس نادي، واخد بال حضرتك؟ يعني يبقى الكابتن الخطيب يمسك مدير فني منتخب مصر. يعني قصدك ان ما فيش علاقه مباشره ان اللاعب المتميز قوي مش بالضروره يبقى مدير فني على طبعا أرمستر. طبعا واخد بال حضرتك؟ يمكن في لاعيبه ومدافعين ما عندناش مثال اكبر من مارادونا، اعظم موهبه جت في تاريخ الكره في العالم اعتقد كده يعني، حتى الناس بتقول ده رغم ميسي ورغم كريستيانو ورغم بيليه، في ناس بتقول اعظم من لمس كره القدم بالظبط كده. ما انا بقول لحضرتك اعتقد ان تجربته التدريبيه يعني مطالعه جدا. ما انا بقول لحضرتك خد بالك كده، وفي مدافعين واخد بال حضرتك، مدافعين يعني مدافعين وبقوا احسن مدربين. انا عايز اقول لحضرتك دي لازم، ده مش بالتبعيه يعني مفهوم، احنا المفهوم عندنا ده صعب، دي حاجه. الحاجه الثانيه اني انا اخبرك لازم اشتغل، لازم ابني من قطاع الناشئين مدربين على اعلى مستوى بكفاءات عاليه، بعمليه تطوير في الجديد دايما، في الجديد في اسلوب التدريب واخد بال حضرتك، ولازم متابعه على اساس ان انا بطلع النشأ ده. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ده كان في حاجات يمكن بنعمل تكتيك او بتعمل شغل التيك اوفر واخد بال حضرتك، ساعات لعيبه درجه اولى بتخبط في بعض، يعني لعيب درجه اولى في التيك اوفر واخد بالك، انك تيك اوفر عشان تخلق مساحه بيخبطوا في بعض، لعيب وصل لاعلى مرحله بيلعب دوري ممتاز، المفروض ان هو من 10 سنين يتعلم فكره ثقافه الحركه بعد سنين طبعا. واخد بالك الاسلوب الخططي، وخاصه ان طول ما انت صغير
يمكن دماغك يعني هاديه شويه تستوعب ده. بقى بيرجع بقى لسنين فاتت والمدرب اللي كان معاه في المرحله دي هتطلع كان مهتم ولا لا واشتغل صح ولا لا. لكن طول ما انت بتشتغل بالقاعده صح وبتوسع القاعده خد بالك بتطور في القاعده بتفرخ وبتطلع لعيب جاهز مستوى على اعلى مستوى هيطلع لك فوق في الدرجه الاولى او في الدوري الممتاز على اعلى مستوى سواء بدنيا سواء فنيا او ثقافته في الملعب انه يقبل التكليف والثقافه كمان واخد بال حضرتك. يعني زمان كان الكباتن يمكن احنا اتمرنا مع انا اتمرنت هنا مع كابتن عمرو ابو المجد ربنا يديله الصحه الله يرحمه مع كابتن عوضين واخد بال حضرتك واحنا صغيرين تمام. لما رحت نادي الزمالك طبعا مع العظماء الكابتن حماده الشرقاوي الله يرحمه كابتن علي شرف فحضرتك لا اتمرنا مع نوعيات كانوا بيعلمونا الاخلاقيات والسلوكيات وقبل حتى ثقافتك في التدريب ثقافتك في اللعب ثقافتك في المعامله. كمان كمدرب فنيا مؤهل عشان يعلمك حاجه ما فقد شيء لا يعطيه طبعا ولا وبعدين بتعمل تكتيك مثلا معين بتحفظه وبتشتغل عليه تقدر تطور من نفسك في مرونه واخد بال حضرتك. ممكن زي ما انت هتقول 3 4 3 ممكن اقلبها ل 4 4 2 ممكن اقلبها ل 4 3 3 في نفس الجيم في نفس المباراه في نفس الجيم حسب ظروف الوقت وانا متفوق عندك الوعي الخططي والوعي الفكري اللي بتقدر تشتغل فاللاعب يساعد المدير الفني انه ينفذ ده تمام. لكن دلوقتي حضرتك انا بالك باجي بلعب وكده ومش عارف ايه الاصابات في تدريب خاطئ بيؤدي الاصابات تمام في مراكز معينه يعني عايز اقول يعني مش عايز اقول في مواقف سهله جدا اللعيب ممكن يعني مثلا هتيجي هترقصه في الجنب اليمين او الجنب الشمال عنده اصابه فيسيبك لان لو عمل كده دي فبيسيبك ما عندوش المرونه ما عندوش الباور نفسه طبعا. لازم اللعيب يشتغل على نفسه بمدرب مؤهل تمام عشان يطلع ويفرخ مجموعه محترمه جدا سواء بقى مخطط الاحمال البدنيه للفريق او الفريق الطبي او كل الكوادر وهتدي ده امتى وهتدي ده امتى وكل ده له تاثير على المنتج النهائي على شكل الفريق والنتائج بالظبط كده طبعا. خد بال حضرتك يعني احنا يمكن عندنا في انبي لا في منظومه محترمه اكيد في النادي الاهلي في منظومه محترمه. طب خلينا ننتقل للحديث عن النادي الاهلي مش معقول تبقى معانا على شاشه قناه الاهلي النهارده وما نتكلمش عن الفريق سواء التجربه بعض المشكلات اللي حصلت في النتائج والشكل الفني في الفتره اللي فاتت تحرك النادي حاليا اعلان كابتن محمود الخطيب عن ما اطلق عليه اعاده بناء فريق الكوره تحركات من النادي الكوادر الموجوده لاتمام اكبر واكثر تميزا اكبر قدر يعني من التعاقدات المسموح بها وفقا للاماكن المتاحه في القائمه وانها تكون عناصر مؤثره. شايف ازاي التحرك اللي اعلن عنه النادي الاهلي سواء باتمام صفقات بدات بمحمد محمود لاعب وادي دجله او الاعلان كمان انه خلال ايام قليله هيعلن اسم مدير فني متميز جدا لتولي مهمه الفريق؟ والله طبعا بنتمنى طبعا للنادي الاهلي لان النادي الاهلي ده كبير يعني نادي احنا كلنا بنحترمه وبنحترم طبعا المنظومه سواء من مجلس الاداره لجميع اعضاء مجلس الاداره للجميع قطاع الناشئين وقطاع الاشبال وقطاع الشباب والدرجه الاولى ولكن طبعا كلنا طبعا كنا طبعا يعني في حزن على اداء النادي الاهلي خلال المرحله اللي فاتت في حزن وفي ملاحظات في حزن وفي ملاحظات هم الاثنين مرتبطين ببعض بس يعني انا يمكن انا بس صريح شويه يمكن محمد يوسف برده جه لعب عندنا في انبي وانا دربته واشتغل معانا برضه من المحطات الاخيره في حياته طبعا. كلاعب واشتغل كبير معانا من لعيب الكره في مصر واشتغل معانا كمان مع الكابتن طه بصري واشتغلت انا وهو هاني رمزي في الفريق في علاقه صداقه وزماله مع لا لا محمد جميل شخصيه جميله ومحترمه وانا بحبه برضه على المستوى الحقيقه له بصمه انه في سن صغير وبعد سنوات قليله من عمله في التدريب كان له تجربه انه تولى المهمه كمدير فني وفي ظروف معينه خليته هو يكمل المسيره وحصل على بطوله افريقيا يعني له بصمات. محمد شاطر انا بكلمك بامانه محمد يوسف شاطر ذكي يعني كمان في تجاوبه مع اللعيبه محمد شخصيه جميله يعني بتمنى له التوفيق طبعا يعني لكن اللي انا عايز اقوله يمكن انا دردشت مع محمد طبعا النادي الاهلي طبعا اكبر من اي حاجه انا كان عندي يعني معلش انا بتكلم بوضوح كان عندي برضو قوسين بالنسبه للمدير الفني لان انا لعبت المدير الفني هو كان ماسك وادي دجله هو عنده سي في ما شاء الله محترمه جدا ولكن انا كخالد كان عندي كومنت شخصي على ما كنتش مقتنع انا بتكلم بوضوح لما جيت حضرتك بالك هو اشتغل طبعا انا بتكلم من خلال شغله في وادي دجله وكده انت هو اشتغل مشيت مازيمبي
مش كده برضه؟ خد بطولة افريقيا مع مازيمبي. تمام، انت عارف حضرتك في مازيمبي وكده في الانديه دي وكده، انت عارف حضرتك بياخدوا البطولات ازاي؟ يعني احنا مش عايزين ايه نخوض، واخد بالك؟ بيبقى طبعا بيبقى في عوامل خارجيه بتساعد الانديه دي انها بتتخطى ادوار كتير. احنا مش عايزين ناخد انا بس مش يعني حضرتك اتكلم بحريه كامله، انا بس مش هعرف احلل الجزء ده معاك قوي لاني بيبقى مرتبط عندي الكلام ده بواقعة معينه في مباراه معينه لاي نادي ما حصلش الحقه فيها، فخليني همسك في الجزئيه او هتمسك اكتر بالحديث عن الجزئيه بتاعت انك مش مقتنع فنيا. خلينا نقول من خلال تجربته مع عادي يعني عشان يبقى الكلام واضح للناس. لا طبعا يعني مش يعني طبعا راجل له سي في وله كل احترام وكده، بس انا كخالد يعني انا شخصي انا ممكن اكون انا يعني ال 100 مليون مقتنعين ممكن انا اكون واحد، فانا مش هفرق. ناس كتير مش مقتنعين. لا انا مش هفرق يعني واخد بالك، بس انا بتكلم من قناعتي الشخصيه. ادارته لما كنت انا ماسك ام بي وهو كان ماسك وادي دجله واخد بالك حضرتك، ولعبته في كاس مصر ف يعني وانا بلعبه طبعا انت بتفكر ومدرب بيفكر، بتحس في جيم بين الاجهزه الفنيه، بتحس بفكر المدرب في تغييراته في ادائه في شغله وكده. ما تعبنيش يعني فاهم حضرتك، فابتديت انا اسيطر عليه والحمد لله طلعت ان انا متقدم عليه 3 واخد بال حضرتك في كاس مصر. فكان حكمي من خلال يمكن مواقف معينه في خلال الجيم، فحتى انا قلت ما حسيتش ان في مفاجآت. لا 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 وكانت عادي، كان هو اللي تابعته في اداء وكان الماتش بالنسبه لي في سهوله تحت تكليفه طبعا او تحت قيادته، هو نفس الاسلوب اللي لقيته في المباراه. وكان الماتش كان المباراه كانت يعني مستر كارتيرون راجل شخصيه محترمه، انا ما اتعاملتش معاه ما اقدرش اتكلم على اي حاجه، يعني ما اعتقدش ان هو النادي الاهلي، يعني انا ما كنتش اعتقد ان مستر لا مش هو النادي الاهلي، النادي الاهلي كبير. لا وده قاله الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت، قال راي متفق معاك تماما، كان معايا في حلقه الاسبوع اللي فات. انا بتكلم وقال وكمان النادي الاهلي كمان كابتن خالد، اعتقد انك عندك المعرفه بتاريخ النادي الاهلي انه قلما يقوم بقرار لتغيير جهاز فني او مدير فني طبعا خلال موسم طبعا، لانه ده بيبقى معناه انه في حاجه ملفته قوي، في قصور ملفت قوي ما يحتملش التاجيل. النادي الاهلي عاده بيدي المساحه وبيدي الثقه وبينتظر ودايما بيقول اغير في الفترات بين موسم واخر واكلف او اطرح الثقه في مدير فني جديد، لكن المره دي واضح ان المجلس شاف او المسؤولين انه الامر ما يحتملش. وهو لو, لو 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 طبعا كلامك مش مستغرب بالنسبه لاراء كتير قوي، واكيد وقرار مجلس اداره النادي الاهلي لو مش شايف كده فعلا زي ما حضرتك ما كانش عمل تغيير، فكان ممكن عمل اضافات للجهاز مع الطب مع القياده الفنيه للمستر كارتيرون، لكن اكيد في حاجه يعني انت واخد بال حضرتك. فحتى النادي الاهلي هو بس علل سقف التفاؤل بيه اول ما تولى المهمه، لان كابتن حسام البدري في اخر فتره له هو بيسلم المهمه كان الاهلي متذيل مجموعته وكانت النتائج وحشه جدا في دوري المجموعات، رجع كارترون اللي خلى يعني الطموحات تزيد بشان امكاناته كمدير فني وامكانات وقدرات الفريق مع مساره في البطوله الافريقيه، انه عدل الاوضاع بسرعه وبقى في صداره المجموعه وكمل في المنافسه رغم ان الناس كانت متخوفه جدا من موقفنا في المجموعه وهو بيتولى المسؤوليه. لكن بعد كده ظهرت الاراء كلها اللي تتفق على ان الاداء مش لا النادي الاهلي بعناصره زي ما قلت في مخزون، المخزون ده كان يمكن كان في عدم توفيق لكابتن حسام البدري تمام، لكن المخزون موجود. فلما تبص حضرتك اي تجديد بيبقى فيه ادفانسد يعني فيه تقدم، اي تجديد في اي حاجه يعني بقول لك ايه الغربال الجديد ليه شده دايما، ان دايما جهاز فني جديد بيبقى فيه روح جديده وفي استنفار كده بالظبط، في استنفار لان في رؤيه جديده، لكن مع الوقت تقدر تقيم بتقيم. بقى الشغل ده مبني على فعلا التطور ده، الله ينور روح عليك. بس الجهاز الجديد والتجديد في الفريق ولا ان الناس بتشتغل صح؟ بص وشوفها يمكن او يعني اعمل باك جراوند لكل الحاجات، كل تغيير بيبقى ليه شده بعد فتره بتشوف بقى النجاح بقى مستمر ولا بتلمس ده بايدك واخد بال حضرتك، بتلمس ده بتشوف الشغل نتائجه ايه، بتشوف الشغل. فطبعا الراجل جه في تغيير، في جهاز جديد، في مجلس اداره من اللاعبين، انطلاقه في روح، في انطلاقه، في طموح لحاجه معينه، فده ادى للتعديل اللي حصل في الموقف، ادى للكيرف واخد بال حضرتك. بس لا مش هو ده الصح، لا الصح حاجات كتير تحت. طيب هل كلامك كمان يا كابتن خالد معناه ان النادي الاهلي عنده مخزون من اللاعبين بعيدا عن اتمام او عدم اتمام صفقات جديده، ان في كوادر موجوده مميزه مش مستغله في النادي الاهلي؟ انا طبعا رايك انا كده؟ انا وجهه نظري يعني انا فهمت ده حضرتك كلامك. فين صالح جمعه؟ صالح جمعه ده فنان، يعني انا بتكلم انا دربته، ده ابني.
صالح جمعه ده فنان. اخطا كتير. النادي الاهلي مدرسه وتربيه لكل الناس، واخد بالك؟ اللي بيخش في منظومه النادي الاهلي اكيد بيمشي في المنظومه المحترمه. لا ده انا لازم اقومه عشان اخد منه. قصدك الموهبه زي دي اقومها واحتضنها واستفيد بقدراتها في الملعب؟ قدراتها شايف انه يعمل فرق؟ طبعا طبعا. عايز اقول لحضرتك الحاجه، يعني يمكن قالوا ايه، كان ابو تريكه قالوا عبد الله السعيد. انا من وجهه نظري صالح جمعه. صالح جمعه ده كنز. كنز صالح جمعه. رؤيه صالح جمعه برجله الشمال. هل هي مسؤوليه اجهزته الفنيه والمسؤولين في النادي اللي بيمثلوا بس طبعًا، ولا في عبء على اللاعب نفسه كلاعب محترف؟ طبعا لا، انا اقول لحضرتك لا لازم. ما انا ممكن اجتهد مع لاعب وهو ما بيستجبش. ما انا لازم اعمل معاه كل المحاولات اكيد طبعا. يعني هم انا لا، انا بسال عشان اعرف بتفكر ازاي. انا حضرتك برضو علشان برضو ايه، عشان اكون ايه مسؤول على كلامي. انا بتكلم من القشره اللي فوق، انا ما اعرفش اللي تحت. انا بتكلم من اللي فوق ان القصور جاي منين. بتكلم ان هو امكاناته تسمح انه يبقى لعيب كبير قوي. بالظبط. لكن لو هو مقصر في حق نفسه والناس كل ما في وسعهم عملوه في دي قضيته. يعني من خارج المشهد بتقوله وانت لا تعلم تفاصيل يا كابتن خالد، اتمنى انه صالح جمعه يستجيب ويجتهد الفتره الجايه، وان النادي يديله افضل فرصه ممكنه في طبعا الفترة الجاية. صلاح محسن. صلاح محسن. انا مش بتكلم عشان دول جايين من انبي، لا. انا بتكلم كقدرات. الكابابيلتيز بتاعت اللعيبه دي عاليه جدا. انا ما انا بقول لحضرتك انت، يعني احنا اتعلمنا كده، اتعلمنا في الكوره ان لعيب عنده قوه وعنده سرعه، واخد بالك، مع بيستلم ويسلم هتصنفر فيه، هتديله. صلاح محسن سرعه، مهاره، بيلعب بدماغه، رؤيه جيده للملعب، بيلعب بدماغه، بيلعب بدماغه، بيجيب جول، بيجيب جول. لا لعيب متكامل، لعيب واضح انه امكانياته عاليه. مش بشماله بيجيب بشماله. طب انت عايز ايه من الفيرود غير كده؟ واخد بالك؟ لا، انه ميزه كمان ان عنده امكانات الفيرود وعنده امكانات لاعب الوسط المهاجم، انه ممكن يلعب تحت بس الفراولة. في الحته دي اديني 10 من 10، في الحته دي 7 من 10. فطبعا الجهاز هو اللي ادرى بكل حاجه. بس انا طيب بكلمك قبل ما نختم حوارنا كمان، ما دام اتكلمت عن لاعبين بالاسم، لان طول الوقت في حوار في الشارع المصري عن احمد الشيخ. احمد الشيخ انا من الناس اللي بتشوف انه لاعب امكاناته لا محدوده، وانه ممكن يبقى من ابرز نجوم الكوره في تاريخ مصر. ده اللي انا شايفه تقدير انا المتواضع كده. شايف احمد شيخ ازاي؟ وفكره ان في ناس بتقول لا ما قدمش المتوقع، ناس بتقول انه ممكن يكسر الدنيا. ممكن يكسر الدنيا. انا سعيد جدا ان محمد يوسف مصر بدا يعتمد عليه ويثق فيه وديله. انا سعيد جدا لان احمد الشيخ فين المواهب؟ المواهب متكامل يعني. لا فين الموهبه؟ انا مش عشان جاب جول، لا. فين الراجل اللي هو بيمسك بيصنع كوره من الجنب اليمين؟ واخد بالك؟ فين الراجل اللي بيحط لك تشيب باس وانت رايح للجول؟ فين الراجل اللي بيخترق؟ لا احمد الشيخ لعيب على مستوى عالي جدا. يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني اللعيب لما كان في المقصه هداف دوري، واخد بالك، وراح منتخب مصر، يجي النادي الاهلي يقعد على امال النادي الاهلي جايبه ليه؟ يعني انا او نادي سين جايبه ليه؟ عشان هو دي متميز ونتائجه عامله كده. هو جايب صلاح محسن النادي الاهلي من انبي ليه؟ عشان هداف صغير في السن. هو جاب فلان من نادي فلان عشان ايه؟ انت واخد بالك؟ جاب وائل جمعه من المحله ليه؟ كان متالق علشان عنده قوه وكده، وراجل احسن مدافع في افريقيا. ما هي دي الرؤيه، احسن مدافع في تاريخ مصر وفي تاريخ مصر. يعني الاداء كان وصل لمرحله انه الكل قال انه افضل مساك في تاريخ مصر. واخد بال حضرتك؟ يعني طبعا الراجل قوي، بيلعب بجديه، تركيز 100%. احنا مشكلتنا هنا، واخد بال حضرتك، ثقافه اللعيب وتركيز اللعيب خلال ال 90 دقيقه. احنا دايما بنقول ايه حضرتك، انا او انت او اي لعيب او اي واحد في الدنيا، كلنا عندنا مشاكل. اللي انا اتعلمته ان انت وانت جاي من بيتك للنادي، حط مشاكلك على باب النادي، خش اشتغل. طيب وانت خارج خد مشاكلك واشتغل فيها. طيب قبل ما نختتم الحوار، سؤال اخير كابتن خالد، ايه اللي حابب تقوله للمسؤولين في النادي الاهلي عن الفتره الجديده، ان في روح جديده في النادي، ان الكل بيتكلم عن نقفل صفحه الاخفاقات او اي مشكلات مرينا بيها فنيا او في النتائج في الفتره اللي فاتت، ونشتغل على اللي جاي، وانه في حاله تفاؤل بان اللي جاي افضل، سواء باضافات جديده او استفاده بقدرات لاعبين بيمثلوا كنز في النادي الاهلي. حضرتك قلت انه غير مستغل في الفتره اللي فاتت، وممكن يغيروا شكل الفريق ونتائج تماما، واهتمام مجلس الاداره كمان باتمام تعاقدات مميزه على مستوى الاسم اللي هيتولى مهمه المدير الفني او الصفقات الجديده. شايف الحاله كلها ازاي؟ والله انا شايف طبعا الحاله ان داخله في لب المشكله، طبعا بالكابتن محمود الخطيب، طبعا باضافات طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ بخبرته، وانا عرفت ان طبعا كابتن سيد عمل ملف كبير جدا، واخد بال حضرتك، وهو طبعا
أدرى طبعا مننا طبعا. والأكيد في ده كمان إن النادي الأهلي جدير إن هو طبعا يحل المشكلة دي بسرعة، لأن النادي الأهلي رمز للكرة المصرية والكرة الأفريقية زي نادي الزمالك زي نادي الإسماعيلي. فأنا طبعا بتمنى في خلال المرحلة اللي جاية إن النادي الأهلي أكيد طبعا حط إيده على نقاط الضعف وحط إيده على المشاكل الرئيسية اللي هي بإذن الله إن شاء الله هتبقى في ظهره، وإن شاء الله هينطلق خلال المرحلة اللي جاية سواء في تحقيق طبعا إنجازات محلية وإنجازات أفريقية زي ما احنا تعودنا على النادي الأهلي. لأن النادي الأهلي طبعا بقول لحضرتك دي فعلا أكيد النادي الأهلي ده كلية كبيرة وجامعة كبيرة جدا الناس كلها بتستفيد بيها وبتستفيد منها. فأتمنى إن شاء الله بإذن الله مع الجهاز الجديد مع وجود العناصر اللي هي أبناء النادي الأهلي اللي هي بتخاف على النادي الأهلي بتخاف على شعار النادي الأهلي زي ما احنا كل واحد فينا بيخاف على شعار بيته ومكانه، إن هم يخلصوا في المكان دوت يشتغلوا بكفاءة عالية جدا بكل مصداقية وصراحة لإعادة النادي الأهلي ووجود النادي الأهلي والمنافسة على لقب الدوري الموسم ده. طبعا في منافسة كبيرة جدا ما بين طبعا نادي الزمالك، طبعا النادي الأهلي عنده مؤجلات ولسه بالأرقام بعيد لأن عنده مباريات كثيرة مؤجلة، وفي ناس ذهبت إلى أنه السيناريو اللي شايفينه أن الأهلي هيبقى موقفه صعب جدا في الدوري بعد الهزيمة أمام المقاولين، الكرة ما فيهاش مستحيل، لكن النادي الأهلي طول عمره تجاربه بتقول أنه لسه ده لسه بالنسبه له دي انطلاقه الدوري لسه الكره حضرتك ما فيش مستحيل انت واخد بال حضرتك الهدف والنجاح اساسه خطوه. يعني شايف ان النادي الاهلي راجع بقوه مع التعديلات اللي بتحصل إن شاء الله. مش بس على مستوى البطولات الدوليه لا على مستوى الدوري هذا الموسم كمان ان شاء الله طبعا باذن الله. ونتمنى النادي الاهلي وجميع الانديه ان شاء الله التوفيق وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي راجع طبعا خلال المرحله القريبه جدا. وتمنياتنا بالتوفيق طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي، ونتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق. يعني سعيد جدا بوجودك معنا النهارده وبشكرك على صراحتك في هذا الحوار، وبنتمنى لك التوفيق ان شاء الله في التجربه القادمه في اي مكان تختاره ان شاء الله تكون موفق فيه ونشوف نتائج واداء كمان افضل من الفتره اللي فاتت. كابتن خالد متولي المدير الفني السابق لفريق ام بي بشكرك شكرا جزيلا. شكرا سبحان الله. بشكر ضيفنا الكابتن خالد متولي. ابقوا معنا مشاهدينا، بشكر حضراتكم على المتابعه ونهايه هذا اللقاء، ولكن بعد الفاصل فقراتنا مستمره وحوارات وفقرات متميزه مع فقرتنا الجايه ان شاء الله مع زميل العزيز امير هشام، وصولا الى كمان اخر فقرات البرنامج النهارده وتغطيه الرياضات الاخرى مع الكابتن خالد العوضي. شكرا لحضراتكم. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان بعد الفقرة الأولى المميزة جدا مع أستاذ محمد الجندي اللي كان معاه فيها طبعا كابتن خالد متولي المدير الفني السابق لفريق إم بي. لسه مستمرين معاكم في بعض الفقرات الخاصة بحالة الأهلي ليلة النهاردة. في الحقيقة الفقرة اللي هتكون معانا دلوقتي فقرة هامة للغاية، وهي بتدل إن النادي الأهلي مش بيركز بس على الجانب الرياضي أو كرة القدم فقط داخل النادي بمختلف مقراته، لكن النادي الأهلي دايما بيهتم بالجانب الإنشائي ده رقم واحد، وأكيد كمان الجانب الاجتماعي، وده شيء مهم جدا بالنسبه لكل اعضاء النادي الاهلي. فبالتالي النهارده هتكون فقرتنا مهمه من خلال الحديث عن لجنه الطفل بالتحديد داخل النادي الاهلي، واللي بتقوم بصراحه في بدايه مهمتها بدور هام جدا وهو خاص بكيفيه مواجهه التنمر من خلال يوم الجمعه الماضي او امبارح، وكان يوم كبير ومهم جدا في حضور عدد من الشخصيات المهمه جدا سواء الشخصيات العامه او اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بعض نجوم الكره، وكان اليوم ده مخصص لكيفيه وتوعيه الناس في كيفيه مواجهه التنمر من خلال حمله وندوه مهمه جدا تحت عنوان انا ضد التنمر، وده اكيد بيدل على اهتمام النادي الاهلي بالجانب الاجتماعي بجانب طبعا العديد من الجوانب الاخرى. كان بالتالي تحت رعايه مجلس اداره النادي الاهلي وباشراف اللجنه العليا للجان بالنادي وبالتنسيق مع بعض طبعا المؤسسات المهمه جدا الاتحاد المصري للرياضه المدرسيه لجنه الطفل كمان ووزاره التربيه والتعليم ووزاره الشباب والرياضه واتحاد الدراجات واليونيسيف. صراحه كان يوم مهم جدا، بالتالي حدث كان هام وضروري جدا ان احنا نتكلم فيه من خلال حلقه الاهلي النهارده. عشان كده برحب باثنين من الضيوف المهمين جدا، استاذه هاجر مقبول عضو اللجنه العليا للجان بالنادي الاهلي ومشرفه على لجنه الطفل.
وصل. برحب بيكي. اهلا بيك. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله حلو. وايضا دكتوره دينا محسن عضو لجنه الطفل، برحب بيكي، منورانا وشرفانا. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. نروح نشوف تقرير عن اليوم ده وكل ما حدث من خلال ندوه مهمه جدا وماراثون كمان كان اهم مع بدايه اليوم، ونرجع مع بعض نواصل حوارنا مع ضيوف. طبعا جدا من اللي حصل النهارده. يعني هو كنا بنفكر في البدايه خالص ان احنا كان نفسنا نعمل ماراثون جديد، لان النادي الاهلي ما بادرش باي ماراثون عجل قبل كده، وبعدين برده في انتشار حمله انا ضد التنمر احنا كان نفسنا ندخلها النادي. فاحنا حاولنا بقى ان احنا نشوف الموضوع ده دمجناه مع بعض، ان احنا نحاول ان احنا نحارب التنمر بس بطريقه رياضيه وطريقه تثقيفيه وطريقه ترفيهيه، يبقى مع الاطفال بعد كده في الرسم وكده. فالحمد لله الفكره نجحت، والحمد لله كل المؤسسات تعاونت معانا. هي الحمله كانت مع اليونيسف ومجلس الأمومة والطفولة ووزارة التربية والتعليم، وصل معنا في الماراثون بقى وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المدرسي واتحاد الدراجات، فمع كل ده مع النادي الأهلي الحمد لله. يعني كان يوم جميل الحمد لله النهاردة. يعني المردود عالي جدا في الثلاث فروع، من بقى لنا ثلاث أيام إحنا نازلين النادي مع البروشورات اللي توزعت والكلام مع الأعضاء وكده، كل الناس عايزين الحملة تستمر، إن إحنا نبدأ نوديها فرع زايد وفرع مدينة نصر كمان. ناس مبسوطة أصلا للفكرة، لأن كل واحد ما فيش بني آدم في الدنيا ما حصلوش حالة تنمر، سواء في المدرسة في البيت في كل حاجة، فحاسين إن إحنا لمسنا النقطه حساسه عند كل الناس. فالناس حاسه بقى ان هي احنا لا احنا عايزين نيجي، عايزين نسمع، عايزين نسمع، لازم تستمروا معانا، لازم تقولنا زايد، لازم تقولنا مدينه نصر. هنا زعلانين وهنا زعلانين، فاحنا هنحاول ان شاء الله نكمل بقيه الحمله في الفرعين التانيين باذن الله. هي دي حمله بدايه زي الحملات الباقيه كده، فاستكمالا للحملات دي كلها احنا بدانا بالنادي الاهلي بحمله انا ضد التنمر، وان شاء الله هيبقى في حملات تانية كمان كتير هنبدا بيها. احنا في لجنه الطفل تعاوننا كلنا على ان احنا نقدم حاجه جديده خالص النادي عمره ما اتكلم عنها او اتناقش فيها. والتنمر دلوقتي موجود بشكل كبير جدا في المدارس ومع كل الأولاد، وكل الدنيا بتسعى ان هي تعمل حملات ضد التنمر، فده كان واجب علينا ان احنا ندخله النادي ونبدأ فعلا بالتعامل مع وزارة الشباب والرياضة، وبنتعامل مع اليونيسيف ومع جميع الهيئات المتخصصة في الموضوع ودور الأمومة وهيئة الأمومة والطفولة، علشان نعرف ازاي نلم الموضوع من جميع الاتجاهات. وبالفعل حصلت كل الاتفاقات دي، وبالفعل بدأنا النهارده عملنا ماراثون كبير بالتعاون مع كل الجهات اللي انا قلتها، والماراثون استمر لدورتين حول النادي كله. وبعدين عملنا ندوه للتوعيه علشان نعرف اولياء الامور ازاي يتعاملوا مع حالات التنمر وازاي يبقى في رد فعل تجاهها. احنا الحمد لله مردود اليوم بالنسبه لنا 100%، يعني احنا ناجحين بنسبه 100%. لجنه الطفل في اول ايفنت ليها برعايه رئيستها وبرعايه اللجنه العليا اللي جان مستر محمد يوسف والاستاذه نداء داوود، قدمت دور كبير والحمد لله، يعني احنا ناجحين بنسبه 100% في اول ايفنت لينا. هو بدايه اليوم كانت طبعا الماراثون ومشاركه وزير الشباب والرياضه وشباب النادي الاهلي ومجموعه من المدارس شاركوا معنا في الماراثون. احنا طبعا بادئين اليوم ده بنجهز له بقالنا اكتر من اسبوع هنا وفي مدينه نصر وفي زايد، فالحمد لله مردوده حلو قوي عند الناس، وان شاء الله ناجح بوجود الناس معانا وبوجود اعضاء النادي الاهلي. حسنا ان النادي الاهلي طبعا ليه الرياده في اي قضيه بتهم الاطفال بتهم شباب، يعني اي قضيه بنقدر نناقشها جوه النادي الاهلي، وان النادي الاهلي يعني عنده القدره ان هو يبقى ملم باي قضايا تهم الاطفال والشباب ان شاء الله. الحمد لله احنا شغالين في الموضوع ده بقالنا فتره، كنا بننظم له كلنا تيم ورك واحد، عملنا توعيه في الثلاث فروع زايد ومدينه نصر والجزيره. الاعضاء كانت مرحبه جدا بالفكره. لجنه الطفل ده كان اول ايفنت ليها الايفنت ده، طبعا حضرتك شايف عمل صدى كبير جدا بزياره السيد الوزير شباب ورياضه والنائب العامري فاروق واعضائنا كلنا والشباب الجمال اللي طلعوا وعملوا ماراثون جميل. والاجمل بقى الندوه أنا ضد التنمر، ده الشعار بتاعنا، كلنا عايزين نتعلم من الموضوع ده، تنميه افكار ولادنا ان هم زي واجهوا المجتمع لو في حد ضايقهم باي لفظ او اي طلب. طبعا احنا عندنا سكادول، في جدول كبير هنبدا في الفتره الجايه، هتلاقوا كل شويه في ندوه وايفنت
يسبق التاني يعني، ويبقى ليه صدى كبير عن التاني ان شاء الله باذن الله. احنا طبعا ان شاء الله اهم حاجه لينا اولادنا، لان انا اصلا عندي يعني الاهلي ده حاجه كبيره جدا، فاحنا نفسنا نفرح كل الاولاد. والنهارده عندنا ايفين كبير جدا على التلوين، على انا ضد التنمر ولازم كلنا نبقى ضد التنمر. لا احنا حابين نبدا اول ايفنت لينا بنفس الفكره دي، لان حضرتك عارف ان ده دلوقتي توجه الدوله والرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي، فاحنا لازم نمشي في نفس الرينك بتاع دولتنا مصر، ونفسنا الاهلي يبقى في اعلى المراكز ان شاء الله، ونفسنا نفرح الولاد لان هم دول امل مصر. سعادتي الاكبر ان ده اول ايفنت ينظمه الاتحاد المصري للرياضه المدرسيه، وشارك فيه عدد كبير جدا اكتر من 300 طالب وطالبه، بالتعاون طبعا مع النادي الاهلي والاتحاد المصري للدراجات. وكان مشرفنا بالحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وهو مهتم جدا بالرياضه المدرسيه وداعم شديد لينا يعني. أكيد كان تقرير مهم ويوم أهم في كيفية مواجهة التنمر، عشان كده عايز أبتدي أسئلتي النهاردة مع أستاذة هاجر. وفي البداية إزاي تم إنشاء لجنة الطفل أو تواجد لجنة الطفل بالتحديد، وهي خصوصا إن هي كانت متواجدة مع لجنة المرأة، الفكرة جت إزاي ومين كان مصمم عليها؟ الحقيقة زي ما حضرتك قلت هو لجنة الطفل كانت مع لجنة المرأة، بس بما أنه في أنشطة مهمة جدا ممكن يعني نحتاج نفصلها عن لجنة المرأة، فكان طبعا في إصرار من اللجنة العليا أن احنا نفصل لجنة الطفل عن لجنة المرأة عشان نقدر ننظم لها أنشطة مستقلة بيها تخدم الطفل الأهلاوي. تمام. طيب نخش بقى في موضوع التنمر، وعايزك تشرحي لي بس او تشرحي لكل اللي بيشاهدونا دلوقتي ايه هو التنمر عشان الناس تبقى فاهمه بس الجزء. اوكي. التنمر للناس اللي ما تعرفش هو اي سلوك، هو سلوك عدواني بتسبب من خلاله طفل في ايذاء طفل اخر باشكال مختلفه وبشكل مكرر ومتعمد. طبعا ليه اشكال كتيره، ممكن يكون ضرب، تخريب ممتلكات، سخريه. فالحقيقه ان احنا الحمد لله ان انتبهنا في النادي الاهلي ان احنا نتجه لرفع الوعي عند الناس، عند الاباء، عند الامهات، عند المدربين، عن ايه هو التنمر واسبابه وازاي نواجهه وازاي البيت يتعامل مع الطفل اللي بيواجه التنمر، لانه كمان حاجه لا تتفق مع الروح الرياضيه طبعا في النادي الاهلي. كلنا عندنا في محيطنا الطفل اللي بيرجع مش عايز يروح من المدرسه، اللي مش عايز يروح النادي، اللي زمايله بيضربوه ومش عارف يعمل ايه. عندنا برضو الام اللي مش عارفه اقول لابني اللي يضربك اضربه ولا لا، اللي يشتمك اشتمه ولا لا، وهل انا كده باذيه ولا انا يعني بساعده. فطبعا كان لازم نواجه ده من خلال الايفنت بتاعنا. طيب دكتورة دينا، ظاهرة التنمر ظاهرة موجودة في مجتمعنا، وكانت بداية بالنسبة للجنة الطفل بعد قرار طلع من مجلس الإدارة من حوالي 10 أيام أو أسبوعين. الفكرة جت إزاي إن أنتوا تبتدوا بحاجة كبيرة زي دي عشان توعوا الناس بأهمية مواجهة التنمر؟ الفكرة جت إن النادي الأهلي هو يعني النادي الأهلي هو مصنع الأبطال، هو أساس الرياضة في مصر تقريبا وفي العالم العربي أقدر أقول كده. التنمر للأسف بيدمر كل الـ 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 الأهداف اللي احنا أصلا مدخلين ولادنا رياضة عشانها. يعني الرياضة مثلا مفروض أنها طبعا بلس أثرها على الصحة الجسدية، فهي ليها تأثير نفسي قوي جدا. احنا مندخل ولادنا رياضة عشان نزود ثقتهم بنفسهم، عشان نعلمهم إزاي روح المشاركة وروح الفريق، نعلمهم إزاي يقدروا ياخدوا قرارات ويقدروا يواجهوا التحديات في العالم الخارجي. طبعا للاسف شديد التنمر بيدمر كل الحاجات دي، كل الحاجات الايجابيه اللي احنا بنحاول نزرعها في اولادنا من خلال ممارسه الرياضه، التنمر بيدمرها، بيخلي الطفل مايل للعزله، ما عندوش اي رغبه في ممارسه اي نشاط، بيضعف ثقته في نفسه، بيقلل تركيزه. فعشان كده احنا فكرنا بيأثر ازاي على اطفالنا في الرياضه بشكل عام موضوع التنمر ده؟ ما بيبقاش عايز يروح التمرين، لان طبعا التنمر ممكن يعني الطفل يتعرض له من طفل زيه، وممكن للاسف الشديد من الكابتن او من حد صاحب السلطه لو في المدرسه المدرس. عن طريقه التعامل
بس طيب. خلينا ناكد انه ده بيتم ممكن عن عمد او غير عمد. طبعا في كباتن بتبقى بهدف تحفيزي بتحاول ان هو انها يعني تقول يلا شد حيلك انت تخين كده ليه انت ضعيف انت زمايله لو ضحكوا عليه. فالولد ممكن يكون متفوق رياضيا وعنده يعني اساسيات كويسه وبدايه كويسه في الرياضه, ممكن ده ياثر عليه يسبب له احباط وانه مش عايز يشارك ومش عايز يكمل. فالكابتن غصب عنه المجهود اللي هو بيعمله في الرياضه هو بيهده بالناحيه الثانيه في بالتنمر اللي هو بيمارسه سواء يعرف او ما يعرفش. اتفضلي. بس فالطفل بيبدا ان هو مش عايز يروح التمرين او رايح وهو متضايق من المجموعه, كل اللي احنا بنحاول نزرعه فيه خلاص اتدمر. فقررنا ان احنا لازم اول حاجه لازم نغير هنا, نغير التفكير. تمام. ننشر الوعي عن طريق اول حاجه نشر الوعي, لان زي ما هاجر قالت القصه بتحصل ساعات كتيره من غير عمد, يعني بيكونش قاصد ان هو يؤذي الطفل او بيكونش قاصد. ده ساعات التنمر بيحصل من ام لاولادها كمان بيكونش قصده. فلازم اول خطوه نشر الوعي, نعرف الناس ايه هو التنمر وايه اشكاله, بعد كده الموضوع يتدرج بقى. أكيد. يعني في مراحل بعد كده نعرف الناس ايه هو التنمر. طيب نعلم الطفل يتصرف ازاي لو حصل له موقف زي ده. دور الاسره, دور الاسره طبعا ده اساسي. دور الاسره ده اساسي, دور الاسره اساسي في دعم الطفل واساسي في تقويم الطفل اللي بيقوم بعمليه التنمر, لان ساعات الاسره ما بتبقاش واخده بالها ان ابنها بيعمل تنمر. لا ده بيهزر, لا ده مش مشكله ولد بقى, بالذات الموضوع الولاد ده ولد يعني ما يعلي صوته ولا يضايق مش مشكله عشان يبقى راجل. فالحته دي اصلا محتاجه ان هي محتاجه وعي من الطرفين, من اسره الطفل اللي هو معتدى عليه والمعتدي. طب ما هو اكيد طالما في بيكون او لازم يكون في وعي للطرفين سواء اسره الطفل او الطفل, اكيد لازم يكون في وعي كمان للمدربين. طبعا ده طبعا. هل قمتوا بيه ولا لا؟ تمام, ده بالفعل اسمح لي احنا قمنا بيه. احنا طبعا انتبهنا لده في بدايه اول انشطه. حضرتك عارف دي لجنه الطفل زي ما حضرتك قلت, لجنه وليده في النادي الاهلي وجديده. واحنا انتبهنا لده في اول الانشطه, والحقيقه الاداره التنفيذيه ساعدتنا كتير وطلبنا حضور المدربين والاطفال من الفئه الرياضيه. والندوه تمت حاضر فيها دكتور اكرم الزيات من المجلس القومي للطفوله والامومه. وكانت بتستهدف المدربين الاباء الامهات والاطفال من الفرق الرياضيه كويس. عشان يعرفوهم انه انت قد تكون بتمارس التنمر من غير ما تاخد بالك. تأثير ده على الطفل اللي انت بتبنيه, انت بتبنيه رياضيا انت بتهده نفسيا, الولد ممكن ما يرجع لكش تاني وبالتالي انت خسرت بطل. الاباء والامهات ازاي يعرفوا يتعاملوا مع الطفل بيتعرض للتنمر ويحتضنوه وما يتجاهلوش مشكلته, بالعكس ويعرفوا يقولوا له يقول ايه ويواجه ده ازاي عشان يبقى اقوى. فالحقيقه هم شاركوا معنا مدربين طبعا. طيب التنسيق في مشاركه بعض المؤسسات اللي كانت متواجده وابرزها طبعا اليونيسيف خد منكم وقت قد ايه, ونسقتوا ازاي اصلا من البدايه؟ هو زي ما قلنا لحضرتك كده اللجنه جديده, واحنا كنا قعدنا مع اباء وامهات واطفال نجمع منهم افكار ايه النشاط اللي نبدا بيه انطلاقه اللجنه. وكانت معظمها بتدور في فكره انه اعملوا لنا حاجه للصحه النفسيه للطفل, عايزين ندوه لابني ما بيش محبط, ابني منطوي, حاجات كلها تندرج تحت مسمى التنمر, بس من غير يمكن حتى هم ما يعرفوا ان ده بيجي تحت مفهوم التنمر. فقررنا ان احنا بما ان ده موضوع يهم ناس كتير ان احنا نعمل كونتاكت دايركت مع يونيسيف ايجيبت, علشان يبقى عندنا اقتراح انه الاهلي يدعم حمله انا ضد التنمر اللي هي الحمله القوميه بتاعتهم. الحقيقه هم رحبوا جدا جدا وادونا تي شيرتس وكابس مكتوب عليها الاهلي يدعم انا ضد التنمر, وادونا تول كيتس ماده علميه يعني للاطفال, قصص قصيره الاطفال يقروها تفهمهم يعني ايه التنمر بشكل مبسط, حاجات تيبس او يعني حاجات توجيهيه كده للاباء والامهات ازاي يتعاملوا مع التنمر, يفهموا ايه هو التنمر وانواعه واشكاله وتاثيره وكل الحاجات دي. ورحبوا جدا جدا بالفكره وانضموا لنا. كان في نفس التوقيت في الاتحاد المصري للدراجات واتحاد الرياضه المدرسيه كانوا مقدمين طلب للنادي الاهلي لعمل اكبر تجمع للدراجات بحضور معالي وزير الشباب زي ما كان في التقرير الدكتور اشرف صبحي. والحقيقه احنا كلجنه فكرنا ان احنا ندمج الحدثين ببعض ونعمل نشاط كبير يلفت النظر للاباء والامهات وكل المعنيين عن اهميه وخطوره التنمر. الحقيقه الثلاث جهات تعاونوا معانا لانه الحقيقه الهدف يستحق برضه, ومرحبوا جدا جدا بالفكره ودعموها, وده اللي ادى طبعا لنجاح الايفنت في الاخر الحمد لله. طبعا. طيب دكتور دينا, يعني اليوم ده او فعاليات اليوم بشكل كامل هل دي بدايه لمحاربه التنمر ولا خلاص هينتهي او هتنتهي محاربه التنمر عند هذه الجزئيه او هذا اليوم وهتلجأوا لملف اخر او موضوع اخر هتبتدوا تشتغلوا فيه من خلال لجنه الطفل؟
لا طبعا موضوع التنمر ده ملف اونجوين مفتوح معانا على طول الوقت. دي كانت نقطه البدايه. الايفنت ده كان نقطه البدايه. هو مش مجرد ايفنت بالمناسبه، مش حاجه ترفيهيه ماراثون وعجل وكده، لا دي حاجه بنبتدي فيها، بنزرع البذره، بنقول يا جماعه خدوا بالكم انتبهوا. يعني انا كنت مبسوطه قوي صراحه واحنا بنعمل الحمله الدعائيه اللي قبل اليوم، قبل يوم الايفنت، ان الناس بدات تيجي تتكلم معايا وتسالني. الاطفال بقوا يسالوني هو يعني ايه تنمر. الامهات بقوا يجوا ده انا بيحصل لي تنمر من مثلا من جارتي. لما مثلا بتقرا الماده العلميه اللي معايا انا فعلا بيحصل لي كده. هي مش عامله ادريس، مش قايله ان ده تنمر، بس بتقول انا بتعرض للاذيه. لان هو التنمر في الاخر هو ايذاء نفسي، عنف نفسي. لا ده ابني بيحصل له كذا، ده بنتي بيحصل لها كذا. فالناس عندها شغف للموضوع ده واستقبالهم عالي جدا. فطبعا دي مجرد البدايه، نقطه الانطلاق. الحملة مستمرة معانا في جميع الفروع مدينة مصر وزايد إن شاء الله، وهنكمل في أي نشاط هيكون تابع لجنة الطفل لازم هيبقى فيه جزء إشارة حتى طيب أستاذة هاجر، يعني مدى انعكاس أو الانعكاس الإيجابي بالنسبة لليوم ده على الأعضاء وأولياء الأمور في النادي الأهلي؟ والله هو اولا هو بدا من اول النشاط الترفيهي، كانت المشاركه قويه جدا جدا. احنا وفرنا اكتر من 70 عجله كلهم خلصوا، فكان في تفاعل من الناس ومن الشباب في المشاركه في قياده الدراجات. بعد كده كان في تفاعل من المدربين والاباء والامهات من خلال الندوه اللي عملها زي ما قلت لحضرتك المحاضر من المجلس القومي للطفوله والامومه. كان في اسئله تفاعليه والناس كانت مبسوطه جدا، والاطفال نفسهم بيعرضوا مشاكل هم بيواجهوها، والدكتور كان بيرد عليهم وبيستفيدوا اكيد من استشارته. تلا ده كان في، احنا طبعا كنا عارفين في السكادول ان ده يوم جمعه وفي صلاه جمعه، فالكبار قاموا وراحوا يصلوا صلاه الجمعه، وكان في ستوري تيلينج او يعني حوالي 45 دقيقه كده قامت بيها دكتوره رانيا امين من يونيسيف، هي كبيره في الطفل، وشرحت لهم بشكل مبسط ايه هو التنمر من خلال صور على الشاشة الكبيرة. شرحت فيه قصة معينة فهموا من خلالها ان التنمر ده حاجة سيئة جدا ومش حاجة ظريفة خالص انك تتريق على واحد صاحبك ولا طبعا ان حد تخين يتريق عليه او حاجة كده. الحقيقة برضو الاطفال كانوا متفاعلين جدا جدا ومبسوطين كأنهم بيشوفوا فيلم كرتون او حاجة زي كده، ففهموا منه. بعد كده اكتتمنا اليوم عشان نأكد على انه الاطفال فهموا يعني ايه تنمر بشكل مبسط، ان احنا جبنا كالرينج شيت او رسومات فيها تنمر، ولد واقع وصحابه بيضحكوا عليه، ولد بيضرب ولد، وكانت لجنه الطفل كان بيستعب من الاطفال جدا. كانت كمان لجنه الطفل واقفه، يعني اعضاء لجنه الطفل واقفين معاهم في الجاردن بيشرحوا لهم ان اللي انت بتلونه ده حاجه، بص يعني شوف ولد واقع ده مش حاجه ظريفه، بص مش حاجه، ده واحد بيضرب واحد دي حاجه مش ظريفه. كل طفل في الاخر كتب اسمه على كالينج شيت دي وعلقناها على فريم دائم في النادي الاهلي، مكتوب عليه الاهلي يدعم انا ضد التنمر، وكل طفل علقها بنفسه، واعتقد ان يعني الفكره وصلت لهم بشكل ظريف ومبسط. طيب دكتوره دينا، قلت لي ان في مختلف افرع النادي مش هيبقى بس في الجزيره، عندنا مدينه نصر والشيخ زايد، توعيه التنمر في الفرعين دول بالذات هتكون بأي شكل؟ احنا ممكن في الاخر لسه ما استقرناش على شكل نهائي، بس الموضوع التنمر ده عايزين نشتغل عليه على كل النواحي، ناحيه الاطفال عن طريق ورش الاطفال. يعني مش هنقف نقول لهم ندوه او كده، بتبقى حاجه زي اللي حصلت في الجزيره، اللي هي سرد قصصي حكي عن طريق النشاط الحكي، عن طريق ورش معينه، حاجات بيعملوها بايديهم، وبنقدر نقول لهم تعليمات او نقدر نديهم المعلومات وهما بيعملوا الحاجه دي، لان الطفل ما بيلزقش في دماغه الحاجه غير لما هو بيعمل بايده او يشوف حاجه كرتونيه قدامه. ده بالنسبه للاطفال. بالنسبه للام او الاب هيكون عن طريق ندوات والمدربين طبعا، ده اساسي. احنا هنحرص كمان ان احنا نختار ميعاد الندوه في ميعاد يناسب المدربين، هو بعد مثلا تدريب الاكاديميات، بعد ما يكونش ميعاد لماتشات الفرق. فاحنا حريصين جدا المدربين هم يكونوا من اوائل الحضور لندوات زي دي، ندوات توعيه، عن طريق برضو نشر الماده العلميه دي مهمه جدا. ان يعني مدينه نصر احنا لسه ما عملناش فيها حاجه، بس نشرنا الماده العلميه. واللي كنت بحكي لحضرتك ان الناس جت قالت لي يعني ايه تنمر وسالوني، دول كانوا في مدينه نصر مش في الجزيره، ما حضروش الايفنت، بس عرفوا يعني ايه وبدا البذره تتزرع عندهم يعني. فان شاء الله اللي حصل في الجزيره هيتكرر في مدينه نصر وزايد،
وبشكل كمان مختلف وبشكل اكبر. يعني احنا كل الانشطه اللي جايه بتاعت بشكل اكبر من كده يعني هيكون ماراثون وفي ندوه وبرده وحضور نفس المؤسسات بنفس الاشخاص. لا ممكن ما يكونش طبعا نفس احنا هنحاول ان احنا نتواصل مع نفس المؤسسات طبعا. بس ممكن ما يكونش بنفس الشكل, بالعكس ممكن ياخد شكل مختلف. بس احنا هنحاول برده نعمل الماراثون ده لان الطلب منا يعني, بس يكون حاجه ممكن خاصه بالنادي الاهلي من غير ممكن مع اليونيسيف لان هو الطلب مننا من كذا حد يعني. تمام. طيب يعني استاذ هاجر عايز اتكلم عن كواليس اليوم. زي ما احنا كنا شايفين كده في اللقطات اللي فاتت دي, التجمع كان الصبح الساعه 7 او 8 تقريبا, الامور كانت ماشيه ازاي؟ تجمع 7 والبدايه كانت 8 صح؟ 7 ونص تقريبا. البدايه كانت 7 وربع. طيب الكواليس كانت ماشيه ازاي والاعداد؟ عايز اطمن على الاعداد, هل كان في اعداد كبيره من الاطفال ومن اعضاء النادي الاهلي؟ طبعا بخلاف الشخصيات المهمه اللي احنا شفناها, وهيكون معانا تقرير كمان كمان شويه هنشوف فيه ردود افعالهم, لكن قولي لي الكواليس اليوم كانت ماشيه ازاي والاعداد كانت اخبارها ايه؟ هو طبعا الماراثون كان المفروض هيبدا, المفروض يمشي بدري جدا جدا عشان يبقى ما فيش عربيات والدواعي امنيه وحاجات كده. فكان مقرر الايفنت ان هو يبدا بدري جدا. احنا حرصنا قبل الايفنت بوقت كافي ان احنا ننزل بدعايه, عملنا فيديو كده تسجيلي عن ايه هو التنمر, نزلنا بالاعلانات بتاعه اللي بتقدمها يونيسيف, هم الحقيقه مدونا جدا وكانوا مهتمين جدا ان احنا نعرض الفيديوهات والاعلانات بتاعتهم وداخل النادي على الشاشه العملاقه في النادي في الثلاث فروع. نزلنا العجل زي ما قلت لحضرتك الاعلان عن العجل, وعملنا بوث او يعني مقر كده صغير للجنه الطفل نوزع من خلاله المواد العلميه ورابر باندز مكتوب عليها انا ضد التنمر, ومواد دعائيه زي التيشيرتس والكابس والحاجات كده, ونشرح للناس فيها اهميه مشاركتهم في حدث زي ده, لان زي ما قلت لحضرتك مش كل الناس فاهمه يعني ايه تنمر. أكيد. فالحقيقه هو برغم ان احنا كنا متخوفين من فكره العدد, بس زي ما حضرتك شفت كده في التقرير كان في عدد كبير جدا اكتر من 300 حد مشارك في طبعا بالنسبه ليوم طبعًا الجمعه والصبح بدري. اول حاجه انتوا بتعملوها كلجنه طفل كمان مش حاجه سهله. بالظبط يعني الناس ما جربتش يعني الانشطه بتاعتنا ومش عارفه هل احنا الدنيا هتبقى بالزبط منظمه ولا لا. وكمان كان يوم جمعه الناس بتفضل تنام طبعا والصبح بدري جدا جدا, فاكتر من 300 حد شارك في مسابقه الدراجات, وكان في حضور كثيف جدا للندوات والرسم. فقره الرسم لو حضرتك عندك يعني فيديو او صوره ليها هي كان في تفاعل رهيب, لان حتى اللي ما جاش الايفنت من اوله فهو مثلا لاي ظرف عنده ما جاش من بدري, هو لما جه وشاف الندوه اللي انتوا كنتوا عاملين ايه, هو كان في ايه في النادي الناس كانت مهتمه بيه وكان مسمع وبداوا يشاركوا بداوا يقعدوا لا انتوا لازم تقولوا لنا يعني احنا طبعا كنا عاملين حمله دعائيه قبلها بكتير بس لازم نعملها تاني ولازم نكررها ولازم نكررها في كل الفروع. ففعلا الموضوع لقى صدى كبير قوي بين الناس. طيب خلينا نروح نشوف تقرير مهم جدا عن بعض الشخصيات اللي كانوا موجودين في هذا اليوم, وطبعا ابرزهم الاستاذ عامر فاروق نائب رئيس النادي الاهلي. نشوف التقرير ونرجع نكمل مع بعض. بشكر وجودنا النهارده مع يعني الانطلاقه من امام النادي الاهلي, ووجودنا مع يعني سياده الوزير العام فاروق واعضاء النادي والوزاره, وهننطلق بالشباب. احنا مع طبعا النهارده الرياضه, وزاره الرياضه مع وزاره التربيه والتعليم, بدايه ماراثون دراجات من امام النادي الاهلي, وبعدين هنخلص في ماراثون مشي مع في مديريه القاهره محافظه القاهره مع السيد المحافظ. يمكن رابطين الرياضه بحاجه او اللقاءات الشبابيه بحاجه. امبارح يعني كان في احتفاليه شبابيه كبيره وكان عنوانها يعني لا للتحرش, الظواهر الاجتماعيه اللي موجوده, استخدام الاحداث الرياضيه والاحداث الشبابيه في ظواهر مجتمعيه. ده رؤيه وزاره الشباب والرياضه بنشتغل فيها شويه. النهارده الماراثون تحت هذا او وجودنا برضه تحت هذا العنوان, يبقى استخدام الشباب والرياضه في موضوعات اجتماعيه, ده شيء يعني مهم جدا وفلسفه. وكمان يعني ما هو الشباب اللي موجود, فالشباب بيتحرك مع مجتمعه من خلال الرياضه او من خلال فعاليات مختلفه, ودي ادوارنا يعني. اكيد طبعا يعني ما هو المؤسسات الكبيره المصريه اللي موجوده ده يعني هي كمان ليها دور مجتمعي معانا, والانطلاق فيها بشعبيتها ده دور مهم جدا جدا جدا.
ويعني احنا لازم نبقى مجتمع واحد، يعني لازم نبقى في حراك كده يعني، وكلنا في الاخر اهدافنا قوميه، وكلنا في الاخر اهدافنا للمجتمع يعني. يعني ما هو الرياضه دي صحه، الرياضه مجتمع، الرياضه تنميه، الرياضه تطوير، الرياضه شباب، دي كلها حاجات لازم نبقى يعني بنتفاعل فيها كده بهمه يعني. انا يمكن كنت لسه بتكلم بقول ان دايما النادي الاهلي عنده صفات دايما انه بيتحرك على غرس الصفات الطيبه في اجيال المستقبل، وده الحقيقه قيم النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، وده دستور النادي الاهلي في التعامل. فيمكن بدايه ان المبادره تطلع من النادي الاهلي، ويبقى انا ضد التنمر وضد اي سلوك عدواني وضد اي خروج عن النص في اي اطارات بشكل عام، اعتقد يمكن متفاعله مع اسم وتاريخ النادي الاهلي ومبادئه. يمكن النهارده كمان ان يبقى الهام مشترك في المبادره العديد جدا من الوزارات والهيئات، وزاره التربيه والتعليم، وزاره الشباب والرياضه الحقيقه اللي باذله مجهود كبير جدا، الاتحاد الرياضي المدرسي الحقيقه اللي بيتحرك في اولى الانشطه الخاصه بيه النهارده، طلبه المدارس اللي موجوده، نجوم النادي الاهلي الحقيقه الشباب اللي دايما مشرفينا، كابتن خالد بيبو وكابتن هشام حنفي والعديد الحقيقه من الشخصيات ورؤساء الاتحادات الحقيقه، المستشار عمرو والناس، مجموعه كبيره جدا الحقيقه، والدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد، يعني ناس كثيره الحقيقه، وكذا وزاره، ويعني اعتقد ان حدث طيب جدا، طلبه مدارس كبيره الحقيقه شاركت، اعضاء النادي الاهلي الحقيقه بكل فئاتهم العمريه شاركوا. اعتقد من هنا بنبدا مبادره مميزه جدا، اتمنى ان الانديه المصريه كلها تبدا تحذو حذو النادي الاهلي، وتبتدي تتحرك على ملفاتها بنفس الطريقه وبنفس الشكل، ويكملوا من خلالنا، واحنا نكمل من خلالهم في بعض الملفات. ده الطبيعي، وده طبيعي ان يبقى السلوك العام بتاع الشارع المصري من افضل لافضل، والناس تبتدي تتحرك عليه. دارين يعني نغرز السلوك الطيب في المجتمع المصري، وهو ده النادي الاهلي. كنا برضو بنحتفل الحقيقه في 6 اكتوبر الحقيقه بكل الحقيقه اعضاء النادي الاهلي اللي شاركوا الحقيقه في حرب 73، ولا يعني احنا متحركين على ملفات اعتقد جديده ومختلفه، ومتفاعلين مع المجتمع المصري، وبنادي دورنا الطيب جدا والمميز ان احنا نبتدي نشارك الدوله في ازاي يعني نتحرك في السلوك الطيب للشارع وللمواطن المصري، وازاي يبقى في غرز الطموح، وان الناس تبني وتتحرك وتشتغل وتبذل مجهود وتتحرك على دوت. واحنا والله ربنا الاعلم بنتحرك ده في النادي الاهلي بشكل كبير جدا 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 جدا. في حاجات بتشتغلها بتبقى تراكميه، بتبان نتائجها، بتاخد شويه فتره يعني، ممكن 7-8 شهور تبقى الحاجه تظهر للناس بشكل مميز جدا. في حاجات بتظهر في ساعتها، انما في حاجات بطبيعتها بتاخد شويه وقت عشان تبتدي تظهر. فان شاء الله باذن الله رب العالمين يبقى من نجاح لنجاح للنادي الاهلي. طبعا كل شيء يعني ممكن وكل شيء وارد. النادي الاهلي عنده العاب الحقيقه كتيره جدا، ويمكن اعتقد من اكبر الانديه اللي موجوده في مصر الحقيقه، اللي بترعى لعبات الحقيقه وبيدعم المنتخب المصري بالعديد كبير جدا من اللعبات، وعنده تصورات كتيره خلال الفتره الجايه. بنفتح افرع جديده للنادي الاهلي، بنتحرك احنا ان شاء الله نبدا ان 1/12 نبدا العمل في فرع الرابع، فرع التجمع. عندنا الحقيقه افكار مميزه هتبدا تطلع للنور خلال الفتره الجايه في افرع للانديه، هتبقى في محافظات مصر في الصعيد، بنتحرك على ملفات حلوه قوي الحقيقه الفتره الجايه، هنروح للناس كلها في اماكنها، يعني في تغيير شامل في طريقه تحرك النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. فاعتقد انه يتواجد في رياضات جديده، اكيد محل ممكن تبقى دراسه، محل ممكن تبقى موجوده في افرع مش موجوده في الافرع الثانيه، لان في افرع الحقيقه مرتبطه بمساحات معينه، واخد بالك. فاعتقد الامور ان شاء الله باذن الله تبقى افضل الفتره الجايه ان شاء الله. هم عباره عن ايفنتين في بعض، بس احنا عشان احنا العامل المشترك في الايفنتين فحبينا ندمجه بحاجه كبيره وعظيمه. الايفنت الاولاني كان هو عباره عن ماراثون بالتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه، وشرفنا الدكتور اشرف صبحي، بالتنسيق مع وزاره التربيه والتعليم والاتحاد المصري للدرجات والاتحاد المصري للرياضه المدرسيه، ان احنا نعمل ماراثون نوجه بيه رساله لاعضاء النادي وللمجتمع عموما وللشباب، ان احنا نمارس الرياضه، وان رياضه الدرجات دي حاجه كويسه، وان احنا بقى في السلوك الرياضي، وانك تصحى بدري، دي ده الجزء الاولاني من الايفنت. وعندنا بروتوكول مضينه مع اليونيسف، وطبعا حمله ضد التنمر دي من الحملات المشهوره جدا من ضمن برنامج اليونيسف، وقلنا ليه ما ندمجش الاثنين مع بعض ونبقى نعمل حمله كبيره جدا، بما ان النادي الاهلي قاسم مشترك ما بين الاثنين. والحمد لله بدانا هنا من الساعه 7 الصبح متواجدين، وعملنا الماراثون، كان شكله يعني كان جميل جدا، والاعداد كانت فوق ما احنا كنا متوقعين. دخلنا بعديها هنا النادي، حضرنا عن ليكتشرز او محاضرات بنديها لاولياء الامور وللمدربين،
بصفه خاصه اللي هم الناس الكبار، اللي هو ازاي تتعامل نفسيا مع طفلك او لما بتلاقي ان في تنمر معين بيحصل في النادي او في المدرسه ازاي تتعامل معاه عشان الاب والام يبقى قادر يتعامل مع ابنه ويطلع ولد شخصيته سويه نفسيا سوي. فاحنا زي ما النادي الاهلي بيركز على الحته الرياضيه وان احنا نمره واحد في الرياضه، لكن الرياضه من غير سلوك نفسي منضبط، من غير اخلاق منضبطه، من غير انك تبقى سوي نفسيا وذهنيا، هيطلع شاب مشوه. فده اللي احنا كنا حريصين عليه. دلوقتي اللي شغال دلوقتي طبعا المحاضره الثانيه اللي خاصه بالاطفال، عن طريق حكايه بتتحكي للاطفال بتقول لهم ايه هو التنمر وازاي يواجهوه وازاي يبقى عندهم الشجاعه ان ده يتعاملوا مع الموقف عشان يبقوا اسوياء وان هم ما يبقاش في عندهم العقد النفسيه اللي بتكبر كل ما هم بيكبروا في السن. طبعا النادي الاهلي عودنا ان هو على طول سباق وعلى طول يعني عينه على المجتمع على طول واحداث اللي بتحصل في المجتمع. واحنا فعلا موضوع التنمر ده بقى موضوع صعب جدا، بيحصل في كل احداث في كل اوقات في حياتنا وبيحصل على طول. فبقى الموضوع فعلا محتاج وقفه مننا ومحتاج ان احنا نتكلم. وانا يمكن بصفتي ان انا شغال مع السن الصغير الفترة دي بشكل كبير جدا وبشكل فيه تركيز، لأ أنا شايف إن فعلا الحالة بقت صعبة وبقت محتاجة إن احنا كله يتكاتف إن احنا نخرج الحالة الصعبة دي من حياتنا. طبعا أنا يعني سعيد جدا موجود في قلعة كبيرة للنادي الأهلي، قلعة صناعية طبعا أحسن نادي في أفريقيا وفي الوطن العربي وفي الشرق الأوسط، بيدعو حملة أنا شايفها من حملة سلوكية مهمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان، فما كرمه بالوجود يعني، فبالتالي حملة ضد التنمر دي حملة مهمة، وبنوعي الناس والشباب والنشأ ان السلوك الانساني ده سلوك حضاري، ومفيش حاجه اسمه ان انا اتنمر على شخص اخر، بالعكس دي حاجه مهمه جدا. والتوعيه عامه في كل حاجه فيها سلوك اعتقد دي من الحاجات المهمه، وهي مهمه جدا في الرياضه لان الرياضه لا تتجزا عن التربيه، الاثنين سلوك واحد. بالتالي طبعا انا يعني سعيد جدا بوجودي في النادي الاهلي، سعيد بوجودي في مشاركه في هذه الحمله المهمه، واتمنى الاستمراريه وان كل الاتحادات والانديه والهيئات الرياضيه والشبابيه ووزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي يعني يحظوا هذا الحذو المهم، ومش بس في التنمر، في امور كثيره جدا بتمس المواطن والطالب في السلوكيات اللي احنا بنشوفها اللي بقت اصبحت يعني انا شايفها دخيل على المجتمع المصري. طبعا هي المبادره انا ضد التنمر دي مبادره طبعا برعايه النادي الاهلي، ودي احنا سباقين دايما كنادي الاهلي ان احنا الحقيقه بنبقى متواجدين دايما في الحملات الكبيرة اللي زي دي. الحملة دي الحقيقة ضد التنمر دي علشان أولا هي دعوة ضد التنمر، ضد العادات السيئة اللي هي بقت الحقيقة متواجدة بشكل كبير وكثير في بلدنا للأسف، لكن إن شاء الله اللي جاي أحسن. ودي الحملات دي توعية مهمة جدا جدا جدا، بتدعو الشباب والجيل الجديد كله، الشباب الوسط وكل الناس الحقيقة حتى كبار السن زي ما انت شفت النهاردة كده، كل الناس موجودة، أعضاء النادي، طلبة مدارس، شخصيات عامة، وزير شباب الرياضة طبعا، أعضاء مجلس إدارة النادي، الإدارة التنفيذية كلها، كلنا بنشارك عشان نقول للناس إن الرياضة مهمة جدا 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 للحياة السليمة والحياة السوية، لأن أنت عارف الرياضة هي كل حاجة. الرياضي هو اللي يقدر يذاكر في مدرسته، يقدر يشتغل في شغله، يقدر يؤدي الواجب اللي عليه بشكل بدون اي تعب وبدون اي سلوك غير سوي. فالحقيقه الحمله مهمه جدا، وانت عارف النادي الاهلي دايما سباق طول عمره، فان الحمله دي تطلع من النادي الاهلي دي عاده النادي الاهلي الحمد لله، ونتمنى ان هي تتكرر في كل النوادي وفي كل مراكز الشباب، وندعو كلنا الصبح بدري الناس تنزل وتلعب رياضه، وندعو كلنا كده ان السلوك الجديد يبقى للشباب الصغير زي ما انت شفت النهارده الشباب اغلبه تحت 15 سنه يعرف ان الرياضه هي اهم حاجه، عشان يبقى الرياضه هي اللي بتحمي البني ادم من اي فكر وتشغله عن اي حاجه يكون فيها فكر شاذ. ودي حمله الحقيقه احنا ندعمها مع وزارة الشباب والرياضة، وزي ما انت شفت كده كل الناس موجودة، ونتمنى هي تتكرر يعني. أولا أنا سعيد جدا جدا بأن أهم حاجة أنا فرحت بيها النهاردة يعني أن النادي الأهلي هو اللي بيطلق هذه
هذه المبادرة الجميلة، لأن احنا بقالنا فترة بنحاول إن شاء الله أن النادي الأهلي يبقى له يعني يكون داخل قصة الدرجات على مستوى الاتحاد المصري. فشيء جميل قوي 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 أن تبدأ النهاردة هذه المبادرة من داخل يعني النادي الأهلي جوه النادي، وكل هذا العدد الغفير من الرياضيين اللاعبين في الدرجات. انت شايف يمكن احنا كاتحاد مصري الحكام مصريين موجودين، لعيبة موجودين، التربية والتعليم موجود، ابناء النادي الاهلي مشاركين، رئاسة النادي الاهلي كلها ومجلس الادارة كل الناس موجودة، بنوجه لهم الشكر، وعلى رأسهم طبعا يعني كابتن الخطيب لرعايته لهذا الموضوع. بنشكر برضو الوزير العمري فاروق، بنشكر كل مجلس ادارة على اهتمامه. واحنا كاتحاد مصر الدراجات بنفتح يعني ذراعينا للتعاون مع النادي الاهلي في هذه الرياضه، وان شاء الله احنا عندنا النادي الاهلي يعتبر من القلاع الرياضيه الكبيره اللي بنتمنى ان هو يعني يكون ايضا زي ما هو بطل في الالعاب الرياضيه كلها، ان شاء الله يكون عنده الابطال في رياضه الدراجات، ونقتحم به ان شاء الله على مستوى الـ 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 على مستوى افريقيا وعلى مستوى العرب، ان شاء الله يكون على مستوى الدولي باذن الله. بهنيهم النهارده على نجاح اليوم الجميل دوت، وعلى هدف اليوم. دايما النادي الاهلي بيشارك في كل المبادرات الجميله قيمه واللي فيها مبادئ، واحنا بنضم صوتنا كاتحاد مصر الدراجات للنادي الاهلي ولوزاره الشباب. بنشكر برضو الوزير دكتور أشرف صبحي على تواجده في كل التظاهرات النهاردة، كان عنده 3-4 تظاهرات رياضية برضو كلها بتعبر عن المبادئ. بنضم صوتنا كاتحاد مصر الدرجات للنادي الأهلي، وزارة الشباب لا للتنمر. تقرير طويل شويه بس كان تقرير مهم جدا، وخصوصا ان كان بيتكلم فيه عدد كبير من الشخصيات الهامه، وابرزهم طبعا استاذ عمرو فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، وكمان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، اللي كان حريص جدا على التواجد في يوم مهم زي ده. استاذ هاجر، عايز اسالك عن التعاون ما بين اللجان كلها داخل النادي الاهلي، بيتم ازاي والتنسيق بيتم ازاي، وخصوصا ان ده شيء مهم جدا، التعاون ده بيثمر دايما عن اشياء مهمه جدا بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي بشكل عام. طبعا احنا زي ما متعودين دايما على روح التعاون جوه اسره النادي الاهلي، كان في تعاون طبعا باعتبار زي ما متفقين ان اللجنه لجنه جديده، كان في عرض من جميع اللجان بمشاركه وطلبوا مساندتنا، ولو في اي دور يقدروا يقوموا بيه معانا في اليوم دون. الحقيقه انا بشكر لجان كتير جت وحضرت وساهمت معانا، واعضاء لجان اتصلوا بينا وقالوا احنا ممكن نيجي ونقف معاكم في اللجنه التنظيميه لليوم، وده حصل بالفعل، فانا بشكرهم جدا جدا يعني. فده شيء مش جديد علينا على اسره النادي الاهلي، احنا متعودين دايما على روح التعاون جوه. اوكي، طيب دكتوره دينا، عايزه اتكلم عن اللي هيجي بعد كده او اللي هيحصل بعد كده بخلاف موضوع التنمر ده، ايه الانشطه اللي انتم بتستهدفوا انكم تنفذوها في مختلف افرع النادي الفتره الجايه؟ هي لجنه الطفل مركزه طبعا زي ما انا قلت، مركزه اساسي على موضوع التنمر ده، ان هو اونجوينج مكمل معانا، بلس ان في انشطه من ضمنها مثلا ان هننظم ان شاء الله موضوع التبادل، يبقى في تبادل ثقافي، ان احنا ممكن نسفر مجموعه من الاطفال بره يدرسوا حاجه معينه. ده فعلا بتفكروا في الجزئيه دي؟ ايوه. وانا المسؤول عن الملف ده، يعني هيسافروا بره بلاد بره مثلا، يعني احدى البلاد اللي هيكون فيها اكيد مفاجاه مهمه جدا لاعضاء النادي. مفاجاه هي هتكون مفاجاه ان شاء الله، بس يعني انت خلاص حرقتيها، فقولي بس هي لسه اصلها ما تمتش، فاحنا بنحب دايما نتكلم عن حاجه لما هي فكره وان شاء الله هنمشي فيها. تفاصيلها خليها بعدين. خليني اكمل بس حاجه على كلام دينا بعد اذنك، انه احنا يعني بما اننا في اللجنه العليا المشرفه على لجنه الطفل، لو احنا اللي بنعتمد الخطه بتاعه اللجنه، احنا بنبقى حاطين قدامنا بالاتفاق طبعا مع اللجنه واعضائها صوره او شكل وهدف معين عايزين نوصل له، صوره للطفل الاهلاوي احنا عايزينه يبقى ازاي من نواحي جديده، رياضيا نفسيا علميا ثقافيا، من نواحي كتير، عنده وقته دايما مليان وحاجات، وبناء عليه بنبتدي نحط الخطه بتاعتنا الانشطه بتاعتنا اللي تستهدف تحقيق الهدف دون. يعني بنبتدي نحط له مثلا معسكرات كشافه نملاله وقته بانشطه اللي ما بيشتغل
الطريق، ما بيعملوش حاجات في الرياضه ان هم يبقوا بيعملوا انشطه بايديهم يدويه. الام ازاي تحافظ على ابنها مستواه العلمي شاطر ومستواه الرياضي كمان متميز. فممكن مثلا نجيب كان في فكره ان احنا نجيب مدرس يساعد الاولاد على ان هم يعملوا الهوم ورك بتاعهم في بعد التمرين، بحيث انه نقلل العبء شويه عن الاهالي. دعم الطفل الرياضي في موضوع التغذيه، يكون في طبيب نصائح غذائيه، ياكل ايه ما ياكلش ايه، علميا يبقى ازاي، شكله ازاي، بيتكلم ازاي. فاحنا بنستهدف انه يبقى في شكل معين للطفل الاهلاوي يبقى مميز. ان شاء الله بناء عليه حطينا الخطه. جزء كمان ان شاء الله ناويين ان احنا نعمله الاهتمام بالطفل يعني صاحب الاعاقه. يعني ان شاء الله باذن الله احنا ناويين نعمل له حاجات خاصه بيه، جزء مثلا في الالعاب، جزء طبعا لانه زي بقيه الاطفال. هو في الحقيقه بصراحه يعني لجنه الطفل كان ضروري جدا ان هي تكون متواجده ويتم يعني اعتمادها من قبل مجلس اداره النادي الاهلي. عايز اعرف الموضوع ده خد وقت؟ يعني مجلس اداره النادي الاهلي لما الفكره جات له ان يكون في لجنه منفصله وهي لجنه الطفل، الموضوع خد وقت ولا موافقه على طول من خلال لا مساله او وقت عادي اجرائي، بس احنا كنا في دعم كبير من مجلس اداره النادي الاهلي، وكانوا احنا لما عرضنا الفكره ان احنا نفصل، انا مشرفه على اعمال لجنه المراه برده ولجنه الطفل، فلما عرضنا ان احنا نفصل لجنة الطفل عن لجنة المرأة هم رحبوا جدا. يعني لما قدمنا أفكار يعني وأنشطة مختلفة هتاخد مساحة كبيرة جدا جدا من أنشطة المرأة، ففكرنا إن احنا نفصل الاثنين، والحقيقة المجلس تفهم ده جدا وأصدر القرار وساعدنا يعني. تمام. طيب دكتورة دينا، النصايح اللي احنا ممكن نقولها للأب والأم لو لقوا مثلا لا قدر الله ابنهم مثلا بيعاني من التنمر، او يعني حاسين ان هو شويه منطوي، او كل الامور اللي بتخص التنمر، ايه النصايح اللي احنا ممكن نقولها له؟ طيب اعتقد الموضوع ده هيبقى فيه شقين. اول حاجه ان انا ازاي اعلم اولادي اصلا ان هم يواجهوا التنمر. اولا لازم الطفل يبقى عارف ايه هو التنمر، ايه اشكاله وايه انواعه، وايه هو يفهم. صغير يفهم يعني ايه تنمر ولا الموضوع صعب شويه؟ يعني هو اللفظ بس، ما هو زي ما قلت لك الاطفال ايه ده، ايه التنمر ده، مجرد ما اشرح لهم هم بيفهموا على طول، لان هو للاسف يعني تقريبا معظم الاطفال بيتعرضوا لحاجه زي كده. نسبة كام يعني؟ بنسبة كام بيستوعبوا الكلمة ولا بنسبة كام موجود التنمر في المجتمع المصري دلوقتي؟ لا طبعا، ايه ده بقى 100% ان شاء الله. لا طبعا نسبة عالية جدا للأسف. وزي ما احنا قلنا الموضوع بيحصل كمان ساعات من غير قصد، هو مش قاصد. أي عنف نفسي ده بيندرج تحت التنمر، فهو ليه أشكال كتير. بس طبعا هو لازم أصعب شكل في التنمر ايه؟ الإيذاء البدني. بس انا اعتقد ان الايذاء البدني والنفسي ليهم اشكال كتير، هم اشكال كتيره، بس اصعب ثلاثه انه السخريه، الايذاء البدني، والتكسير ممتلكات. لان الطفل لما بيرتبط بحاجه بيحبها، مج مثلا او حاجه بيحبها وتكسر له، هو بيتكسر جواه حاجه طبعا. لما بيتعرض لسخريه هو بيحبط وبينطوي وبيتهز ثقته في نفسه. لما بيتضرب وما بيعرفش يدافع عن نفسه هو برده بيحصل له ايذاء نفسي وثقته بتتهز. فدول يعني اكتر ثلاثه موجودين واكتر ثلاثه مؤذين. وانا لازم برده اعلمه ان مش اي هزار او كده يبقى تنمر. يعني برده مش لازم اخليه اوفر، يبقى دفاعي اوفر زياده عن اللزوم. لا، انت لازم تفرق يعني ايه تنمر ويعني ايه هزار. الولد صاحبك بيهزر معاك او مضايقات عاديه، ساعات بتبقى مضايقات عاديه مش تعمد بشكل مستمر وبصفه متكرره. تاني حاجه ان انا صدقه، لازم اكون صاحب ابني. لو في صداقة خلاص هو هيحكي لي كل حاجه. لازم ابني صداقه بيني وبين ابني، فخلاص كده هو بيحكي لي كل حاجه. واقدر انا بقى وهو بيحكي يعني اقول له بقى اللي انا عايزاه في وسط الكلام، نتناقش كاننا اصحاب، فابدا اقول له اللي انا عايزاه. برضو لازم اشجعه ان هو يبلغ، مش يبلغ، يبلغ حد مثلا لو شاف زميله بيتعرض لحاجه زي كده، مش هو شخصيا، لو الاساءه دي وقعت على حد قدامه، ان هو يقول للمدرس، يقول للمدرب، يبلغ حد ويتعلم ازاي يدافع عن نفسه. يعني بدل ما اقول له اللي يضربك اضربه، اقول له اللي يضربك امسك ايده، اللي يتريق عليك اقول له خلاص، يعني قال لي النهارده انت فاشل، طب خلاص انت مش قلت لي امبارح انت فاشل، مش قلتها امبارح، خلاص قدام الناس اكسفه واعلمه ازاي ان هو ما يتريقش عليا تاني، وازاي ان انا ما شاركش في حاجه زي كده. لو حد بيعمل تنمر، بيمارس التنمر على حد قدامي، ازاي ان انا ما اضحكش على حاجه زي كده، بل بالعكس ادافع واقول للشخص المتنمر ان انت متنمر وانا مش معاك، وما تضايقش زمايلنا. يعني اشكال كتير. طبعا الشق الثاني بقى لو اوريدي حصل التنمر، خلاص انا كل ده بعمل يعني قبل ما قبل. لو حصل خلاص ان طفلي اتعرض للتنمر، سواء هو بلغني سواء انا لاحظت عليه اي تغير، وانا فاهمه ايه التغيرات اللي بتحصل على الطفل، بفهم ان هو اتعرض لايذاء نفسي،
اول حاجه بقعد اسمعه، بقعد اسمعه للاخر من غير ما اقول اي احكام، انت فش. ضعيف، انت مش عارفه ايه، اسمعه للاخر، بشكره ان هو جه وقال لي وصارحني وفهمه ان ده التصرف الصح. بحاول ان انا اظهر التعاطف مع اللي بيقوله، اتفهم مشاعره، بس ما توترش، لان ممكن اسمع من الاطفال حاجات كارثيه. لو انا توترت هو هيبطل، هيقف، مش هيكمل التفاصيل كمان، يعني هو هيقف عند الحكايه، هيخاف يحكي التفاصيل. فلازم ابقى عندي ثبات انفعالي، ان انا سامعاه ومتعاطفه مع اللي هو بيقوله، متعاطفه مع مشاعره، بس مش بتوتر، مش بلومه. انا مش قلت لك تدافع عن نفسك قبل كده، هو ليه ما حكيتليش؟ اللوم برضو بيخوف الطفل وبيخليه يقف ما يحكيش. بسمعه وبقول له انا معاك، انا جنبك، انا في ظهرك. خليني اكمل حاجه على كلامك يا دينا، غير ان انا بسمعه وبحتويه، ان انا كمان لازم اعرف ادعمه. يعني هو لو مش عارف ياخد حقه، انا ممكن اروح واقابل المدرسين واقابل المدرب واقول له ستوب او وقف، ده انت بتهد اللي انا ببنيه في ابني، فلو سمحت ما تعملش كده. الولد لازم يحس انه عنده ظهر، عنده حد يعني بيدعمه، يعني بخلاف ان احنا كمان بنحتويه او كده، او بفهمه التنمر او ده. طبعا لا ابدا، هو بالاضافه بس للي هاجر قلته كمان، ان انا ممكن اعمل معاه لعبه تقمص الادوار. تعال نشوف كده، لو حد عمل لك حاجه هتعمل ايه؟ لو حد مثلا قال لك كلمه تنمر، ضايقك بكلمه، هتتصرف ازاي؟ افهمه ان هو يبص في عين اللي قال له الكلام ده بمنتهى الحزم والهدوء، ويقول له ما تعملش كده، ويبعد، ما يزودش برضو في الكلام عشان ما يبقاش فيه عنف. لو في إيذاء نفسي أعلمه إن هو يمسك إيد اللي بيأذينا، إيذاء بدني أنا أسفة، يمسك إيد اللي بيحاول يضربه، وأعلمه إزاي يقدر يطلب المساعدة، يبقى في حد دايما يلجأ له. وطبعا لو الطفل الموضوع مؤثر عليه نفسيا جامد جدا، ما فيش أي مانع إن أنا ألجأ لمتخصص نفسي إن هو يساعدني أنا. يعني مش لازم أنا أقدر أساعده في كل حاجة في الدنيا يعني. طيب استاذه هاجر، الموضوع بياخد وقت قد ايه لو طفل اصيب بالتنمر؟ خلاص بياخد وقت قد ايه عشان يتخلص من القصه دي؟ والله هو حقيقه انا مش كبيره في النقطه دي، ما اقدرش اقول لحضرتك وقت قد ايه، بس احنا ممكن بنرجع لكبر عشان يعني نواجه ده. وانا من خلال حضرتك هنا يعني بطلب من كل اب وكل ام عند ابنه عنده مشكله في التنمر، او المشكله بقى زادت قوي او حصل اي حاجه، اولا هو ممكن ما يدخلش علينا باقتراحاته، واحنا لو نقدر نساعده وندعمه بندوات او بنوصله باماكن ومتخصصين، احنا هنعمل دون. وكمان انا ممكن اوجههم دلوقتي او من خلال برضو حضرتك اقول لهم ان هم يلجأوا للمجلس القومي للطفوله والامومه، ويتصلوا بالخط الساخن بتاعه، لان هو بيدعمهم جدا. وممكن الطفل اللي بيعاني من مشكله معينه الاهل مش عارفين يعني مش متخصصين او مش عارفين يساعدوه فيها، ممكن يروحوا بيعملوا هناك زيارات، والمتخصصين بيقعدوا مع الطفل والاب والام وبيدوهم ارشادات ونصائح تفيده. طب دكتوره دينا، في اي حاجه حابه تضيفيها بخصوص هذه الجزئيه؟ لا، يمكن هي اللي نبهت عليها في وسط الكلام، صاحبوا ولادكم. متهيألي البدايه بتبقى من عند الاهل، هم الجدار الحمايه للطفل. اهم شيء. بالظبط. طيب يعني وانا بختم معاكم، بس استاذه هاجر عايز اسالك على سؤال مهم جدا، بما ان حضرتك عضوه اللجنه العليا للجان. من وجهه نظر كده وبامانه، مين انشط لجنه داخل النادي الاهلي؟ بحضور دينا اللجنه. لا احنا عندنا لجان كتير الحقيقه، كل لجان بتجتهد. اللجان كلها نشيطه، بس يعني عندنا لجنه المراه، وعندنا لجنه الشباب، ولجنه ذوي الاحتياجات الخاصه، وطبعا دلوقتي لجنه الطفل بدات انطلاقه هايله وممتازه. انا طبعا متحيزه جدا لجنه الطفل والمراه، عشان يمكن انا مشرفه عليهم. بس الحقيقه بجد يعني كل اللجان بتجتهد انها وبتتنافس انها يبقى ليها وجود على الارض، يعني وانها تبرز الدور الاجتماعي للنادي الاهلي، وانها ترضي الاعضاء وتوصل لهم بجميع فئاتهم مختلف اعمارهم. اكيد ده شيء مهم، وكله في صالح العضو في الاخر. طبعا بالظبط. وانا من خلال حضرتك ضروري كمان الاهتمام بالافرع كلها. تمام. كل الانشطه هي بتتكرر في على مستوى الثلاث، لازم تتكرر، ده شيء مفروغ منه. طبعا مفروغ منه، بتتكرر. لو النشاط تم في الجزيره لازم يتم في مدينه نصر، لازم يتم في الشيخ زايد، على مستوى كل اللجان. بنغطي كل يعني الناس والفئات والاعمار زي ما قلت لحضرتك. وانا اسمح لي بعد اذنك من خلال برنامج حضرتك ان انا اتوجه بالشكر لكل الناس اللي ساهمت في نجاح الايفنت دون، وسمعت كده جدا، لانه النجاح ده مش عمل الايفنت ده طبعا عمره ما تم بشكل
فردي هو عمل جماعي. بشكر الجهات كلها، يونيسف ايجيبت واتحاد الدراجات المصري واتحاد الرياضه المدرسيه، ده من بره النادي. ومن جوه النادي طبعا مش جديد علينا، مجلس اداره دعمنا، الاداره التنفيذيه، انا مش عايز انسى حد بس بعد اذنك، العلاقات العامه، اداره التسويق، الخدمات، الامن، وطبعا طبعا اعضاء لجنه الطفل كانوا متحمسين ومجتهدين جدا. حابه توجيه المره؟ في نداء انا احب اوجهه لكل الاباء والامهات زي ما قلت لحضرتك، ان هم لو عندهم اي مقترح او اي نشاط في دماغهم واي حاجه محتاجينها تخدم مصلحه ابنهم، يا ريت ما يدخلوش علينا بيها ويتوجهوا بيها ليا او لاعضاء لجنه الطفل، واحنا هنساعدهم بيها ان شاء الله، وكله بيصب في مصلحه الطفل الاهلي. تمام. هاجر مقبول، عضو اللجنه العليا للجان بالنادي الاهلي ومشرف على لجنه الطفل، بشكرك شكرا جزيلا ونورتنا وشرفتنا. شكرا. دكتوره دينا محسن، عضو لجنه الطفل النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك التوفيق دايما ان شاء الله. دي كانت فقره مهمه وفقره ثانيه من حلقه الاهلي ليله النهارده، اتكلمنا فيها على الدور المجتمعي داخل مقرات النادي الاهلي المختلفه خلال الفتره الاخيره بالتحديد. لكن فقرات الاهلي الليله لسه ما خلصتش، بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معاكم الكابتن خالد العوضي، وفقره مهمه جدا خاصه ببعض الاخبار الخاصه بالالعاب الاخرى، وكمان هيستضيف ضيف مهم جدا او ضيفه مهمه جدا، وهي الكابتن مروه عيد عبد الملك، نجمه كره اليد المصريه ولاعيبه نيس الفرنسي، واكيد هتكون فقره حواريه غايه في الاهميه. استنونا بعد الفاصل. مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، اخبار جديده عن الالعاب الجماعيه والالعاب الاخرى في النهارده في الاهلي الليله. عندنا اخبار من السله، اخبار من الكاراتيه، اخبار من السكواش وفوز ابطالنا في بطوله باكستان الدوليه، واخبار عن كره اليد، ولقاء كبير النهارده هيكون معانا نجمه كبيره، مش هنقولها دلوقتي، هنقول لكم لما نيجي نقدمها، لانها نجمه تستاهل تقديمه كبيره جدا، نقعد فيها ايام وشهور عشان نقدم النجمه اللي عندنا النهارده. هنبدا اخبارنا النهارده من ملعب كره السله وسيدات الاهلي لكره السله، والفوز على نادي الجزيره بنتيجه كبيره جدا 85-39، ده الدور قبل النهائي في دوري المرتبط. كسبنا مع كابتن ايهاب الالفي، البنات عملوا ماتش كويس جدا، قدروا يعني يفضلوا ماشيين في المباراه من اول لحظه، قدروا يتنافسوا مع نادي الجزيره، زاد الريتم جدا، وصلنا لغايه 85-39. بنستعد لايه في كره السله سيدات؟ بنستعد ليه يوم الخميس الجاي، هو نهائي دوري المرتبط، ان شاء الله نتمنى لفريق السيدات مع كابتن ايهاب الالفي المدير الفني اللي يقدر ان شاء الله باذن الله يحقق لنا اول بطوله دي السنه دي، مباراه مهمه جدا مع نادي سبورتنج. هنروح لتاني خبر عندنا النهارده عن كرة السلة شباب، وكابتن علي هاشم والعديد من البطولات في السنة اللي فاتت، كسب كتير السنة اللي فاتت فريق السلة، مدرب واعد، مدرب كبير، مدرب معانا النهاردة بإذن الله تقرير هنطلع له وترجعوا لنا مرة تانية عن فريق 18 سنة شباب بالنادي الأهلي كرة السلة. فريق 18 سنه يعني السنه دي جيل مميز، ما فيش سر ولا حاجه، هو النادي الاهلي مطالب يكسب على طول طبعا، والمركز الاول ما يعني المركز الثاني مش موجود في النادي الاهلي في كل الالعاب يعني، بس فاحنا شغالين من اول الموسم فتره اعداد، فالحمد لله الدنيا ماشيه كويس لحد خلصنا الدور الاول كله ماتشات كلها، لسه مخلصين اول امبارح ده بطوله المنطقه الدور الاولاني، كسبنا ماتشات كلها ومستنيين بقى ان شاء الله السيمي فاينل باذن الله. هو الجيل ده مميز من الميني باسكت الحمد لله، يعني احنا عندنا 6-7 لعيبه في كابتن طارق خيري واخدهم مصعدهم معاه الدرجه الاولى وبيلعبوا وبيتمرنوا بصفه مستمره. الباقي برضو اللي موجود معايا ما يقلش كفاءه عن الناس اللي طالعه درجه اولى، بس طبعا الناس اللي بتطلع درجه اولى بيبقى يعني حسب البوزيشن في الدرجه الاولى الاحتياجات ايه، بس فالحمد لله اللي هو جيل مميز، وهيبقى في انا توقعاتي هيبقى في 5-6 بروميسنج في الدرجه الاولى في خلال السنتين الجايين ان شاء الله. الحمد لله طبعا شرف لاي مدرب طبعا في مصر
بيمسك المنتخب. يعني دي مش اول تجربه ليا في المنتخب، يعني اول تجربه كمدير فني للسنه دي. ان شاء الله عندنا بطوله افريقيا شهر 7 الجاي مؤهله لكاس عالم، اتمنى ان ربنا يوفقنا فيها باذن الله. وانا مبسوط طبعا بالتجربه دي. طبعا كل مدرب بيبقى ليه طموح، طبعا طموحاتي زي اي مدرب ان انا امسك منتخب مصر الكبير وامسك الدرجه الاولى في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، الكبار برضو باذن الله ان شاء الله باذن الله. نتمنى ودعواتكم ودعوات جماهير النادي الاهلي كلها ان احنا نحقق بطولتين السنه دي زي السنه اللي فاتت ان شاء الله باذن الله. والله زي ما بقول لك هو الجيل كله مميز، يعني الجيل كله مميز جدا. يعني زي ما قلت لك مش هقدر اقول لك مين اللي مميز، بس انا بقول لك زي ما متوقع في 5-6 بروميسنج للدرجه الاولى، هم اوريدي من دلوقتي في الدرجه الاولى ان شاء الله باذن الله. زي ما شفنا تقرير كابتن علي هاشم مدرب شباب 18 سنه بالنادي الاهلي بيقول ان النادي الاهلي لا يرضى بالمركز غير المركز الاول. هو طول عمر النادي الاهلي وكل الناس اللي شغاله بكل جماهيره مش بنرضى غير بالمركز الاول. دي عندك حق يا كابتن علي، نتمنى لك في المرحله الجايه ان شاء الله باذن الله التوفيق، واتمنى حظ كثيرا من البطولات في المرحله القادمه. نخش على الالعاب الفرديه، والالعاب الفرديه هي الحاجه الجميله عندنا في النادي الاهلي، بتحقق ما شاء الله ميداليات كثيره جدا. هنتكلم على لعبه الكاراتيه والتحقيق لسن 18 سنه بسيدات. اتصدروا ايه بطوله الترتيب العام، بطوله الجمهوريه الترتيب العام لبطوله الكوميتيه، كسبوا 2 ذهب، واحده فضه، واحده برونز. كسبت هايدي رأفت الميداليه الذهبيه بوزن 59، وكسبت ياسمين هواري ميداليه تحت 65، وحبيبه ماجد الميداليه الفضيه. لكن حبيبه ماجد اتعرضت لاصابه قويه في المباراه النهائيه واتنقلت على اثار المستشفى، الحمد لله نطمن عليها، الحمد لله هي بخير. ودايما ابطالنا في الكاراتيه مشرفينا ورافعين دائما وابدا راس النادي الاهلي في الميداليات، المراكز الاولى دائما بتحصدهم عن طريق الاول والثاني والثالث في الغالب بيكون من ابطال النادي الاهلي في لعبه الكاراتيه. هنروح للسكواش وبطوله باكستان الدوليه، وفوز كريم عبد الجواد وياسرب عادل الاثنين قدروا يكسبوا بطوله باكستان الدوليه. بطوله باكستان الدوليه قدر يكسب كريم عبد الجواد البطوله، بطوله صعبه جدا، بطوله قويه. قدر يكسب الماتش النهائي للاعب بيرو دياجو الياس، كسب 3-0. النتائج جت كالاتي 11-4 11-2 11-8. بطوله كانت مهمه جدا لكريم عبد الجواد لتحسين الترتيب بتاعه في المرحله المقبله. نفس الوقت برضو ياسرب عادل كسبت نادين هشام بنتيجه 3-0 في مباراه 11-5 و11-9 و11-8. ابطال سكواش بيترتبوا دايما في النادي الاهلي، ابطالنا محطين على القمه وقمه الجدول وقمه الترتيب. معانا مداخله مهمه جدا مع كابتن ناصر زهران رئيس جهاز الاسكواش في النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن ناصر. مساء الخير يا كابتن عوضي، اخبارك ايه؟ كله كويس؟ والله كل ما اتكلمنا اخبارنا كويسه معاك الحمد لله. الحمد لله. طيب الف مبروك والف مليون مبروك كريم عبد الجواد وياسرب عادل والفوز ببطوله باكستان، تقول ايه على الفوز الكبير اللي عملوه الاثنين لعيبه؟ طبعا يعني قبل ما اقول اهني اقول الحمد لله على سلامه الكابتن محمود الفطي اللي هيوصل النهارده ان شاء الله، ونتمنى له يا رب يكون كده راجع. هو وصل الان فعلا. وصل الان في مطار القاهره، تمام. طبعا ربنا يا رب كده يطمنا عليه بصفه دايما. هو طبعا يا رب كابتن ان شاء الله. اتفضل. بنتكلم على بطوله باكستان، الحمد لله يعني احنا عندنا ياسرب كانت ياسرب وكانت كريم عبد الجواد وكان احمد حسني وكان مصطفى عسل كلهم شاركوا في البطوله ديت. يمكن مصطفى كمان عسل عنده 17 سنه وصل دور الثمانيه وطلع المصنف رقم 3 اللي هو اللاعب القطري تميم بالوليلي، وده كان ماتش حلو جدا يعني ما شاء الله، وكسبوا 3-0 يعني دي حاجه تتحسب ليه يعني لمصطفى ان هو ناشئ ويوصل دور الثمانيه برضه ما شاء الله عليه. هنتكلم على الحمد لله. هنتكلم على ياسرب عادل، طبعا دي انت عارف هي جت كانت عندها اصابه جامده جدا في ظهرها ورجع من بعيد قوي، كان ترتيبها حاجه و80، النهارده وصلت رقم 22 على العالم ما شاء الله. حاجه تحسب لها طبعا، ويمكن نهت السنه دي الحمد لله بترتيب عالي جدا. ده عايزين نقول لها احنا منتظرين منها الافضل والاحسن ان شاء الله الايام الجايه، وهي لعيبه قويه جدا لكن الاصابه عطلتها شويه، واحنا كنادي الاهلي جهاز فني مع نشاط رياضي مع مجلس اداره بنساندها بصفه مستمره
وان شاء الله هنشوف منها في الافضل السنين الجايه ان شاء الله والبطولات الجايه ان شاء الله. هايل. لو نتكلم على كريم عبد الجواد، طبعا كريم عبد الجواد انت في غنى عن التعريف، بطل عالم وراجل من المصنفين العالميين. كان مر بظروف صعبه جدا المره اللي فاتت، برضه كان عنده اصابه وكان عدم توفيق في بعض البطولات. الحمد لله هو لسه من افضل ثمانيه الحاجه دلوقتي. طبعا البطوله ديت هترفع كمان من تصنيفه. لعب كل ماتشاته، يمكن كسب لاعب بيرو تيجو دوت، لاعب مميز جدا ولاعب عامل نتائج باهره في البطولات اللي فاتت. وكان يمكن اخر بطوله كانت في قطر، هو اللي طلع محمد الشرباجي من بطوله قطر الدوليه. يعني لاعب لا يستهان به. النهارده كسبت 3-0، سكور قوي جدا. ده يقول لنا ان كريم راجع بقوه ان شاء الله. تمام. ودي هتكون حافز ليه، ان احنا عندنا يمكن من بكره هتبدا بطوله بلاك بول الدوليه ب 180,000 دولار. دي ان شاء الله تكون حافز ليه لكريم ان هو يكسب البطوله ان شاء الله ويعوضنا خير كنادي اهلي. الحمد لله النادي الاهلي واقف وقفه كويسه مع ابطاله كلهم، وعنده مسانده كويسه جدا معنويا وماديا وفنيا. فطبعا انا بشكرك يا كابتن خالد العوض على كمان متابعتك لينا ديت وقناه الاهلي ديت، حافز لينا دايما ان احنا نحقق الافضل والاحسن ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هنتابع بطوله بلاك بول مع حضرتك، وقول لنا الاستعدادات الاخيره للفرق بتاعتنا في بطوله او اللاعبين بتوعنا في بطوله بلاك بول. طبعا عندنا هيلعب مصطفى عسل، وهيلعب كابتن كريم عبد الجواد، وهيلعب كريم علي فتحي، وان شاء الله طبعا هم مساعدين وفي تمرين يومي عدا كريم. طبعا هو كان مشارك في بطوله خارجيه وراجع النهارده ان شاء الله، على اساس هيلعب بعد بكره ان شاء الله بطوله بلاك بول. كلنا طبعا مساندين ليهم، وكلنا كجهاز فني واداري بنساند الفرقه طبعا معنويا وعطينا بصفه يوميه واقفين معاهم هناك، وان شاء الله نحقق كما حققنا من قبل حاجه تفرح جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وكل الناس الاهلاويه ان شاء الله. ومصر كلها تفرح بلعبه النادي الاهلي، لان لعيبه النادي الاهلي ما بيلعبوش باسم النادي الاهلي، بيلعبوا باسم مصر، ودي حاجه طبعا تحسب لنا كلنا طبعا ان شاء الله. كابتن مستوى، كابتن ناصر الزهران، بنشكرك شكرا جزيلا، واتمنى في المرحله الجايه حظ كثيرا من الميداليات والمراكز الاولى في البطولات المحليه والبطولات الدوليه. شكرا كابتن ناصر. وزي ما كان معانا كابتن ناصر واتقال لنا على قلنا له او كلمناه على البطولات الموجوده في السكواش، دايما وابدا فعلا برضو ابطال السكواش رافعين دايما ميداليات، دايما حاظين المراكز الاولى في اكثر البطولات. ان شاء الله في المرحله الجايه يحصدوا اكثر واكثر عشان كل جماهير الاهلاويه تفرح باللاعبين في الالعاب الفرديه. هنخش لاخر خبرين عندنا وعن كره اليد وممدوح طه والاصابه الموجوده في الركبه عنده. الاصابه عانى منها كثيرا، وقف على التدريبات، بدا الجهاز الفني يطلعه مع دكتور احمد عبد العزيز عشان يطمئن عليه، عشان يكشف عليه ويعمل كشف كامل، فحص كامل، يديله في المرحله اللي جايه هيقدر يعمل ايه وهيقدر يستمر هيكمل ازاي او يبتدي يخش في التدريبات الجماعيه ازاي. نخش للخبر الثاني عن كره اليد واستعداد مصر عن كأس العالم لكرة اليد، وعندهم مرحلة قريبة، عندنا 7 لاعبين في النادي الأهلي هيروحوا للمعسكر المجر مع منتخب مصر لكرة اليد، هيسافروا إن شاء الله أو سافروا النهاردة الفجر، هيكملوا 10 أيام ويرجعوا مرة تانية. عندهم ماتشين مع البحرين وماتشين ومعسكر لاتفيا، وإن شاء الله يطلعوا إلى كأس العالم. بينضم إلى لاعبين من النادي الأهلي الموجودين في المعسكر دلوقتي أو موجودين في المجر: اسلام حسن ابراهيم المصري، محمد عصام الطيار، عمر الوكيل بكار، وعمر حجاج، واحمد خيري، وعبد الرحمن فيصل. مجموعه قويه جدا لمنتخب مصر في كاس العالم، السويد والمجر والارجنتين وانجولا وقطر، مجموعه قويه. نتمنى لمصر تروح الدور الثاني. معانا على التليفون من الامارات كابتن علي زين، احد نجوم المنتخب المصري واحد لاعبين النادي الاهلي السابقين. كابتن علي مساء الخير. اخبارك ايه؟ اولا بنبارك لك على الفوز مع نادي الشرق الاماراتي بكاس السوبر، كان الاسبوع اللي فات حاولنا نجيبك ما عرفناش، فلازم نبارك لك ولك الف مبروك كابتن علي. الله يبارك فيك كابتن خالد، الله يسلمك. حاجه كويسه وحاجه مشرفه. بنتكلم على المنتخب المصري وفرصه في بطوله كاس العالم اللي جايه باذن الله في يناير اللي جاي. هو ان شاء الله طبعا البطوله مش سهله ومعانا مجموعه صعبه طبعا زي ما حضرتك عارف. ان شاء الله احنا بنحضر، يعني يعتبر المنتخب بيحضر بقاله فتره كاس العالم،
ان شاء الله احنا نمشي على سيستم جديد بدا فيه مدرب. ان شاء الله يعني احنا حتى السنه دي احنا المفروض اللعيبه المحترفين كلهم هيرجعوا يعني بدري، مش بدري قوي بس يعني حدود 17 12 13 12 الكلام ده. فان شاء الله نتجمع كلنا مع بعض عشان نعرف يعني ما فيش استقرار في الفرقه والناس كلها تبقى فاهمه احنا هنعمل ايه الموسم الجاي. كابتن علي ان شاء الله هتنضم للمنتخب امتى باذن الله؟ ان شاء الله احنا انا عندي اخر ماتش يوم 15 فان شاء الله 17 باذن الله على منتخب مصر. طب قول لي شايف المجموعه ازاي يا كابتن علي؟ معانا السويد والمجر قطر ارجنتين انجولا، تقول ايه؟ مجموعه صعبه، كاس العالم متغير مش زي كل مره. فاحنا عندنا في المجموعه يعني الماتشات كلها هتبقى في الملعب، ما فيش ماتش هيبقى يعني هيبقى يعتبر جامد علينا. مستوى منتخب مصر دلوقتي الناس كلها شايفاه كبيره، احنا ممكن ننافس معاهم. الموضوع كله في الملعب، الموضوع كله يبقى في سيستم في الملعب والماتش كله يبقى فيه كنترول على مدار الماتش. احنا هنحاول ان شاء الله نحسن الكنترول بتاعنا والسيستم بتاعنا ونقلل الاخطاء من عندنا وربنا يكرم يعني. اول ماتش مع منتخب قطر تقريبا، طبعا دي هتبقى اهم حاجه، اهم خطوه لينا في كاس العالم. بالظبط. الماتش ده يعدي على خير ان شاء الله. الناس يعني كل حاجه هتبقى مفتوحه قدامنا يعني. كابتن علي نتمنى لك التوفيق مع الشارقه ونتمنى لك التوفيق مع منتخب مصر، وان شاء الله باذن الله دايما موفق ودايما حاصل بطولات مع كل الانديه اللي بتلعب فيها. كابتن علي زين شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا كابتن خالد واتمنى لك التوفيق وشكرا جدا على المداخله الجميله. ميرسي يا كابتن علي جدا اشكرك. هنروح لاهم فقره عندنا النهارده. فقره بعد ما خلصنا اخبار النادي الاهلي هنطلع لحد بنت النادي الاهلي. بنت النادي الاهلي هنتكلم عليها كتير وهنتكلم معاها. عشان ما نحرقش الاخبار وعشان ما نقولش ايه بالظبط الاوضاع بتاعتها هنطلع لتقرير وهنرجع نستقبل كابتن مروه عيد كابتن النادي الاهلي كابتن منتخب مصر وكابتن نيس الاوروبي بطل فرنسا نادي كبير احتراف مسيره كبيره مع كابتن مروه عيد. هنعرف منها كل الاسرار مش هنقدمها لكن تطلعوا تقرير وترجعوا لنا تلاقي كابتن مروه عيد قاعده معانا ونسالها عن كل حاجه تقرير وترجعوا لنا مره ثانيه. مروى عيد عبد الملك كما يعرفها الناس لكن اسمها الحقيقي هو إحسان. ولدت في 27 من نوفمبر عام 1986. بدأت لعب كرة اليد وعمرها 6 سنوات بمركز شباب زنهم. مروى من عائلة أهلاوية كبيرة حيث أن شقيقتها الكبرى هي حنان كانت لاعبة لكرة اليد أيضا في النادي الأهلي. لحقت بها مروى قبل أن تعتزل وحاليا شقيقتها الصغرى هي نصرة تلعب حاليا في النادي الأهلي. مروى تعتبر نفسها مشجعة درجة ثالثة في القلعة الحمراء. انتقلت مروى لصفوف النادي الأهلي عام 1996 استمرت معه 14 عاما متتال حققت فيهم العديد من الانتصارات والبطولات. قادت سيدات الأهلي لكرة اليد للهيمنة على جميع البطولات. لا تذكر أنها خسرت مع الأهلي سوى مباراتين أو 3 مباريات على الأكثر طوال مسيرتها. بدأت اللعب في صفوف المنتخب المصري منذ عام 2003 تألقت بشدة في بطولات إفريقيا. بدأ حلم الاحتراف يراودها لكن تجربتها الأولى في ألمانيا لم تنجح حيث لم تتأقلم وعادت سريعا عقب أسبوع واحد فقط لتستمر مع الأهلي. أكدت مروى عيد أن الكابتن محمود الخطيب أسطورة النادي وعضو مجلس الإدارة السابق كان له الدور الأكبر في احترافها عقب بطولة إفريقيا عام 2010 عندما شرحت له أنها تحلم بالاحتراف. فأكد لها أنه لن يقف أمام مستقبلها بل يتمنى أن ترفع اسم الأهلي ومصر عاليا خارج البلاد.
أصبحت مروى عيد أول محترفة مصرية بعد الانتقال لنادي أونيس الفرنسي في الدوري الدرجة الثالثة، لكنها قدمت مستويات رائعة قادت فريقها للدرجة الثانية قبل أن تنتقل هذا الموسم للدوري الممتاز لنادي نيس الفرنسي. من الطرائف والعجائب أن مروى عيد لم تتوقف في تألقها عند كرة اليد، بل مارست كرة القدم لفترة ليست بالقليلة في نادي وادي دجلة. كانت هدافة الدوري النسائي في أكثر من مناسبة، لكنها قررت اعتزال كرة القدم بعد احترافها لكرة اليد. حصدت مع الأهلي ثلاثية محلية خلال 14 عاما قضتها داخل جدران القلعة الحمراء، كما حصلت على جائزة أفضل جناح أيسر في بطولة إفريقيا عام 2004، وفي نفس البطولة حققت لقب هدافة البطولة، فيما حصلت على هدافة الدوري الفرنسي خلال عامي 2013-2014 2014-2015. تتمنى مروى عيد الاستمرار في النجاح الاحترافي واللعب في دوري أبطال أوروبا يوما ما. جاءت لها العديد من طلبات التجنيس، حيث أن مصر لا يوجد لها منتخب نسائي حاليا، وذلك من أجل المشاركة في كأس العالم، لكنها لم توافق حتى الآن. تحلم بعد ختام مشوارها أن تكون مدربة لمنتخب مصر لكرة اليد أو القدم، وأن تقود سيدات مصر للتألق في المحافل الدولية. لا زالت مسيرة عطاء مروى عيد في الملاعب الأوروبية تتواصل، تتألق لتكون خير سفير لكرة اليد النسائية المصرية. مروى عيد عبد الملك، محترفة بدرجة مشجع بجنون. اعتقد ان قدرنا نعرف مين معانا، بس فعلا هي لعيبه كبيره، هي لعيبه. اولا هي مشجعه من الطراز الاول درجه ثالثه، يعني بتعشق حاجه اسمها النادي الاهلي، بتموت في حاجه اسمها النادي الاهلي. ما تقولش اي حاجه، يعني قولها اي حاجه ما تلعبيش كويس ما تكلمش معاك، تجيب لها سيره النادي الاهلي تبقى عندها مشكله كبيره تحصل عندها حسس في دماغها زي ما بيقولوا. لكن هي كابتن كبير وكابتن النادي الاهلي واول لعيبه محترفه في نادي اوروبي كابتن الفريق، حاجه كبيره جدا جدا جدا. حققت امنياتها، طلعت من الصعب، خدت من طريق كبير عشان تطلع، خدت كفاح. انا شاهد على هذا الكفاح، لكن هيكون معانا لازم نقول لكابتن مروى عيد مساء الخير. مساء الخير كابتن خالد، لي شرف تواجدي معاك وتواجدي في قناه النادي الاهلي. مروى منوره بجد، عايز اقول لك تاريخ كبير في كره اليد، وكابتن نادي نيس هو رابع الدوري اعتقد، مظبوط كده؟ لكن خلينا نبدا رحله الكفاح، انا بسميها رحله كفاح كبيره. بتشجع النادي الاهلي من امتى؟ ساعه ما اتولدت. ساعه ما نزلتي وقلتي اهلي. النادي الاهلي احنا بنتولد تحس ان هو بيجري في الدم كده على طول. بيجري في الدم، سبحان الله، حاجه غريبه بجد والله. طب روحنا ملعب الهاندبول ازاي؟ انا بدات الاول في مركز شباب زينهم خالص. تمام. ساعه ما بدات مركز شباب زينهم مع كابتن مجدي عبد السلام، كابتن احمد زين، كابتن شريف الشريف، وكان اللي وداني اصلا كانت ساعتها حنان اختي، حنان عيد، كابتن النادي الاهلي ومدرب في النادي الاهلي حاليا، وكابتن منتخب مصر، وكانت بتلعب في النادي الاهلي. الحقيقه بس انت عارف احنا او في عائلتنا عامه او عندنا حتى ما فيش واسطه، فاهم قصدي؟ كل واحد بيعتمد على نفسه. بدراعه. فانا بدات بس لازم نقول للناس كابتن حنان الكبيره، حنان، كابتن مروه الثانيه، كابتن ناصر الثالث. كابتن ناصر دي موال ثالث دي. ما شاء الله، اتفضل. دي موال كبير ناصر دي برده. لعيبه كويسه وصغيره وهي مستقبل النادي الاهلي يعني ان شاء الله باذن الله. بس وبعد كده انتقلت النادي الاهلي وانتقلت من ما تجريش بيا ما جريش ماشي مركز شباب زينهم، لعبنا هاندبول، وكان ايه الوضع؟ ليه رحت الهاندبول؟ اشمعنى رحت الهاندبول دي؟ والله بص انا رحت الهاندبول كان كابتن مجدي عبد السلام بالاخص يعني شافني بلعب كوره في الشارع اصلا يعني. ايوه هو شافني بلعب كوره. انا عايزك تبتدي الحكايه مظبوط. بالظبط، هو شافني فعلا بلعب كوره في الشارع وقال لي تعالي احنا عايزينك وتعالي لنا وبتاع، وانا ما رحتش، عارف بلعب كوره فمكمله مفيش مشكله خالص، لحد ما كانت طنط عفاف مامه كابتن شيماء عبد العزيز كانت لعيبه في النادي الاهلي برده. ايوه هي اللي ودتني بقى لكابتن مجدي، فاول ما شافني قال لها بس هي دي اللي بدور عليها، هي دي، هو بقى اللي علمني كل حاجه. بتعرفش تعالي كوره؟ لا. تعالي كوره ازاي في الشارع؟ لا كنت بلعب كوره في الشارع، بلعب كوره على فلوس وموال كبيره. بس وبعد كده انتقلنا للحب الكبير عندك في كان حلم دي. كان بالنسبه لي حلم. كنت شايفه طبعا كابتن حنان عيد هي مثلي الاعلى واختي الكبيره وكابتن منتخب مصر كابتن النادي الاهلي، فكان حلمي في يوم من الايام ابقى زيها.
انتقلت النادي الاهلي. النادي الاهلي اشتراني بشويه ترنجات وشويه كور وحاجات كده لمركز شباب زينهم، لان شرفت ان انا خرجت منه وطلعت منه مركز شباب زينهم. الحلم خلاص انت وصلت لحلمك. ف اوقفك اتفضل. اول يوم دخلنا في النادي خلاص ده النادي اللي انت ما كنتش مصدق والله. من قبلها يوم كنت بحلم وكان في مشاكل، كان مجلس اداره بتاع مركز شباب زينهم ما كانش موافق ويعني فانا بحلم، يعني انا بحلم ان انا اخش المكان ده. فاكره اليوم كويس قوي اللي دخلت في النادي؟ طبعا فاكره. من اول يوم كان اول واحد كان استقبلني كان كابتن اشرف فار، ان هو اول واحد كنت اتدربت معاه داخل كابتن اشرف الفار كويس. ده كان اول واحد كنت اتدربت معاه. اتدربت مع مدربين كتير جدا جدا، كابتن تامر عادل، كابتن امجد عويس، كابتن محمد عادل زوله الله يرحمه، كابتن مصطفى عباس، كابتن اليوبي، والعظيم كابتن اشرف شوقي رحمه الله عليه العظيم. ده حبيبي، ده الله يرحمه. بصي هقولها لك بصراحه، انا عارف التاريخ. اشرف شوقي علق معاكي كتير رحمه الله عليه، فرق معايا جدا. ليه؟ انا كان مستوايا كده لما هو جانا عالي معايا جدا، اختلفت خالص. كنت بلعب وينج كمان معاها، وفي 2004 شاركت في بطوله افريقيا مع منتخب مصر، خدت هداف افريقيا واحسن وينج لفت في افريقيا من وينج سوا اشرف شكري. وانا في الملعب بتكرم رفعت سماعه التليفون عليه، قلت له انا مش عارف اشكرك ازاي، انا كنت متضايقه لما كنت بلعب فيرود، بعدين قام طلعني وداني وينج. كان مسميني جاكسون على اسم جاكسون بتاع فرنسا بالظبط. فقال لي هو ده مكانك، هتشوفي هتبقي ايه. وكنت متضايقه جدا وصغيره بقى، عندي 16 سنه وفاهم مش متعفرطه متعفرطه بس. ف الله يرحمه يعني، هو فرق معايا جدا جدا، فرق في شخصيتي وفرق في الهاندبول. هو كان دماغ الهاندبول بتاعته انا ما قابلتهاش في حياتي صراحه. هو ضرب عظيم، بس هو معاكي انا كنت بتفرج عليه يا مروه وبتاع، وفي شد وجذب بينك وبينه جدا. وحتى قصاد الفرقه ما بشكرش فيها ابدا خالص، اتكلم عني قصاد الفرقه ما مش انا النجم. طب والعلاقه بينك وبينه؟ كويسه جدا، علاقه اب بنته الله يرحمه ويحسن اليه من يعني بعد فضل امي وابويا وربنا سبحانه وتعالى طبعا، امي وابويا والنادي الاهلي، فضل يرجع لنا اخيرا كابتن اشرف شكري رحمه الله عليه. تاريخ كبير كابتن مروه، بس هو سؤال برضه، كابتن احسان عيد عبد الملك، انت ليه بتحمد عيد عبد الملك؟ لا لا خالص، تشابه اسماء. تشابه اسماء كويس. تشابه اسماء. طب مين مروه؟ احنا اهلاويه انت عارف. انا عارف سكتنا صح كده. طيب ازاي مروه وازاي احسان؟ جت منين؟ والله هو الحاج، يعني الحاج ابويا هو اللي قرر يسميني احسان عشان كان في حد مربيه، كانت ست كبيره يعني، كانت هي اللي شبه اللي مربياه، فهو يعني قرر ان هو يسميني احسان، وامي كان نفسها مروه، فقرروا ان هم يكتبوني في الاوراق الاسميه احسان، والشهره بقى مروه، فخلاص بقى الوضع كده. احسان دي خالص؟ لا احسان بقى انا اسمي الحقيقي احسان اصلا، بس مش مروه، هو مفيش مروه، هو احسان مفيش مروه. ايوه. واسمها بيقول لك ايه في اوروبا؟ ايشان. ايشان اسم ثالث خالص. ما انا عايز اعرف بقى ثلاثه مع بعض متداخلين. طيب هطلعك من عين السيره او مركز شباب زينهم والاحلام اللي كنت الورديه، وسافرت تجربه احتراف في المانيا. كنت حضرتك موجود معايا طبعا في الفتره ديت، وكان لسه احكي حاجات ما حدش عارفها انا قلت بس خالص بالظبط. وكانت برده كان طنط دعاء طنط دعاء عبد الباري، كان هي ليها عملت مجهود كبير معايا برده عشان اسافر المانيا، وفعلا سافرت وعملت اختبارات هناك، وكانوا اتفقوا معايا على كل حاجه وخلاص. كان عمري 17 سنه صغير، 7 ايام قعدت اسبوع بالظبط، جيت جالي على النادي، رجعت قعدت اعيط، ما قدرتش استحمل خالص، ما مش عارفه، حسيت ان انا فجاه كده عايزه ارجع مصر، عايزه ارجع مصر، وكنت هخش الجامعه وبتاع، يعني ما استحملتش، كنت صغيره قوي، بس انا شايف انها كانت فرصه، وكانت فرصه كبيره قوي ضاعت مني بصراحه. لكن فرصه جات لي. هتختلف في مسيره حياتك الاحترافيه؟ طبعا لان انا كنت بدات عندهم درجه اولى، كمان كانت درجه اولى ممتازه، كان 17 سنه ورحنا درجه اولى ممتاز. كانت تفرق 17 سنه كانت تفرق خالص. وانت جاي مسافره كان عندك عقدين، كنت انا شريك في واحد فيهم. صحيح مودينك ده في تاني دوري تقريبا في اوروبا، بالزبط. ابطال اوروبا وكان الناس مستنيينك بالظبط، دي حقيقه. فجاه لقيتك بتتحولي تروحي نادي في درجه ثالثه. بدات في درجه ثالثه بالظبط. الموضوع بدا اصلا من الاساس من عندي اتنين صحابي، اصحابي كانوا في منتخب مصر، مي عادل كانت لعبة نادي سبورتنج ومنتخب مصر، وكانت مروه محمد شوقي لعبه النادي الاهلي ومنتخب مصر برضو. هم صراحه يعتبروا هم اللي عملوا كل حاجه، يعني هم اللي خدوا الفيديوهات بتاعتي وقصوها وعملوا لي سي في وحطوا لي، هم اللي عملوا كل حاجه بصراحه. شركه معاك؟ هم شركاء او هم اساس النجاح. مروه شوقي. مروه شوقي دكتوره. مروه شوقي مهندسه. حياتك مهندسه سوري. بالظبط حياتك. يعني الواحد طلع باصحاب كتير قوي من الهاندبول الحمد لله. يعني بصراحة مروة ومي عملوا معايا مجهود كبير جدا 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 بصراحة، في كل حاجة، سواء بقى في الترجمة، في كل حاجة، هم عملوا كل حاجة، حتى في الإقامة، في موضوع السفارة، زي أروح السفارة، زي أخلص ورق، يعني
ما كنتش خالص. ما هم عملوا كل حاجه، انا بس بروح هم بيكلموني يقولوا روحي كذا، كلموني روحي اعملي كذا، بس لحد ما ربنا كرم ونادي لاروشيل اونيس لاروشيل بعته للنادي الاهلي وكنت شرفت، كان اول لقاء ليا مع كابتن محمود الخطيب ولان النادي كان عايز يطلعني اعاره وهناك كانوا عايزين يبيع نهائي. فلما قعدت مع كابتن محمود الخطيب قلت له انا دخلت التاريخ ان انا قاعده معاك، بس انا كده خلاص مش عايزه حاجه تانية، الموضوع بالنسبه لي انتهى خلاص، فبس انا اتمنى ان الموضوع يبقى بيع نهائي وانا تحت امر النادي في اي وقت. فقال لي احنا بس مفيش مشكله مش هنقف قصادك يعني ولا قصاد مستقبلك، لان هو عارف ان الفريق هنا مش هيتاثر خالص، لان الحمد لله المنافسه النادي الاهلي يكاد يكون يعني مكتسح كل حاجه الحمد لله حد الى يومنا هذا. الى يومنا هذا النادي الاهلي مكتسح، بيكسب 3 بطولات ما شاء الله. مش بس ما اكذبش عليكي برضه، لازم اساله لك، النادي الاهلي خسر ماتش المعادي لسه من اسبوعين، والله ولعت الدنيا. بص انا تاثرت نفسيا برضه الصراحه، يعني تاثرت نفسيا مفاجاه لان احنا عمرنا ما خسرنا خالص، ما خسرناش. انا في تاريخي مع النادي الاهلي ما اعتقدش ان خسرت 14 سنه تاريخ النادي الاهلي ما خسرتش ماتش هو النادي خالص. لا 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 محليا ما خسرتش مصر خالص خالص مستحيل، يعني ما حصلتش خالص. الموضوع كان مؤثر جدا بس برضه الفريق فيه اصابات، يمكن نصر عيد مش عشان اختي بس هي فعلا مصابه مش موجوده بالظبط لعيبه مؤثره جدا، عدم وجودها طبعا فرق بس هو كان ماتش له ظروفه حصل دلع برضه شويه يعني ممكن صح؟ ممكن يعني بيجي وقت كده والدنيا تريح معانا ساعات بيحسوا ساعات لعيبه برضه يعني الخبرات الى حد ما مش كبيره جدا بيحسوا بنفسهم شويه وده مش المفروض يحصل يعني. لكن الاسبوع اللي بعده كسبناهم سكور كبير فردناها الاسبوع اللي بعده على طول في بطوله المنطقه 25-8 27-24 25-8 يعني مفيش منافسه. لا لا خالص مفيش منافسه في مصر. لا لا علمك وانت طالعه اول يوم وركبت فيه الطياره وراح نادي لاروشيل تقولي ايه يعني او تفتكري ازاي يعني طلعتي سافرتي ورجعتك تاني اوروبا رحتي درجه ثالثه الفرق كبير جدا بس ده كان اختيارك؟ كان اختياري لان فكره التاقلم، لان انا جربت وانا عندي 17 سنه لما رحت على فرقه كبيره حسيت نفسي انا قادره الحمد لله وقادره ان انا العب واثبت نفسي. قلت لك كده صح؟ دي حقيقه. انت قلت لي الكلام ده حقيقه. تقدري تلعبي؟ ده حقيقه ده حقيقه. برضه كنت صغيره للاسف كان سني صغير ساعتها بس من اول يوم انا كان حلمي العب درجه اولى يعني هو ده الحلم. كويس. فانا خدتها من تحت بقى خالص زي ما بيقولوا كده من الصفر يعني. فما اكذبش عليك اول 3 4 شهور ما كانش مستوايا ما كانش هي دي مروه. لا عايزه لا ما تجريش بيا، انت بتجري بيا انت بتجري بيا مروه. عايز اعرف لما ركبتي طياره وراح حلم احترافك، انا عارف ان ده كان حلم عندك في حياتك. دي حقيقه. راح تحققيه؟ تكلميش فرنساوي؟ اعتقد اللغه الانجليزيه كانت سنه قليله اعتقد. ده حقيقه ده حقيقه كده ده حقيقه بس خلينا نتكلم مدرس حكومه يعني. بالظبط يعني لكن في الاخر سافرتي ورحتي واول يوم اول يومين اللغه اللي حواليكي مش موجوده المانيا 17 سنه مشيتي وسبتي اشتغلت ازاي على نفسك؟ والله بص كوتش هو طموح طول ما انت عندك طموح طبعا مفيش حاجه سهله سواء انت قاعد هنا او بره او اي حاجه بس بالعكس الوضع بره بيبقى مختلف ان انت لوحدك فعلا انت يعني 100% انت لوحدك بالظبط انت مش عارف ايه اللي هيحصل فعلا. انا اول يوم في المجهول في اول يوم وصلت فيه وخلاص بقى قفلت الباب عليا وبقفل بالترباس هو انا عملت كده انا مش عارف انا مش عارف ايه اللي بيحصل فاهم بس لكن مستوعبه لكن ده كان دور برده كبير جدا ساعدوني فيه كان اهلي امي وابويا برده طبعا تليفونات كلام طبعا امي ما بتنامش غير لما اكلمني لازم 8 سنين في فرنسا ما شاء الله فيش يوم نامت فيه من غير ما اتكلم لازم تمسوا على بعض اجباري لعب معاك مش بالظبط فكان ودور صحابي برده في صحاب كتير جدا وقفوا معايا الصراحه مين كان بيسبورت مروه عيد هناك في الغربه واكيد هنا في مصر بتشوف صحاب كتير خلينا نتكلم بصراحه طبعا. لكن في الغربه مش كتير هيكونوا بيكلموا مروه عيد دي حقيقه فعلا هيتكلموا عليها شويه يعني هيقولوا بقى مروه عيد وسافرت وهترجع صح سمعتي ده؟ كتير طبعا وقبل ما اسافر سمعت في وداني كمان سمعت مش هتكمل هترجع وبتاع ما ده بقى اللي بيخليه حافز قدامك فاهم قصدي اللي هو دي لقيت النادي الاهلي بالظبط هو تحدي بيني وبينك انا انت مفيش مشكله صح. انت هتفرح النهارده مفيش مشكله افرح بس في الاخر هنشوف مين فينا اللي هيضحك في الاخر بس 9 سنين ضحكتي في الاخر الحمد لله صح الحمد لله رب العالمين قولي لي التجربه الاولانيه او اول 4 شهور بتقولي ان كان في مشاكل معاكي يعني مش عارفه تتاقلمي على الاجواء مش عارفه ضغطتي على نفسك ازاي ومين اللي كان بيسبورت في المرحله دي والله طبعا اهلي واصحابي هنا من مصر وربنا برضو فضل دعاء امي وابويا ليا ربنا كرمني بعيله من تونس
كان ابنهم بيدرب في نفس النادي اللي انا فيه، فدول يعتبروا عيلتي الثانيه. هم وقفوا معايا جدا 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 وساعدوني جدا جدا بصراحه. يمكن انا كان حظي وحش اني اول ما وصلت كنت اتصبت، كان ريست ايدي اتكسر مني، ف يعني كان عندي شويه حاجات كده مش مظبوطه في الاول، اصابات وحاجات كده، لكن بعد كده الحمد لله رب العالمين. يعني مع رجوعي بعد الاصابه على طول الدنيا اختلفت معايا خالص بقى. كل ماتش ربنا بيكرمني 10 تجوان 14 جون، فبدا اسمي يتعرف، بدا يجددوا معايا. انا كنت ماضيه 9 شهور بس في الاول. 9 شهور كنت ماضيه 9 شهور بس. ما هم انا جاي من المجهول، ما هم مش عارفين، ما هم مصري يعني. هاندبول مصر انت عارف، ما يعني ما فيش، ما حدش يسمع عن هاندبول بنات في مصر خالص خالص. فهم مضوا معايا 9 شهور، فيا دوبك اول ما جه شهر 12 قال لي هنمضي معاكي على طول، هنكمل. مضيت سنتين. انت بتاخدي كام؟ والله حاجات بسيطه خالص. لا مش هناك، سيبك من بره. كنت قاعد كده في مصر ساعتها. في مصر كنت باخد 900 جنيه. 900 جنيه، وكانت اعلى فئه. كانت اعلى فئه في الحياه ده كده. انا نجم كده انا. يعني قافله. وبره ما خدتيش فلوس كويسه في الاول؟ لا خالص، لا فلوس كانت قليله برضو خالص. هي الفكره مش فكره فلوس والله، كانت خالص. الفكره مش فكره فلوس، لان اولا اخيرا هو رزق. طول ما انت راضي فربنا هيكرمك، بس هو رزق. يعني ما حدش عارف، يعني ممكن اخد فلوس كتيره قوي بس ممكن تصرفها على ايه، فهو اهم حاجه الرضا، فهو ربنا اللي بيرضى. راضيه الحمد لله. كان فلوسك قليله لكن كنت راضيه ان انت تجربه الاحتراف تنجح عليها. هو طموح زي ما قلت لك. يعني انا ليا هدف، هو هدفي ما كانش المكان اللي انا سافرت له، انا هدفي فوق. طب هنقف عند الهدف عشان اريح معاكي. اوكي. عشان الكلام كتير معاكي بصراحه. حلو. وهنطلع ليه فريق السيدات النادي الاهلي. أوكي. قالوا كلام كتير عليكي، هنسمع انا وانت. تمام. ونرجع مره ثانيه. اوكي اتفضل. طبعا اكيد ان احنا فخورين جدا باللي انت بتعمليه واللي انت بتحققيه، وكل انت حلم لاي بنت دلوقتي بتحقق، عايزه توصل للي انت وصلتي له. فيا رب دايما متالقه وموفقه في الدوري الفرنسي، وتعملي ان شاء الله وتحققي كل حاجه انت نفسك فيها، وربنا يكرمك ان شاء الله. وحشتينا، كان نفسنا قوي تكوني معانا، وكل سنه وانت طيبه، عشان عيد ميلادك كان من كام يوم، وان شاء الله تكون يعني رافعه راسنا كده دايما بره. يعني بقولها ربنا يوفقك ومشرفانا دايما، وبجد بجد انا بحبك قوي كابتن مروه. يعني يا رب دايما احسن واحسن، ودايما مشرفانا ورافع راسنا ورافع راس مصر، ويا رب دايما نشوفك احسن واحده في اي مكان انت فيه يا رب. ربنا يوفقك يا مروه، وانت بجد شرفتي مصر وشرفتي كل بنات الهاندبول، وانت يعني انت اللي رافعه دايما راسنا، وربنا يوفقك دايما في يعني وخليكي دايما في تقدم وتقدم ان شاء الله باذن الله. بصراحه رفع راسنا يعني حقيقي. ربنا يخليك. هم قالوا كده والله، يعني فخورين بيك قوي يا مروه في كلامهم. والله يا كابتن ليا الشرف، والله انبسطت جدا جدا كده، تقرير مفاجاه بالنسبه لي. ما كنتش متوقعه خالص. مش متوقعه جدا طبعا. بشكر كباتن النادي الاهلي الكبار كلهم، و يعني كان ليا شرف ان انا لعبت مع ناس كتير منهم، و يعني بشكرهم جدا على الكلام اللي قالوه دايما. يعني هنقف عند الاحتراف والتجربه الاولانيه، وقلنا ان كانت فلوس قليله لكن كان الهدف او الطموح بالنسبه لك ان انت تحققي في اللي جاي. حققتي ايه مع نادي الورشيل في الاول؟ الاولاني بالنسبه لك كان الطموح، او انا رحت نادي اصلا عشان يصعدوا من ثالثه لثانيه. من ثالثه؟ من ثالثه لثانيه. هم عندهم كام درجه هناك؟ خمسه. خمسة. معاك لحد خمسة تحت. انت يعني في النص، روحتي على النص. رحت في ثالثة او زي. كويس. كان ده الطموح. اول سنة ما حلفناش الحظ، ثاني سنة الحمد لله صعدنا. كنت هدفت الدوري؟ صح. هدفت الدوري، هدفت الفرقة الحمد لله. لما صعدنا درجة ثانية، درجة ثانية يعني برضو هو بروفيشنال قوي هناك. بكلمك بصراحة، المستوى فين بتاع درجة ثالثة هناك؟ أعلى مصر كتير ولا قريب ولا إيه بصراحة؟ يعني اعلى من مصر بحاجه بسيطه. اعلى من مصر حاجه بسيطه، حاجه بسيطه، او ممكن نقول زي مصر يعني. تمام. عشان برضو يعني ندي كل حقنا. درجه تانية اعلى طبعا من مصر بكتير. اعلى بكتير طبعا، لان في محترفين كتير جدا. ربنا كرمني فيه برضو، كان في اول سنه ليا معاهم مع الدرجه التانية، يعني ربنا كرمني، كنت هدفت الدوري واحسن سنتر هاف، بعتقد 249 جون في 22. مش ربنا كرمني جدا الحمد لله. يعني في ثاني سنه، في ثاني سنه على طول. ربنا. بعد اربع شهور ما كانش في لغه، اتعلمنا فرنسيه في قد ايه؟ يعني في خلال ثلاث سنين كده. ثلاث سنين. هي لغه سخيفه شويه. بس وانا مش من النوع اللي بحب المذاكره قوي كمان خالص. لا خالص. جبتي مدرس ولا عملتي ايه؟ خالص، هي بالمعامله كده. بالمعامله. بالمعامله. بتتكلم يعني فرنسيه دلوقتي 50% 60% ولا 100%؟ ممكن نقول 80 85%. ما شاء الله. خلاص. الحمد لله. هي. الحمد لله. الحمد نكمل لله. بقى ثاني سنه. ثاني سنه نفس الفكره برضو، خدت هداف الدوري، بس كان بتلعب عليا مان تو مان بقى خلاص على طول. عرفوكي؟
خلاص بقى يعني هو الحكم احنا بنسنطر الحكم بيصفر انا ملعوب عليا امان من اول دقيقه في الوقت ده خلاص حتى اللعيبه اللي معايا في الفرقه والمدرب قالوا لي خلاص لازم تمشي يعني لازم تطلعي الدرجه الاولى خلاص في السنه ديت فعلا كنت بلعب في ماتش باريس وجالي رئيس النادي بتاع نيس والمدرب بتاعهم وبالمناسبه المدرب بتاعهم هو مساعد مدرب منتخب فرنسا دلوقتي اللي خد معاهم كاس العالم وبيلعب بطوله اوروبا دلوقتي واتكلموا معايا سيدات سيدات اتكلموا معايا وكل حاجه فقلت طبعا ده حلمي ما عنديش مشكله خالص ده حلمي انا اصلا جيت فرنسا عشان انا عايز العب درجه اولى فيمكن هو ده اللي حصل فعلا ومضيت معاهم مضيت 3 سنين اول سنه يعني اديت اداء كويس جدا الحمد لله رب العالمين والسنه اللي بعدها على طول حصل تغييرات كتير في الفرقه وبتاع وقرروا ان هم يختاروني كابتن فريق وبقيتي كابتن فريق نيس بقيت اول بنت مصر اللحظه اللي اتقال فيها مروة عيد يا كابتن الفرقه ايه بص هو انا صراحه ما كنتش مستوعبها يعني ان برضه انت مهما كان لعيب اجنبي انت مش بالزبط. مواطن يعني بالزبط. بس فانا الحمد لله رب العالمين يعني املك مش شخصيه اللي يخليني ابقى جديره بالمكان دوت لان انا شرفت ان انا كنت كابتن فريق النادي الاهلي في الاول الحقيقه وكنت كابتن منتخب مصر فالحمد لله يعني الواحد محظوظ ان هو خرج من النادي الاهلي لان انا اتعلمت يعني احتراف تعلمت يعني ايه انك تبقى كابتن فريق تعلمت يعني ايه مكسب تعلمت روح تعلمت كل حاجه فانا رايحه هناك اوريدي انا بروفيشنال اوريدي مروه قولي لي انت ماشيه في نيس دي حقيقه اي حد بيتمنى نيس طبعا ليه انت ماشيه الجمهور بعمل معاك ايه هناك والله انك الحمد لله انا ليا الحمد لله بقى ليا اسم كبير قوي هناك الحمد لله واسمي مميز جدا حتى مع الناس الاعضاء بتوع النادي او الناس السبونسر او كل حاجه وفي ناس كتير بتوقفني ساعات هناك برده وبنقعد في حته شدوا حيلكم ماتش مهم الاسبوع الجاي الكلام دوت يعني الاجواء برده الى حد ما بيقلب عليكي ولا لا والله خالص لا خالص الحمد لله يعني دايما ببقى عند حسن ظنهم فالحمد لله الواحد بيعمل اللي عليه وانا اخيرا بيبقى توفيق من ربنا يعني حبك الكبير لكره القدم خلاكي لعيبه في نادي دجله مظبوط دي حقيقة وكنت هدافة وكنت كل حاجة دي حقيقة هدافة الدوري دي حقيقة وسبتي الكورة وسبتي العالم ده ورحتي الهاندبول بس علاقتك بلعيبة الكورة علاقة قوية جدا طبعا صح طبعا لأن أنا عشت أيام معاهم كتيرة جدا كويسة سواء مع في نادي وادي دجلة أو مع منتخب مصر لي أصحاب كتير جدا ولسه أصحابي لغاية دلوقتي والكورة بالنسبة لي حياة هي مش كرة القدم بقى طبعا مش لعبك مش لعبي خالص الفرجة عليها لا الفرجة عليها تشجع ريال مدريد بشجع النادي الاهلي وريال مدريد بتاع شخي رونالدو شخي رونالدو ما هي دي المشكله ده اختلافنا الوحيد قولي لي بالظبط قولي لي فعلا لما بتشجع النادي الاهلي انا بشوفك على السوشيال ميديا طبعا مش تعليقات تقيله تقيله ليه؟ عشان انا بحس نفسي انا عارف ان ده ممكن يكون ضد الاحتراف وضد العادات والتقاليد الرياضيين والكلام ده انت فاهم قصدي بس انا بحس نفسي عنصريه جدا للنادي الاهلي ده المكان اللي اتربيت فيه ده المكان اللي خيره عليا ده المكان اللي اداني كل حاجه في الحياه بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا فارتباطي بالنادي الاهلي مش بس ارتباط مشجع عايز فريقه دايما رقم واحد في كل حاجه لا بقول لك ده المكان اللي رباني ده المكان اللي شفت بيتي بالظبط كده زي بيت كل اهلاويه بالظبط انا دايما لما بقعد في النادي دايما مع كابتن دعاء عادل وكابتن مي عمر كان برده كباتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر بالظبط دايما واحنا قاعدين دايما عند التنس هناك اقول لهم انا نفسي ابني بيت في الحته دي واقعد هنا انا نفسي اعيش هنا عايز اعيش في النادي الاهلي انا نفسي اعيش فعلا والله مش انا مش بحاجة. انا عارف انا الموضوع انا متاكد هو مرض هو حب الاهلي لينا مرض فاهم قصدي مفيش مروه متابعه كل ماتشات النادي الاهلي لان كل السوشيال ميديا لما بعد ماتش الاهلي خساره او مكسب لازم تكتبي عليه حاجه طبيعي ما انا دايما موبايلي دوت او في البيت هو ماتشات الاهلي دايما بس. الفيسبوك كل البيجز بتاعت النادي الاهلي كلها متابعاها 24 ساعه يعني هو ده ايه بالسوشيال ميديا والله علاقه يعني بحس انها برتاح فيها جدا يعني انا 24 ساعه لان طبعا بعيده عن مصر جدا وبعيد عن النادي فدايما ما بحبش اكون بعيده دايما احب اكون متواجده جوه المكان جوه الحدث حتى قبل ما اسافر كنت دايما بروح الاستاد دايما موجوده راح الاستاد مانشستر راح الاستاد من يومين بالظبط ورايحه ان شاء الله ماتش الجونه وراح ماتش الجونه يوم الاربعاء ان شاء الله طول ما انت موجوده في مصر هتروح الاستاد لازم ده اساسي مفيش كلام جماهير النادي الاهلي والسبورت المروه عيد وهي محترفه ايه شرف كبير جدا ليا صراحه ناس كتير بتقف جنبي وناس كتير بتقف معايا حتى لما برجع هنا في الاجازات او في حاجه ان الناس تقف وتعرفني او الناس تتكلم معايا وتسلم عليا ده بالنسبه لي شرف كبير جدا 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 لولا جماهير النادي الاهلي طبعا ودعواتهم ليا فبحب اشكرهم جدا الصراحه سبورت ليا بطريقه كبيره جدا سواء في وقت الانكسار لما بخسر ولا وقت ما اكون مصابه ولا حتى وقت المكسب يعني بحس ان انا ليا اهلي وعزوه كده هم جمهور السوشيال ميديا بتاعك دي حقيقه بيسبورتوا دايما ومتابعين مروه عيد ومتابعين ماتشاتك ومكسبك
دي حقيقة متابعين متابعين جدا، وحتى في مشاكل حتى لما الاهلي خسران بنتناقش سوا بنتكلم سوا بيبعتوا لي وبرد عليهم، يعني احنا واحد بترد. احنا دايما احنا يعني احنا دايما اقول لهم كده دايما متجمعين على حب الاهلي. فدي حاجة مهمة جدا. مروة عيد بعد تاريخ كبير واحتراف وكابتن، مش عايز اكبرك بصراحة لحسن يعني، في صور ليه الصورة دي؟ دي في الاستاد عشان نادي الاهلي طبعا برضه لابس احمر. ده اساسي لازم بيجري في الدم كده مفيش ما بتهزريش. طيب بيجري في صور الدم. تاني معانا صور تاني صح؟ بيجري في الدم بيجري في الدم فعلا. طبعا طبعا. بصي عندنا كم صور، احنا اعتقد هيطلع كذا صوره دلوقتي. اوكي عايزك نعلق يعني هيجيبوها بس هيجيبوا لك 4-5 صور كده نعلق عليهم، لكن قولي بعد تجربه الاحتراف وي وي كانت ناس كتيره قالت مروة عيد مش عايز تيجي منتخب مصر هاندبول. لا خالص والله. ايوه لا 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 بقى. لا لا خالص مفيش حد كبير على منتخب مصر. شرف لاي حد ان هو يشرف ينتمي لمنتخب مصر او يمثل منتخب مصر. مع انك كنت عرض عليك جنسيات اخرى. عرض عليا جنسيتين بس انا رفضت طبعا. بص كان من الجانب المادي طبعا موضوع مغري جدا بس انا صعب قوي عليا اقف اقول اي نشيد تاني غير نشيد بلدي. اهلي ومصر ما تهزريش فيهم. ما فيهمش نقاش. يعني ما فيهمش نقاش خالص. صعب صعب جدا ما اقدرش استحملها. طب قولي لي لما قالوا ان مروة عيد مش عايزه تيجي كان ايه اللي حصل؟ او كلمتي على منتخب مصر او ايا كان؟ والله بص انا طبعا ماليش مفيش حاجه اسمها لعيب ليه طلبات على منتخب بلده. طيب او على فرقته. طيب بصي معلش انا اسف يا مروه بقطع كلامك. صورتين ايه اللي على اليمين وايه اللي على الشمال؟ اللي على اليمين دي ساعه ما بدات خالص دي في مركز شباب زينهم خالص، كان عندي 6 سنين اعتقد او 7 سنين بالكتير خالص. حلو. واللي على الشمال بقى بدايه الحلم خالص، دي كانت اول سنه ليا في درجه اولى مع نيس. تمام. لما مضيت درجه اولى ممتاز مع نيس. دي كانت اول سنه ليكي؟ دي اول سنه ليا. اول سنه ليا. حبيبي. حبيبي. تمام. حبيبي. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. كان تكريم. كان تكريم ويعني انا بقالي 8 سنين محترفه محدش فكر خالص ان هو يكرمني او يبعت لي او يكلمني، فكان يوم بالنسبه لي بصراحه كان يوم عظيم في تاريخي كابتن محمود الخطيب. بس اليوم كبير جدا طبعا، كنت عايز اشكر بس طبعا كابتن رؤوف عبد القادر، وكنت اشكر كابتن عمر شوقي كمان لان هم كان ليهم دور كبير جدا جدا ان اليوم ده يتم تكريمي فيه. حقك. ربنا يخليك يا كابتن. ربنا يخليك. فاني كرمني كمان كابتن محمود الخطيب ده شرف كبير جدا ليا، حاجه اتحط في تاريخي برضه. تمام. الصوره الثالثه كنت الصورة كابتن فريق. هنا كنت كابتن فريق. هنا اول تاني موسم ليا كنت كابتن فريق. دي الصوره اللي بعتز بيها جدا طبعا يعني. في اصرار في الصوره؟ طبعا طبعا. انا قلت لك احنا اتربينا على كده كابتن. اتربينا على الاصرار، اتربينا على العزيمه. ده كان تاني ماتش لينا الموسم دوت وكنا متعادلين وكان انا جبت جون في اخر 15 ثانيه وهم خدوا تايم اوت واحنا راجعين خلاص الماتش فاضل عليه حوالي 20 ثانيه، فكنت فعلا بدعي ربنا ان الماتش يخلص كده وكسبنا الحمد لله. دي اخر صوره برده كان بين شوطين ماتش السنه دي برده، الصور دي جديده صور السنه دي الموسم دوت. كنت سرحانه كده كان المدرب بيتكلم معايا فكنت مركزه جدا في كلامه يعني. بس يعني عايز اعرف بس رقم 86 كنت تلبسي كام في مصر وتلبسي كام في احنا بعتبر رقم عائلتنا هو رقم 10 يعني. تمام. كابتن حنان كابتن حنان عيد اختي كبيره كانت رقم 10 وبعدين انا لبسته من بعدها لاني لعبت معاها كمان وبعدين نصر لبسته من بعدنا. سؤال عادي 10 ده عشان كابتن بيبو ولا عشان ايه؟ ده اكيد دي أكيد. ما احنا كبرنا لقينا بيبو برضه ساعه حنان بقى صح لحد نصره فده طبيعي. طبعا تمام. 86 هو كان تاريخ ميلادي، كان نفسي جدا اخد رقم 74 تخليدا لذكرى شهداء النادي الاهلي لكن للاسف الرقم كان موجود مع حد في الفرقه في الموسم دوت فلبست 86 ولقيت لو جالك اللي خدتي 74 هتاخديه؟ هاخده طبعا هتاخديه. هاخده طبعا. ما فيهاش نقاش ما فيهاش نقاش. بس انا بالنسبه لي برضه تخليد الشهداء مش بس بالارقام، تخليد الشهداء في القلب هنا وهنا. تمام. فدايما الواحد بيدعي لهم دايما ربنا يجمعنا بيهم على خير يا رب يا رب يا رب, يا رب. طيب عايزين نشوف حاجه يعني بيقولوا لي في حاجه مهمه عايزين نشوفها هنشوفها. يلا بينا اتفضل. ايه هو الصوت فين؟ الصوت. طب نعلق عليها. ده كان اعلان كده تبع النادي عندنا كان سبونسر فكان لازم الفرقه كلها تعمله يعني. بس
كان اعلان كان اعلان شركه راعيه للنادي بتاعنا يعني كان سبونسر كان لازم الفرقه كلها تكون متواجده فيه. طب عايز ارجع لمنتخب مصر عشان الوقت بيجري معايا نرجع لمنتخب مصر وايه اللي حصل قال المره دي مش عايز تيجي منتخب مصر. لا خالص الكلام ده ما حصلش ومش هيحصل عمره فيش كلام طبعا لكن انا اتمنى لما نيجي نشارك وبالمناسبه في بطوله افريقيا دلوقتي بدات الوقت ده في الكونغو بدات النهارده بالظبط كنت اتمنى طبعا ان احنا نكون مشاركين فيها لكن عشان نشارك في البطوله احنا يهمنا طبعا اسم مصر يكون أكيد. كبير واسم مصر نبقى نكون قد المسؤوليه فالموضوع محتاج ان لازم يكون في امكانيات لازم يكون في استعداد كويس لازم يكون في بطولات وديه لازم يكون في اهتمام بالبنات عشان نقدر نشرف مصر ان شاء الله يعني. بكلمك بصراحه ايه الفرق بين هنا بين البنات هنا وبين البنات في اوروبا بيني وبينك برضو الناس المسؤوله هناك الناس المسؤوله هم مصدقين جدا البنات يقدروا يعملوا حاجه بيس. هناك عندهم منتخبات 17 سنه 18 سنه 20 22 لحد الفيرست تيم وكله ماشي ببرنامج واحد خالص كله نفس البرنامج من اول الدرجه الاولى لحد الناشئين بس فاتمنى يكون في اهتمام الفرق في الاهتمام بس الفرق ان في مسؤول مصدق ان البنات دي تقدر تعمل حاجه لو احنا في يوم من الايام قدرنا نوجد المسؤول دوت البنات هيبقى ليها شكل تاني خالص. مروه شايفه مستوى مصر فين من افريقيا؟ لا احنا بعاد طبعا بعاد بعاد لان انت مش بتشارك لكن لو بتشارك هتوصل السنه اللي فاتت عملوا ماتشات هايله في البطوله طبعا عملوا ماتشات كويسه جدا لان الفرقه كلها عناصرها صغيره وانا قلت لك هي بالمشاركه خلي بالك النادي الاهلي لو شارك البطوله الجايه فهيأدي احسن طبعا لان انت بتكسب خبرات الهدف من المشاركه هو اكتساب الخبرات. لما قالوا لمروه عيد تعالي بطوله افريقيا ما جاتش هي ما رفضتش بس ما جاتش عايز اوضح الصوره هو النادي هم بعتوا للنادي الاهلي عطوا النادي الاهلي بعت لنادي نيس للاسف انا كان عندي وقتها وقت السيمي فاينال كاس فرنسا كان قبل ماتش دور الثمانيه وماتش دور بالظبط وعندي بقى بدايه ماتشات البلاي اوف اللي احنا بنلعب زي امريكا في الباسكت شويه بنخلص الدوري رايح جاي وبعدين من الاول للثامن بيلعبوا البلاي اوف فللاسف النادي رفض خالص قال لي لو كان في شهر 5 كان الدوري هيخلص ساعتها كنت تقدري تمشي فكان قرار النادي مش قراري ما اقدرش مش قراري احنا خدامين النادي الاهلي طبعا يعني وقت ما هترجعي النادي الاهلي في اي وقت يطلبك هترجعي له طبعا ما دام فاضيه هناك لو النادي الاهلي طلبني النهارده بكره الصبح اكون في النادي الاهلي. طيب مروه عيد تختم حياتها محترفه ولا في النادي الاهلي؟ في النادي الاهلي ان شاء الله رب العالمين. ناويه طبعا يعني ناويه بعد 20 سنه حلو كويس خلينا نقول يا رب ربنا يكرمه في اللي جاي بس عمي. اخر سنه هتلعب في النادي الاهلي لازم ان شاء الله طبعا لو النادي الاهلي ما عندوش اي اعتراض ده هيبقى ليا شرف اكيد ده شرف لينا كلنا ان انت موجوده في حاجات سريعه عقدك هيخلص في 2020 واذا ربنا اراد يعني وربنا بعد عننا الاصابات هنشوف الدنيا يحصل فيها ايه باذن الله. عايزه في حلم من احلام الاحتراف ما حققتوش يعني عايزه تروحي المانيا عايزه تروحي اسبانيا لا خالص ولا انت بتلعبي في اجمد دوري في العالم؟ انا اجمد دوري في العالم طبعا لان فرنسا بقت بطل عالم كمان تمام فرنسا بطل عالم طبعا. تلعب معاكي حد في منتخب فرنسا؟ طبعا كان بيلعب حتى كان في ثلاثه بيلعبوا معايا من اللي خدوا بطوله العالم اللي خدوا كاس العالم طبعا معايا بيلعبوا معاكي كانوا بيلعبوا معايا بس الموسم اللي فات مشي وخلاص. طب هنسرع رتم كمان اتفضل عشان بيقولوا لي ايه الوقت بيجي معاك قولي لي يا مروه حلم من احلامك ما اتحققش بطوله اوروبا ما لعبتيش لسه بطوله اوروبا؟ لا ما لعبتش الصراحه ويعني هو الواحد بيجتهد وبيسعى نصيب ما حدش عارف الخير فين بس لكن تزال الفرصه قائمه طول ما فينا نفس لسه الحلم موجود لسه الحلم موجود انا متاكد وواثق فيك تماما 2020 عقدك مع نيس يخلص عندك عقود تانية ولا هتجدد مع نيس؟ اذا ربنا اراد يعني ممكن اجدد ممكن تجدد مع نيس مستريحه هناك انا مرتاحه هناك فتمام ما دام مرتاحه خلاص ما فيش مشكله خالص لا الحمد لله لكن مش ممكن اي مره عيب بتلعب في المانيا بتلعب في اسبانيا بتلعب في دوري تاني ما اعتقدش مش جواكي لا لا خالص مش طموح بالنسبه لي طبعا لكن لو جالك لو في فرصه كبيره وفي نادي فعلا كويس اقدر ادي فيه اكتر ما بادي في المكان اللي فينا اكيد هروح طبعا يعني. في لعيب مهم في حياتك في مصر هو مش لعيب نادي الاهلي بس هو حياتك فيه كابتن منتخب مصر كابتن احمد الاحمر الاحمر طبعا احمد الاحمر ده اخويا حبيبي بالظبط انا عارف ان انت صديقه العيله احمد طبعا وكان طبعا 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 وكابتن مصطفى الاحمر ونيره الاحمر كانت صديقتي برده في منتخب مصر بتشرف بيهم جدا وعيله بتشرف بيها والاحمر من اساطير كره اليدم المصريه بيساعدك في حاجه الاحمر يعني احنا دايما في تواصل ما بيننا صراحه يعني دايما في تواصل ما بيننا دايما لما يكون حد فينا عمل دروب فبيكلم التاني على طول بيكون في دروب تلاقي التاني بيكلمه احمد اخويا طبعا اتمنى له التوفيق ربنا يكرمه كنت اتمنى ان احمد يكون لاعب في النادي الاهلي تتمنى يلعب في النادي الاهلي عندي اثنين وزراء قابلتي دكتوره نبيله مكرم السنه اللي فاتت في مصر تستطيع دي حقيقه قررتي بعديها تبقى وزيره الرياضه نفسي اتولد جوايا طموح صراحه الطموح كان ايه وجيتي ازاي بس سريعا يعني هي شخصيه محترمه جدا الصراحه لما قعدت معاها يعني ست شخصيه مجتهده جدا ازاي
هي اللي كلمتني، فوجئت في يوم هي اللي بتكلمني في التليفون تقول لي احنا عاملين مؤتمر مصر تستطيع وشرفت تكوني موجوده. كنت في مصر كنت رجعت هنا فعلا كنت في اجازه، وقلت لها طبعا تحت امر حضرتك. رحت قابلتها في مكتبها، وبصراحه شخصيه محترمه جدا جدا، وانا قلت لها ساعتها قلت لها انا دلوقتي بس اتولد جوايا طموح ان انا نفسي اكون في يوم من الايام وزيره زي حضرتك، شخصيه محترمه جدا اتمنى لها التوفيق دايما. يعني لو كنت وزيره الرياضه مروه عيد هتعمل ايه في الرياضه النسائيه في مصر؟ هدي كل يعني بص كفاءه اهم حاجه، كفاءه مين الاصلح في المكان سواء انا مختلفه معاه او متفقه معاه، دي حاجه مهمه جدا بالكفاءه. فهدي لكل حد وقته ومساحته وتوفر له الامكانيات انه يشتغل، ساعتها هتلاقي نتائج مختلفه مليون في المية. طيب اسالك اسئله اسرع شويه، كلمه لاسرتك اخيرا. يعني ربنا يخليكم ليا يا رب، ويعني انا عايشه في الدنيا عشانكم. نادي الاهلي اعظم نادي في الدنيا، والاهلي فوق الجميع، وجمهور النادي الاهلي معاك. جمهور النادي الاهلي انتوا اعظم جمهور برضه في الدنيا، وخليكم واثقين في النادي الاهلي. يعني اعرفوا ان الاهلي هيرجع رقم واحد، لان هو معودنا دايما على رقم واحد. طول عمرنا واحد طبعا، طول عمرنا رقم واحد. ويومين ثلاثه مفيش مشكله، وقع يوم هترجع بتخسر بطوله هتعوضها ب 10 ان شاء الله. كلمه اخيره لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود. كابتن محمود خطيب طبعا بنثق فيكم جدا، كنا مستنيينكم، وفي طموحات كتيره جدا لناس قوي عليكم كتير جدا، كل الناس واثقه فيكم، كل الناس مستنيه منكم شغل كتير قوي. يعني روح فانيلا الحمراء هو كان شعار الحمله الانتخابيه لمجلس اداره النادي الاهلي. يعني نتمنى ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ترجع البطولات تاني النادي الاهلي قريب دي حاجه واثقه مليون في الميه. صدقني انا دايما بقول للناس كده خليكم واثقين في كده ولا حاجه، فاحنا واثقين فيهم واحنا معاهم، والنادي الاهلي دايما جمهور وراه، دي اهم حاجه. ماتش ولا ماتشين ولا بطوله النادي الاهلي عمره ما يتهز. هنعوضها ب 10. برافو عليك. هنعوضها ب 10 مره. شرفتيني ونورتيني وسعيد جدا انت معايا، واتكلم في حاجات كتيره ودي اسئله كتيره حبيبي، نحاول نعملها تاني ونقعد مع بعض. ليه شرف كابتن، بشكر حضرتك جبت كابتن خالد. بعد ما عملنا لقاء مع كابتن مروه عيد وعرفنا كل جوانبها، بنشكر الساده المشاهدين على امل لقاء كل يوم في الاهلي الليله من 7 ل 10. شكرا والى اللقاء.